السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اعزائي مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان، برحب بحضراتكم ويوم جديد وحلقه جديده من استاد الاهلي. متواجدين معاكم النهارده ان شاء الله لتغطيه مباراه الاهلي والنصر في المباراه المؤجله من الاسبوع الثامن. اكيد لازم نستفاد من كل مباراه مؤجله بتتاح لينا، لان احنا طبعا عندنا مباراتين هتبتدي النهارده، المباراه الاولى مباراه النصر، وما ان شاء الله مباراه المقاولين لسه ما تحددش ميعادها، هي من الاسبوع الثاني. ولكن كل التوفيق ان شاء الله لفريقنا النهارده، ويكون نتيجه ايجابيه، نتيجه 3 نقاط اعتقد انها بتقترب او تخلينا نقترب من فريق نادي الاسماعيلي ونحطه تحت ضغط مستمر في المقدمه. وطبعا مجرد بس ان شاء الله ان المباراه المؤجله الثانيه نقدر نكسبها، مع طبعا ختام الدور الاول امام مباراه نادي الزمالك ومباراه وختام الاسبوع او الدور الاول، اعتقد الامور هتكون جيده بالنسبه لفريق النادي الاهلي. كامل التوفيق ان شاء الله لفريقنا النهارده، وثلاث نقاط امام فريق نادي النصر وهذه المباراه المؤجله. خلينا نتكلم على اخبارنا النهارده واخبار النادي الاهلي. كابتن سيد معوض مدرب الفريق بيقود تدريبات اليوم او تدريبات اللاعبين الغائبين عن قائمه النادي الاهلي اليوم، كل من عمرو بركات وجونيور اجاي وحسين السيد وعبد الله الشامي وكريم ندفيد متواجدين النهارده في استاد مختار التتش لاداء التدريبات. يمكن التدريبات ابتدت بشكل بدني، كان كابتن انيس الشعلالي المعد البدني كان هو ابتدى الفقره، ثم يعني اعتقد التدريبات كانت قويه، لان طبعا اللاعبين اللي بيبقوا متواجدين في الوقت ده محتاجين الشكل البدني اكثر، لان طبعا احنا خلاص داخلين على نهايه الدور الاول، وفي نفس الوقت مباريات مهمه سواء بقى مباراه الزمالك القادمه ثم مباراه السوبر ان شاء الله اللي هتكون يوم 12 ان شاء الله في هذا الشهر اللي هتكون في الامارات. طبعا كابتن طارق سليمان تولى التدريبات الخاصه بحراسه المرمى، وكان موجود شريف اكرام. ده بالنسبة لتدريبات الغائبين عن هذه المباراة مباراة النصر اليوم. أيضا صالح جمعة بيغيب عن مران المستبعدين بسبب الامتحانات، صالح جمعة مش موجود النهاردة واخد إذن من الكابتن سيد عبد الحفيظ لأداء الامتحانات الخاصة دي. طبعا كل التوفيق لصالح، نتمنى إن شاء الله إن صالح يعود بقوة في الفترة القادمة. يمكن صالح في الفترة الأخيرة كان بعض الامور الخاصه به في جزئيه الحضور بالنسبه للتدريبات، وكابتن سيد حفيظ اخذ اجراءات خاصه طبعا بالعقوبه بالنسبه للغياب، واعتقد ده بيبقى شيء طبيعي جدا في الجزء الاداري، وهي غرامه ماليه على صالح جمعه عشان ما اشتركش في تدريب الغائبين عن موران بتروجيت. اليوم كان في موران لمباراه بتروجيت، كان في موران للغائبين وصالح جمعه ما حضرش هذه التدريبات. طبعا في بعض يعني دلوقتي بعد فتره من وجود طبعا مجلس اداره النادي الاهلي وبعض الامور الخاصه بالاجتماعات الخاصه بمجلس الاداره، بنبارك طبعا للعميد محمد مرجان المدير التنفيذي الجديد للنادي الاهلي، وايضا اللواء حسن مسعود مدير فرع نادي مدينه نصر، واللي بنبارك لهم طبعا عهد جديد ووجود بعض الكوادر الجديده في النادي الاهلي، ان شاء الله يكونوا في احسن حالاتهم ان شاء الله ويؤدوا ادوارهم بشكل جيد. واعتقد كابتن محمود الخطيب اجتمع مع العميد محمد مرجان واللواء حسن مسعود بيحطوا طبعا الامور الخاصه بالفتره القادمه سواء بقى فرع مدينه نصر او الجزء الكامل للنادي الاهلي، وبعض الامور الخاصه بالاعضاء والفتره القادمه في اداره النادي الاهلي. كامل التوفيق طبعا للعميد محمد مرجان واللواء حسن مسعود. نجمنا الكبير عماد متعب، الاهلي بيعلن انتقاله رسميا للتعاون السعودي لمده 6 شهور او اعاره 6 شهور. كابتن عماد متعب طبعا واحد من اللاعبين المميزين ورؤوس الحربة المميزين في تاريخ النادي الاهلي ومنتخبنا الوطني، هو موجود خلاص رسميا في التعاون السعودي. كابتن عبد العزيز عبد الشافي المدير الرياضي بيعلن ذلك لوسائل الاعلام، واعتقد ان عماد ان شاء الله تجربة مميزة يقدر يشتغل على نفسه في هذه الجزئية ويرجع بكامل قوته ان شاء الله للنادي الاهلي، ويقدر النادي الاهلي يستفاد بيه. طبعا احنا شايفين الفترة اللي فاتت ممكن عماد مدب بعيد عن الاشتراك في الفريق، طبعا احنا عارفين عماد ممكن يكون عنده اسباب بدنية، عدم الاشتراك بشكل دوري بيخليه الى حد ما بعيد عن الفريق، لكن وجوده بشكل اساسي في فريق التعاون يقدر يتعامل في كل مباراة، اعتقد ان هو هيرجع بكامل لياقته ان شاء الله، وده اللي احنا نتمناه من عماد مدب ان هو يبقى في احسن حالته. ده بالنسبة لاخبارنا النهارده. خلينا اروح ونتكلم على مباراه النصر، مباراه انت
احنا كلنا يعني اعتقد ان فريق النصر الفتره اللي فاتت نتائجه بتدل ان هو فريق مميز. ويمكن لما تيجي تتكلم على كابتن سيد عيد المدير الفني لفريق النصر وكلامه وتصريحاته قبل المباراه ان هو ما بيهموش النتيجه، هو بيهمه الاداء الفني الجيد. عشان كده واحنا بنتكلم على فريق النصر، الفرق اللي زي كده انت تبتدي تقلق منها، تخاف منها، حته ان انت بتلعب فريق طموحه ان هو خلاص هو عارف انه ممكن ما يكسبش هذه المباراة، فبالتالي عنده هدوء أعصاب، يقدر يلعب، عايز يوري الناس إمكانياته الفنية. فبالتالي أعتقد أن النهاردة المباراة ليست بالسهلة، لكن إن شاء الله إحنا عندنا القدرة على إن شاء الله حسمها الثلاث نقاط النهاردة لنصل للنقطة 36 بشكل كبير. يمكن احنا ده امامنا على الشاشه فريق النادي الاهلي من فندق الاقامه، اكيد بيستعدوا النهارده بشكل جيد. طبعا احنا شفنا اخر مباراه امام اتلتيكو، طبعا مروان وباسم وطبعا مؤمن موجود النهارده، وكمان من اللعيبه المميزه اللي احرزوا هدف في اتلتيكو. كل اللاعبين النهارده بيستعدوا بشكل كبير، كانوا سعداء بمباراه اتلتيكو الاخيره واللي احنا سعدنا بيها بشكل كبير، وكان ليها مردود طيب جدا بالنسبه للصحف الاسبانيه وكل الناس هنا في مصر وكل العالم صراحه شاهدوا هذه المباراه بشكل جيد، وكان ليها مردود ايجابي على بلدنا مصر طبعا، والنادي الاهلي كنادي مميز في الوطن العربي وفي الشرق الاوسط وافريقيا. فبالتالي كانت مباراه مميزه. النهارده بنخش مره اخرى للدوري الممتاز وبنستعد لمباراه قويه امام النصر، ثم مباراه الزمالك ان شاء الله اللي هتكون بعد سته ايام، هتكون يوم 8 بامر الله 8 يناير، دي مباراه القمه وبينتظرها كل عشاق كرة القدم المصرية سواء بقى في هنا في مصر أو في الوطن العربي. ولكن احنا بنتكلم النهاردة على مباراة مهمة لازم نركز فيها بشكل كبير من خلال طبعا هذه المباراة وحصولنا على الثلاث نقاط. خليني أروح بقى لإحصائيات الخاصة بفريق النادي الأهلي ومباراته النهاردة مع فريق النصر. طبعا المباراة مؤجلة من الأسبوع الثامن من الدوري الممتاز 2017-2018، مباراة النصر والنادي الأهلي. المباراة إن شاء الله هتتلعب في ملعب بترو سبورت. خلينا نروح للمؤجلات أو تاريخ مواجهات الأهلي والنصر في الدوري حتى الآن. الأهلي والنصر لعبوا فقط مرتين، الفوز كان حليف النادي الأهلي. زي ما احنا عارفين النادي الاهلي دايما متفوق، او نادي النصر كمان حديث العهد ما بين يعني في الدوري الممتاز. فبالتالي ده قدام حضراتكم تاريخ مواجهات الاهلي والنصر، كان عدد المواجهات زي ما بقول لكم 2، الفوز للاهلي 2، طبعا النصر لا يوجد تعادلات، الاهداف 5 اهداف للنادي الاهلي وهدف واحد فقط لفريق النصر في مرمى النادي الاهلي. اما لو اتكلمنا على مشوار الاهلي في الدوري العام حتى الان امام حضراتكم، الاهلي وطلاع الجيش تعادل ايجابي 1-1، ثم الاتحاد وفوز الاهلي 2-0، والرجاء وفوز الاهلي 4-1، وامام الانتاج الحربي وفوز الاهلي 2-1، والاسماعيلي وفوز الاهلي 2-0 على الاسماعيلي، وامام الداخليه وفوز الاهلي 2-0، ثم المصري البورسعيدي وفوز الاهلي ايضا 2-0، واخيرا كان مباراه قويه امام انبي وفوز الاهلي 4-1، ثم الاسيوطي الاهلي بيكسبوا 1-0، ومصر المقصه والاهلي واول هزيمه للنادي الاهلي هذا الموسم او من الموسم السابق 3-2 من مصر المقصه، وتعادل ايجابي مع طنطا 1-1، ثم مباراه سموحه وفوز الاهلي 2-1، وتعادل ايجابي 1-1 مع وادي دجله، واخيرا مباراه بتروجيت في الاسبوع ال 15 وفوز الاهلي 3-0. ده مشوار النادي الاهلي حتى الاسبوع او الاسبوع ده، كان مباراه بتروجيت انا اسف كانت في الاسبوع ال 16، دي اخر مباراه كان الاهلي لعبها وفاز فيها 3-0. اما مشوار فريق النصر حتى الان، طنطا والنصر لعب طنطا وتعادل معها 0-0، ثم النصر والاتحاد وفوز الاتحاد على فريق النصر 3-2، وامام سموحه تعادل النصر 1-1، ثم المقاولون العرب وفوز المقاولون العرب على النصر 2-1، ثم تعادل فريق النصر مع وادي دجله 1-1، وتعادل ايضا في المباراه اللي بعدها 2-2 مع فريق الاسيوطي، و
فوز بتروجيت على النصر 2-0، ثم مباراة الزمالك والنصر وفوز الزمالك 2-1 على فريق النصر، وفريق النصر بيلعب الانتاج الحربي ويفوز الانتاج الحربي 1-0، ثم طلائع الجيش وفوز النصر على طلائع الجيش 3-1، ثم الداخلية يتعادل سلبي 0-0، ثم يفوز النصر بمباراة كبيرة جدا لعبة أمام مصر المقصة ويفوز 4-1 على مصر المقصة، وفريق المصري بيكسب فريق النصر بعدها. طبعا النتائج بالنسبة لفريق النصر ما تحسش ان انت مرة بيكسب مرة بيتعادل مرة بيفوز، ولكن دائما بيعمل مباريات جيدة أمام الفرق الكبيرة. طبعا أمام المصري البورسعيدي بيفوز المصري البورسعيدي على فريق النصر في مباراة قوية 3-2، ثم امام الرجاء بيتعادل 0-0، وامبي اخيرا اخر مباراه بالنسبه لفريق النصر حتى الان، وتعادل ايجابي 1-1 للفرقتين، تعادل ايجابي اعتقد امام امبي لفريق نتيجه جيده لفريق النصر. وزي ما بقول لكم هو فريق ما بيبكيش على شيء، هو بيقدم عرض جيد امام الفرق الكبيره، وفي نفس الوقت تصريحات كابتن سيد عيد للمباراه مباراه الاهلي اليوم اعتقد انها بتقول ان انت هتلاقي فريق قوي، فريق عايز يبين نفسه او يعرض نفسه للكره المصريه ولكل الناس اللي تتفرج على هذه المباراه. طبعا موقف الفريقين في جدول الدوري حتى الان، النادي الاهلي في المركز الثاني برصيد 33 نقطه. طبعا النادي الاهلي لعب 14 مباراه، فاز في 10، تعادل في 3، خسر في 1، له 29 هدف وعليه 10 اهداف وليه 33 نقطه زي ما قلت لحضراتكم. ثم فريق النادي النصر في المركز 16 ولعب 15 مباراه وفاز في 2 وتعادل في 7 وخسر في 6، له 18 هدف وعليه 20 هدف وله 13 نقطة حتى الآن. ده فريق نادي النصر والنادي الأهلي وموقعهم في جدول ترتيب الدوري حتى الآن. أمام حضراتكم بنذكر حضراتكم بنتائج مباريات الجولة 16 بالدوري الممتاز، واللي ابتدت يوم الأربعاء في العام الماضي يوم 27 ديسمبر، إنبي والنصر 1-1، ثم مباراة الإسماعيلي والرجاء وفوز الإسماعيلي 5-0 على الرجاء، ثم مباراة المصري البورسعيدي وطنطا، مباراة كانت غزيرة الأهداف وفوز المصري البورسعيدي 6-3، ثم مباراة الاتحاد ومصر المقصة وتعادل إيجابي 2-2، وفوز الأهلي على بتروجيت 3-0، والداخلية وسموحة وتعادل سلبي 0-0، والأسيوطي والزمالك وفوز الزمالك 1-0، والمقاولون العرب وطلائع الجيش وفوز طلائع الجيش على المقاولون العرب 2-0، وأخيرا مباراة الانتاج الحربي ووادي دجلة وفوز الانتاج الحربي 2-0 على وادي دجلة. ده بالنسبة لنتائج الاسبوع 16. اما مباريات الجولة 17 واخر مباريات الدور الاول في دوري العام 2016-2017 كالتالي: الرجاء والاتحاد ان شاء الله هتبتدي يوم الخميس 4 يناير، الرجاء والاتحاد ثم مصر المقصة والمقاولون العرب وطلائع الجيش والأسوطي وطنطا وإنبي وبتروجيت مع الانتاج الحربي، سموحة مع المصري، وادي دجلة مع الداخلية والنصر والإسماعيلي، وأخيرا يختتم الدور الأول بمباراة القمة، مباراة طبعا بينتظرها زي ما بقول لحضراتكم جميع عشاق كرة القدم المصرية والعربية والأفريقية ما بين الزمالك والأهلي، وإن شاء الله هتكون يوم الاثنين 8 يناير 2018. ده جدول او المباريات الجوله 17 بالنسبه للدوري الممتاز 2016-2017 واختيام الدور الاول. طبعا هدافي بطوله الدوري حتى الان 2017-2018 جون انطوي لاعب مصر المقصه ب 11 هدف، عمر السعيد لاعب الانتاج الحربي 10 اهداف، وحسين الشحات لاعب مصر المقصه 9 اهداف، وبيجي دييجو الكالديرون في فريق الاسماعيلي 8 اهداف، واحمد جمعه لاعب المصري البورسعيدي 8 اهداف، وليد ازارو لاعب النادي الاهلي 7 اهداف، ثم صلاح محسن لاعب امبي ب7 اهداف، وابراهيم حسن لاعب الاسماعيلي 7 اهداف، واحمد علي لاعب
نادي المقاولون العرب بست اهداف حتى الان. دول بالنسبه لهداف هدافي الدوري الممتاز حتى الان. اما بالنسبه لهدافي فريق الاهلي والنصر النهارده وليد ازارو زي ما بقول لحضراتكم عنده 7 اهداف، اما بالنسبه لفريق النصر محمد حسن ميدو له 5 اهداف بالنسبه لهدافي الفريقين النهارده. لكن احنا تشكيل بالنسبه لفريق النادي الاهلي ده اللي احنا ممكن النهارده واحنا بنتكلم عليه، في تشكيل متوقع النهارده. كابتن حسام البدري دائما بيعمل الروتيشن، بيعمل شكل مختلف، عنده بعض الاصابات. طبعا حسام عاشور مش متواجد النهارده عشان عنده اصابه، وعنده طبعا شد او اشتكى من شد كده موجود في رجليه، لكن طبعا اللعيبه المميزين داخل النادي الاهلي متواجدين بشكل جيد، يقدر كابتن حسام البدري يعوض هذه الجزئيه. في حراسه المرمى ده التشكيل المتوقع بالنسبه للنادي الاهلي، محمد الشناوي، من يمين الشمال احمد فتحي، رامي ربيعه، ايمن اشرف، علي معلول، في خط الوسط هشام محمد، عمرو السوليه. طبعا عوده هشام محمد من الاصابه بتدي كابتن حسام البدري قابليه ان هو ممكن يشركه كلاعب اساسي بجانب عمرو السوليه. في الامام احمد الشيخ ومؤمن زكريا وباكا، وايضا في الامام وليد ازارو. ده التشكيل المتوقع بالنسبه لفريق النادي الاهلي. اما التشكيل المتوقع لفريق النصر هيكون امامكم على الشاشه حالا. في البدايه حراسه المرمى محمد مصطفى، من اليمين الشمال اسلام مصطفى، محمد حجاج، وخالد رضا، واحمد السباعي. امامهم في خط الوسط محمود صقر، محمد القط، وفي الامام جون جميل، واسلام عيسى، وحجاج عويس، وامامهم هداف فريق نادي النصر محمد حسن ميدو. ده بالنسبه للتشكيل المتوقع للفرقتين. ولكن طبعا زي ما بقول لحضراتكم الدوري الممتاز شايفينه السنه دي مختلف. في فرق زي يعني مش باكي على حاجه، بتيجي تلعب قدام الفرق الكبيره بتتعامل بشكل جيد. المباراه النهارده مؤجله، ولكن فريق النصر زي ما بقول لكم فريق بيعمل نتائج جيده امام الفرق الكبيره. نتمنى ان شاء الله النهارده فريقنا النهارده يبقى في احسن حالاته، في احسن شكل ليه فنيا وبدنيا، ده اللي احنا نتمناه النهارده. طبعا ده فريقنا النهارده وهو بيغادر فندق الاقامه ومتجه الى ملعب بيترو سبورت ان شاء الله اللي هيكون فيه مباراه اليوم. طبعا كابتن انيس الشعلالي، كابتن طارق سليمان، كابتن حسام البدري قبليه، كابتن سيد معوض اللي قام النهارده بدور المدرب في تدريبه اليوم. كل ده امامنا على الشاشه من خلال قناه النادي الاهلي وكواليس ما قبل المباراه. طبعا هيكون معانا نجوم بعد قليل، كابتن ربيع ياسين وكابتن شريف عبد المنعم، هيقولوا لنا الشكل الفني اللي ممكن النهارده يبتدي بيه كابتن حسام البدري، والنهارده الامور هتمشي ازاي مع فريق زي ما بقول لحضراتكم ما عندوش حد حاجه يبكي عليها. هو النهارده عارف ان هو بيلعب فريق كبير عنده قدرات كبيره، هو عايز يقدم كره جيده امام النادي الاهلي. إذا كان هيكسب فبالتالي بتتحسب له، إذا كان هيخسر يكون عنده حتة احترام الجميع لهذا الفريق. كابتن سيد عيد زي ما بقول لحضراتكم عنده استقرار موجود مع فريق النصر بقاله فترة طويلة، عنده مجموعة من اللعيبة الشباب المميزة. زي ما بقول لكم مباراة ليست بالسهلة النهارده، ده أمامنا أيضا لاعبي فريق النادي الأهلي النهارده وهم متجهين أو مغادرين فندق الإقامة. كل التوفيق ليهم. طبعا يعني باكا امامنا اسلام، مش عارف اسلام بقى بيكلمه يعني باكا من اللعيبه المفروض جنوب افريقيا بتتكلم انجليزي او انجليش، فبالتالي اكيد بيتعامل معاه. وده حب طبعا لعيبه النادي الاهلي بالنسبه لاي لاعب محترف، وان هو بيخش سريعا داخل التيم بشكل قوي، هو ده اللي احنا دايما متعودين عليه من خلال النادي الاهلي. ايضا وجود هشام محمد ده عوده حميده ليه بالنسبه له، ان شاء الله كل التوفيق ليه وتبقى اخر الاصابات لهشام محمد، لانه من اللعيبه المميزه في النادي الاهلي. ايضا احمد ياسر الريان كل التوفيق ليه، لاعب ناشئ صاعد مميز جدا. يعني ده اللي احنا نتمناه ليهم النهارده يكونوا في احسن حالتهم. زي ما احنا شايفين احنا بنتجه لملعب بيترو سبورت، ونكون بنقول احنا ان احنا عندنا ان شاء الله في الفتره القادمه زي ما شفنا مشروع القرن من خلال المؤتمر الصحفي اللي عقده كابتن محمود الخطيب مع استاذ ركان الحرثي المتحدث باسم المستثمرين العرب اللي هيكونوا متواجدين في هذه الملحمه الكبيره لانشاء مشروع القرن، مشروع استاد الاهلي. حاجه مشرفه. ده احنا بقى الفتره الجايه مش هنلعب في اي ملعب، احنا هنلعب في ملعبنا، ملعب النادي الاهلي اللي هيسمى ان شاء الله ملعب النادي الاهلي. حاجه تحترم، حاجه جميله جدا، مستثمرين واثقين جدا في اسم النادي الاهلي، وده اللي احنا نتمناه. طبعا مغادره فريقنا ان شاء الله في الباص الخاص بالنادي الاهلي هو ده اللي احنا نتمناه. زي ما بقول لحضراتكم استاد النادي الاهلي حاجه محترمه، حاجه ان شاء الله هتكون
فوق الخيال، وأول نادي مصري يكون عنده استاد خاص بيه بالشكل الجديد بالنسبة للأندية المصرية. يا رب إن شاء الله دائما النادي الأهلي في المقدمة، دائما النادي الأهلي في أحسن حالاته من خلال إدارة واعية، إدارة فاهمة جماهير النادي الأهلي محتاجة إيه وأعضاؤه أيضا محتاجين إيه. كل ده مهم جدا إن احنا بنكمل كل حاجة من خلال هذا الكيان العظيم، دايما هو في المقدمة باستمرار. يعني كلامنا زي ما بقول لحضراتكم، ما زلنا طبعا متواجدين من خلال متابعة فريق النادي الأهلي والباص. طبعا قناة النادي الأهلي بتغطي هذه الرحلة اللي موجودة من فندق الإقامة وحتى ملعب بترو سبورت. هو ده ان شاء الله اللي هيكون من خلال الملعب ان شاء الله الفوز ان شاء الله والثلاث نقاط ده اللي احنا نتمناه النهارده، والوصول للنقطه 36 ونقطه فاصله ما بيننا وما بين فريق الاسماعيلي طبعا مع المباراه المؤجله الاخرى مباراه المقاولون. ان شاء الله الامور تخلص بشكل كبير. خلينا نروح سريعا بقى واخد فاصل وارجع استقبل ضيوفي، ضيوف استاد الاهلي كابتن شريف عبد المنعم وكابتن ربيع ياسين للحديث عن هذه المباراه قبل وايضا بعد المباراة. تعد مواجهة الأهلي مع النصر الليلة في الدوري العام هي الثالثة بين الفريقين على مدار تاريخهما في المسابقة. التقى الفريقان من قبل في موسم 2014-2015، وأقيمت المباراة على استاد القاهرة في سبتمبر عام 2014، وانتهى اللقاء بفوز الأهلي بهدفي عماد متعب ورمضان صبحي مقابل هدف عبد العزيز الشاعر زيزو لاعب النصر. فيما كانت المباراة الثانية في مايو 2015 على استاد بترو سبورت، وانتهت بفوز الأهلي بثلاثية نظيفة أحرز هدفين منهما محمود حسن تريزيجي لاعب الأهلي السابق ومؤمن زكريا. وبالنظر إلى موقف النصر في جدول الدوري إذ يحتل المركز السادس عشر برصيد 13 نقطة، فإنه لا يعبر عن مستواه في الملعب حيث يقدم مباريات قوية ودائما ما يسجل الأهداف، ولكن سوء الحظ مع قلة خبرات لاعبيه تحول دون فوزه في معظم المباريات. حضراتكم من جديد ان شاء الله طبعا مستمرين مع حضراتكم وكلامنا عن هذه المباراه، مباراه مؤجله من الاسبوع الثامن، مباراه النصر والاهلي. النهارده هي مباراه النصر، فبالتالي ان شاء الله كل التوفيق لفريقنا النهارده. معايا في الاستوديو طبعا نجوم مصر والنادي الاهلي كابتن شريف عبد المنعم. كابتن شريف برحب بحضرتك. كابتن شريف برحب بيك كابتن فاروق. منور حوضه حميده. شكرا. اسكندريه كانت حلوه.
كانت ماتش كان رائع. انت كنت هنا وهناك برضه. حبيبي يا كابتن شريف منور يا كابتن. ايضا كابتن ربيع ياسين نجم مصر ونجم النادي الاهلي. كابتن ربيع منور يا كابتن. اهلا بيك يا كابتن محمد. حبيبي يا كابتن وحشتنا والله. منور يا كابتن. مباراه كانت رائعه يا كابتن. كنت مستمتع بيكم جدا في الاستوديو مع كابتن. واحنا كنا مستمتعين برضه بادائك واداء الاخوه الافارقه. حبيبي ربنا يخليك كابتن ربيع. خلينا واحنا بنتكلم النهارده يعني هنتكلم عن الماتش، لكن مهم جدا يمكن اما يكون نجوم كبار زي كابتن ربيع ياسين وكابتن شريف عبد المنعم اثنين من القامات اللي موجودين داخل النادي الاهلي، يمكن دائما طول عمرنا بنلعب في استاد القاهره. النهارده المباراه في استاد القاهره، فبالتالي ما حلم او حلم الاهلاويه ومشروع القرن اللي تم طبعا الافصاح عنه في مؤتمر صحفي من يومين، اعتقد دي حاجه مميزه. لازم برضو وحضراتكم موجودين كابتن شريف اخد رايكم في الجزئيه دي. احنا حتى الان يعني انت وانا وكابتن ربيع ومجموعه ممكن تكون لوقت معين مش هيحضروا هذا المشروع الكبير، لكن ان شاء الله انت هتحضر ان شاء الله. ان شاء الله احضر بس احضر بس كان نفسي العب بقى. وممكن تلعب ماتش تراي ماتش اي حاجه. ايه رايك كابتن في المشروع الجميل ده والمشروع اللي حلم لكل الاهلاوي؟ انا بنحلم طبعا كلنا ان احنا نشوف الحلم الجميل ده على ارض الواقع، و نبقى زي انجلترا بقى كده، يعني الفرق اللي هي زي ليفربول و مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد، كل واحد عنده كله. النادي بتاعه والشكل بتاعه واوروبا كلها كابتن، وتلاقي بقى المتاحف جوه ويبقى في زيارات وفي ناس بتيجي تزور الدرع العظيم من نادي القرن. هتبقى حاجات بقى بتكمل، الشكليات بتكمل كلها بالاستادات بالتواريخ بالبطولات. من حق النادي الاهلي انه يكون عنده مكان ومكانه كبيره في العالم العربي وفي مصر خصوصا بهذا الشكل، وبنتمناه لجميع الانديه الحقيقه، نادي الزمالك وكل الدنيا يبقى عندها برضه نفس النهج ونفس التاريخ ونفس الاحقيه في الناس اللي بتتعب، انه يكون اليوم على الاقل ريسيفنج ان جمهوره العظيم من حقه انه يتمتع في حضنه بقى، يعني يبقى الناس رايحه بيتها، مش رايحين بنلعب في برج العرب، بنلعب في استاد القاهره، بنلعب في سبورت، يعني الحاجات دي برضو بتدي احساس تاني. انا رايح بيتي، رايح في مكانتي، كرسي انا حافظه، حتتي انا بقيت حافظها، خصوصا على المستوى بتاع الجماهير اللي موجود دلوقتي والحماس والاغاني والحاجات دي، هيبقى شكل الاستاد حاجه جميله قوي. 60,000 متفرج يا كابتن هيبقوا متواجدين. 60,000 هم؟ 60,000 متفرج، ده ساعه الاستاد ان شاء الله. ده جميل جدا متفرج. ان شاء الله يبقى 58,000. والواحد هو انت تبقى سعيد، يعني الواحد سعيد كابتن ربيع ان في خطوات سريعه من مجلس الاداره طبعا في تنفيذ المشاريع اللي كانت موجوده في البرنامج، وده منهم يا كابتن ربيع طبعا كل الشكر والتقدير للمستشار تركي الشيخ، لان هو داعم بشكل كبير لهذه الجزئيه، فبالتالي التعاون ده موجود عشان في الاول وفي الاخر حب جماهير النادي الاهلي لهذا الكيان الكبير ده، ولازم في وقت من الاوقات فعلا كان لازم يبقى في استاد كابتن ربيع للنادي الاهلي. طبعا في تحديات كثيره جدا، كابتن خطيب كابتن كبير جدا على قدر المجلس ونجاحهم، مجلس كبير بيضم قامات كبيره جدا، فكر رائع جدا واداريات وفنيات على مستوى. بدايه التحديات كثيره جدا ومطلوب كثير جدا، وعلى قدر المسؤوليه طبعا، والناس بتنفذ ما شاء الله من اول يوم بعد اعلان النتيجه، والناس بتشتغل، نسمع بيجوا 8 الصبح بيشتغل يا محمد وموجودين عشان ينولوا الرضا، وفي نفس الوقت اللي اتوعد بيه كل الاعضاء ان شاء الله ينفذ على اكمل ما يكون. اولا الاستاد دي مشاركه كويسه جدا لاولادنا لاحفادنا، ربنا سبحانه وتعالى، يعني حاجه جميله جدا وحاجه مشرفه وحاجه على اعلى مستوى، وانجاز هيبقى غير مسبوق بمشيئه الله تعالى. اكيد احنا النادي الاهلي باسمه الكبير وببطولاته الكبيره وباجياله العظيمه وباداراته وبجمهوره الكبير وبنجومه، اكيد كلنا بنحلم يكون عندنا استاد خاص لينا زينا زي الانديه الكبيره اللي في اوروبا. عارف كابتن وانت داخل، يعني طبعا النادي الاهلي بيتنا واحنا، بس وانت داخل الاستاد بتاعك كده وشايف اللوجو بتاعك في كل حته والترفيه اللي موجود اللي احنا شفناه واللي هنستمتع بيه ان شاء الله، واللي احنا شفناه من خلال الرسم الهندسي والتصميم الهندسي، يعني حاجه رائعه. حتى شكل الاستاد نفسه على هيئه مناره واوتيل موجود بشكل مميز، يعني دي بدايه موفقه جدا جدا مجلس الاداره، بنشكره عليها، بنشكر كابتن بيه وطبعا جميع اعضاء مجلس الاداره، وان شاء الله بدايه موفقه بالتوفيق، وربنا يوفقهم دايما يا رب. يمكن مبروك لجمهور الاهلي ومبروك لينا كلنا. مبروك يا كابتن، طبعا دي حاجه جميله جدا، ودايما وانت بتبص للافضل، الاداره الاحترافيه او الاداره المحترفه دايما بتبص يا كابتن شريف انها تستغل كل حاجه موجوده في الاداره الرياضيه انك تشتغل عليها. ان كابتن خطيب النهارده وانتم بتتكلموا على الاستاد او بنتكلم على الاستاد، في جامعه او اكاديميه خاصه للنادي الاهلي تحت مسمى اسم النادي اكيد خاصه بالاداره الرياضيه، ودائما النادي الاهلي هو مناره الاداره الرياضيه في مصر،
فدي حاجة مميزة. الأوتيل، المبنى أو مضمار الرماية موجود، كل حاجة كانت متميزة جدا في هذا الاستاد. يا كابتن، هل كنت أنت تتخيل أن في يوم من الأيام البنية التحتية بتزداد في مصر من خلال استاد زي كده باسم نادي الأهلي كابتن؟ والله حاولك على حاجة، أنا هبتدي من نهاية كلامك. الكيان بتاع نادي الأهلي كيان كبير قوي، من حقه أنه هو يفتح قنوات شرعية كتير قوي لجميع المشاريع، والاسم يستحمل، والانفستمنت والحاجات دي كلها بقت الرياضه بقت صناعه. فمن فعلا النادي لازم يفكر في الاستادات، ويفكر في قنوات الشرعيه بالنسبه له كمجالات تخدم اعضائه وتخدم اعضائه من كل حاجه، من الجامعات، من الثقافه، من الاديوكيشن، من كل حاجه. وده البرنامج اللي كان مجلس اداره الكابتن الخطيب كان طرحه، واحنا قعدنا في المؤتمر الصحفي شفناه. الناس بتحاول تثبت او بتحاول تقدم كل الكلام اللي اقوله على ارض الواقع. ارض الواقع النهارده انك انت لما يكون عندك استاد زي ده، انا كان حلمي ان يكون في استاد فعلا زي ده، بس عمر خيالي ما راح بره الجزيره. يعني حته الانتيك بتاعنا، الملعب اللي اتربينا فيه كلنا ده، والملعب الكلاسيكي ده اللي هو احنا شفناه، اللي احنا دايما كنا نقول لك ايه، عايزين نطور المدرج اللي هو قايل للسقوط، عايزين نخلي الشكل، ايه رايك لو الشكل بقى احمر من بره وبقى من جوه؟ وهيفضل طول عمر الحته دي برده هي الحته الكلاسيكيه اللي موجوده، اللي احنا عمرنا ما هنهرب منها، عمرنا ما هنهرب من مختار التتش ولا صالح سليم ولا القاده الكبار اللي هم كانوا ماسكين النادي الاهلي. الحلم اللي انت بتتكلم عنه ده، انا يجوز هنلحقه مش هنلحقه، لا هنلحقه يا انما طول عمرك يا كابتن شريف. انما الواقع اللي انت بتقوله ان هو بالبنيه التحتيه وبالامدادات وبالتفكير طبعا بالتكنولوجيا اللي النيه كلها وصلت، هو اسمه استاد زكي كابتن، وبيقول هيبقى من احسن 10 استادات سمعت انا في العالم كمان. يعني النيه مبايته ان يبقى في حاجه عظيمه جدا للعرب والمصر والشرق الاوسط كله، ان يبقى في حاجه على المستوى ده. وكفانا بقى ان احنا هنروح نشوف الارض دي كويسه ولا مش الارض دي كويسه، هتبقى كل حاجه احترافيه موجوده فيها ان شاء الله. بتوفر للعيبه كويس، الاجيال اللي جايه ان شاء الله، الناشئين اللي هم طالعين، بتشوف فكر تاني، بتشوف ثقافه تانيه، بتشوف اهالي بتفكر في الرياضه لاولادها بالشكل ازاي. زي ما احنا كل دلوقتي الناس، كابتن ربيع كل شويه يفضلوا يكلموه في التليفونات، عندي ابني 94، عندي ابني 98، عندي، خلاص بقى الحكايه هتتلم وهتبقى في منظومه كبيره قوي، مع جميع الحاجات اللي مجلس الاداره وعد من الكاراتيه والجمباز والحاجات، كل ده هيبقى له معدات وهيبقى له امكانيات وهيبقى له. فبنشكرهم طبعا وبنتمنى التوفيق لكل حاجه كانت في الاعدادات اللي هي كانت قبل الانتخابات، والوعود انها تتنفذ على خلال الاربع سنين او على خلال ثمان سنين، او يعني كل واحد فينا انت عارف بيكمل التاني وبيكمل التاني. صحيح. يمكن مشروع القرن هو ما هذا الاستاد، هو ده اتسمى بالشكل ده في المؤتمر الصحفي. دايما مشروع القرن مرتبط بالنادي الاهلي، افضل نادي في القرن. النادي الاهلي جميل في اي حته، يعني النادي الاهلي كيان ويستحمل يا كابتن ربيع النادي الاهلي. خلينا بقى يا كابتن ربيع نتكلم عن الماتش، ولكن خلينا نروح لتقرير عن المباراه ونرجع بقى نكمل كلامنا مع ضيوفنا كابتن ربيع ياسين كابتن شريف عبد المنعم. بعد خوض ودية عالمية أمام أتلتيكو مدريد الأسباني تحت شعار السلام ضد الإرهاب، يعود فريق الأهلي لاستئناف مبارياته بالدوري العام عندما يلاقي فريق النصر في السابعة مساء اليوم على استاد بتروسبورت في اللقاء المؤجل بين الفريقين من الجولة الثامنة. يدخل حسام البدري المدير الفني للأهلي هذه المباراة رافعا شعار لا بديل عن الفوز من أجل مواصلة الزحف نحو قمة الدوري، خاصة وأن الفريق يحتل المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 33 نقطة خلف الإسماعيلي المتصدر برصيد 37 نقطة. نقاط مباراة اليوم تجعل الأهلي على بعد خطوة واحدة من العودة إلى مكانه الطبيعي في جدول الدوري، لا سيما وأن الفريق لا يزال لديه مباراة مؤجلة من الجولة السادسة أمام المقاولون العرب، كما يهدف البدري إلى الحفاظ على انتصارات الفريق والتي كان آخرها الجمعة الماضية أمام بتروجيت بثلاثية نظيفة. ومن ضمن أهداف البدري من المباراة هو تجهيز لاعبيه بدنيا وفنيا قبل لقاء القمة والمحدد له الاثنين المقبل في الجولة السابعة عشر من الدوري العام وختام الدور الأول للمسابقة.
وفي المقابل يأمل السيد عيد المدير الفني لفريق النصر إلى تحقيق نتيجة إيجابية للهروب من قاع الجدول، حيث يحتل الفريق المركز السادس عشر برصيد 13 نقطة فقط، كما يسعى عيد لتحقيق المفاجأة واقتناص الفوز الثالث له في الموسم بعدما فاز على طلائع الجيش ومصر المقصة. ويغيب عن النصر اللاعب حازم ممدوح بعد إصابته بكسر مضاعف في القدم خلال المباراة الأخيرة لهم مع الفريق أمام إم بي، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1. مرة تانية، يمكن ده تقرير خاص بهذه المباراة، مباراة النصر والأهلي في المباراة المؤجلة من الأسبوع الثامن. خلينا نروح سريعا لاستاد القاهرة وزميلنا محمد سعيد، طبعا أجواء ما قبل المباراة. اتفضل يا محمد. خير كابتن محمد فاروق، اهلا بيك واهلا بضيفاك الكريمين الكابتن ربيع ياسين والكابتن شريف عبد المنعم هنا من استاد القاهره. ومباراه النصر والاهلي هي مباراه مؤجله من الاسبوع الثامن في الدوري العام، واستعداد خاص لفريق النادي الاهلي في هذه المرحله الهامه من عمر مسابقه الدوري العام، خاصه وان هذه المباراه هي مباراه مؤجله، الثلاث نقاط هامه للجهاز الفني لتضييق الخناق في صداره الجدول والاقتراب في المنافسه على الصداره امام فريق الاسماعيلي، خاصه وان الفوز على النصر ثم الفوز على المقاولين في المباراه المؤجله سيصعب أو سيذهب بالأهلي إلى صدارة الجدول بفارق نقطتين عن فريق النادي الإسماعيلي. الجهاز الفني لفريق النادي الأهلي بقيادة الكابتن حسام البدري أعلن التشكيل الخاص بمباراة اليوم أمام فريق النصر، حيث يبدأ الأهلي بمحمد الشناوي في حراسة المرمى، خط الظهر من اليمين للشمال أحمد فتحي، رامي ربيعة، أيمن أشرف وعلي معلول، خط الوسط الارتكاز هشام محمد وعمر السلية، أمامهم أحمد حمدي ووليد سليمان وأحمد حمودي، وفي الهجوم وليد أزارو. على دكة البدلاء إسلام محارب، مؤمن زكريا، أحمد عادل، عبد المنعم، مروان محسن، وميدو جابر، محمد هاني، وأحمد الشيخ. إذا خرج من قائمة المباراة أحمد ياسر ريان، وايضا باكا وباسم علي والحارس المرمى الصاعد مصطفى طارق. يمكن هذه المباراه هي مباراه فريق النادي النصر، لذلك اضطر طبعا الفريق النادي الاهلي الى تغيير لون التيشيرت والزي الرسمي، حيث سيرتدي الاهلي الزي الازرق الكامل، بينما فريق النصر سيرتدي زيه الاساسي هو التيشيرت الاحمر والشورت الابيض، خاصه ان مباراه النصر وبالتالي على الفريق الضيف ان يغير التيشيرت. وتم الاتفاق هذا الامر داخل غرفه الحكام مع حكم المباراه الكابتن محمد عادل، سيرتدي الاهلي الزي الازرق بالكامل. حتى كمان غرف الملابس تم تغيير طبعا وضع كل فريق في غرفه الملابس الخاصه به، فالاهلي كما هو المعتاد عندما يدخل الى استاد القاهره بياخد غرفه الملابس جهه اليسار، لكن طبعا فريق النصر وصاحب الملعب والمباراه فالاهلي خد الجهه اليمنى وهي كانت الجهه على فريق الضيف. استعداد جيد جدا بالنسبه للجهاز الفني في هذه المباراه، والاستعداد كان على اكثر من محور. المحور الاول هو تجهيز عدد من اللاعبين في هذه المرحله الهامه واراحه العدد، خاصه وان هناك مباريات مهمه جدا، مباراه القمه امام الزمالك ومباراه السوبر امام المصري، وبالتالي الجهاز الفني فضل انه يريح عبد الله السعيد، فضل انه يعطي اجازه لجونيور اجاي عشان يكون جاهز ان شاء الله للمباريات القادمه. ايضا النهارده بيدي فرصه لاحمد حمدي في التشكيله الاساسيه، هشام محمد بيعود للتشكيله الاساسيه بعد غياب لفتره طويله، لكن في المراكز الاساسيه في الجبهه اليمنى واليسرى احمد فتحي وعلي معلول في اماكنهم بشكل ثابت، ووليد سنان بيبدا في التشكيل الاساسي، وايضا وليد ازارو بيعود طبعا بشكل اساسي في خط الهجوم. و ابرز مفاجاه اليوم او ابرز اعلان القائمه اليوم اختيار مروان محسن، مروان محسن يعود الى التشكيله او اختيار قائمه المباراه بعد غياب اكثر من حوالي 325 يوم. كانت فتره غياب مروان محسن خلال الفتره الاخيره منذ اصابته مع المنتخب الوطني في مباريات الامم الافريقيه في الجابون في اوائل شهر فبراير من هذا او من العام الماضي، فبالتالي مروان محسن بيزين قائمه
قائمه افريقيا النادي الاهلي هذه المره بعد غياب 325 يوم عن المباريات المحليه لفريق النادي الاهلي. وكابتن حسام حرص على المحاضره الاخيره ان يتحدث مع اللاعبين عن الفوز بالثلاث نقاط لا بديل لمواصله الانتصارات بعد الفوز على بتروجيت، وسيكون فوز معنوي واستعداد جيد لمباراه القمه امام نادي الزمالك. تلك هي الاجواء، تلك هي الصوره هنا من استاد القاهره قبل نزول الفريقين لاداء عمليات الاحماء. حتى استاد القاهره في هذه اللحظات بيستعد ايضا للتجهيز للمباراه. ما زالت الاضواء خافته نوعا ما في استاد القاهره. الجهاز الفني كما ارى في الصوره الكابتن سرد الحفيظ والكابتن محمد ابو العيله نزلوا الى ارضيه الملعب، بيشوفوا ارضيه الملعب بشكل جيد، خاصه ان الاهلي دايما بيعتمد على رش ارضيه الملعب في المباريات حتى يكون هناك سهوله في اداء او تنفيذ الكره في الملعب بشكل عام. لكن نستعد خلال الساعات او خلال الدقائق القليله القادمه لنزول الفريقين لاداء عمليات الاحماء. والكابتن محمد عادل حكم المباراه ما زال داخل غرفه الحكام بيستتبع او بيتابع تشكيلات الفريقين والاستعداد، وهناك محاضره خاصه بينه وبين الحكام المساعدين والحكم الخامس الذي سيكون على طرفي المرميين خلال الفتره القادمه استعدادا لهذه المباراه. اليك الكلمه كابتن محمد فاروق، اذا كان لديك اي استفسارات اخرى بخصوص مباراه الاهلي والنصر، وهي مباراه مؤجله من الاسبوع الثامن في الدوري العام. بشكر توفيق كل شيء. اهم حاجه طبعا انت قلت لنا التشكيل، طبعا هقول لحضراتكم التشكيل مره اخرى بالنسبه للنادي الاهلي النهارده. بيمثل النادي الاهلي في حراسه المرمى محمد الشناوي، من اليمين للشمال احمد فتحي، رامي ربيعه، ايمن اشرف، علي معلول، ده خط الظهر. اما خط الوسط عوده هشام محمد مره اخرى لفريق النادي الاهلي كلاعب اساسي. طبعا هشام بقاله فتره غايب للاصابه، كان في انكل رجله، لكن طبعا عوده حميد ان شاء الله النهارده يؤدي دور مميز جدا بعد غياب حسام عاشور للاصابه ايضا. هشام محمد، عمرو السوليه في الامام، وجود حمودي ووليد سليمان واحمد حمدي، وامامهم وليد ازارو. يمكن ده تشكيل فريق النادي الاهلي. هقوله لحضراتكم مره ثانيه، محمد الشناوي في حراس المرمى، من اليمين للشمال احمد فتحي، رامي ربيعه، ايمن اشرف، علي معلول، امامهم هشام محمد، عمرو السوليه في خط الوسط، في الامام حمودي ووليد سليمان واحمد حمدي، وفي الامام كراس حربه وليد ازارو. ده تشكيل فريق النادي الاهلي لملاقات فريق النصر النهارده. كابتن ربيعه خلينا نروح لحضرتك وتشكيل. تغييرات كثيره النهارده موجوده في تشكيل فريق النادي الاهلي، اللي منها نتيجه اصابه او لشكل فني كابتن ربيعه. هو التدوير مهم جدا. ثلاثه النهارده بيبتدوا من فتره، بيبتدوا حمودي اديله فتره ما ابتداش، احمد حمدي، هشام محمد. مهم جدا محمد، لان انت عندك خلي بالك بعد الماتش ده هتدخل على الزمالك المصري السوبر، فالوقت هيبقى ضيق، فالراحات مطلوبه والتدوير الفني بدقه مطلوبه على اعلى مستوى، وفي نفس الوقت هو ده الصح عشان نبتدي ننظم امورنا. انا شايف التشكيله المثاليه فيها ثبات في 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 الخطوط، ايمن اشرف وعلي، يعني نفس الشناوي، ايمن اشرف ورامي، يعني نفس خط الظهر، اضافه بس الوسط الاثنين الارتكاز هشام محمد، وقدام حمودي وليد سليمان. شايف التشكيله رائعه كويسه، فنياتها عاليه جدا، في انسجام، في تفاهم، وليد سجل والدنيا ماشيه فنيا. بالتشكيل ده يبقى احسن وامثل باذن الله بعد 90 دقيقه بتاع النهارده ان شاء الله يتعلم. لكن كابتن شريف، واحنا بنتكلم كابتن ربيع قال لك التشكيله الانسب، هنا الادوار بالنسبه للعيبه موجوده داخل الملعب. يمكن هشام محمد خلاص احنا عارفين ان هو وسط ملعب، لكن دور عبد الله السعيد اللي متواجد دايما ليه شكل مختلف، مين اللي هيقوم بهذا الدور؟ هل احمد حمدي، وليد سليمان، حمودي؟ دور عبد الله السعيد برضو ليه شكل مختلف داخل الملعب كابتن شريف. طبعا عبد الله السعيد الخبره، مفيش حسام عاشور كمان، يعني رمات الميزان مش موجوده والبلي ميكر مش موجود، ففي عمليه تعويضيه من يعني خبرات من لعيبه احنا استقبلناهم من فرق ثانيه زي هشام محمد. هشام محمد يملك ازاي انه يعمل الباص، ويملك انه ازاي يعمل التمريره، يملك ازاي التحركات في نص الملعب. وفي سوليه بتتحرك في كل حته في الملعب، يقدر يعوض اي حاجه او اي غيابات موجوده. واحمد حمدي حط رجله الحقيقه واقنع الجهاز الفني ان هو بقى موجود، بيعمل الباص كويس ان بتوين في العمق، وخاصه ان فرقه النصر عندك هنا من اضعف الحاجات اللي موجوده، هتلاقيهم الاثنين اللي بيلعبوا ورا في النص، فما بيقدروش يعملوا ارتداد سريع، ما بيقدروش. فاللعيبه كلها على غرار ماتش مباراه بتروجيت كسبنا فيها في الشوط الثاني، اللي هو السرعات والقدمون من خلف، وكان فيه كل واحد تفانى ان هو عايز يعوض الاخفاقات اللي كانت بتحصل، والنتيجه اللي احنا ما نعرفش نجيب جول ومش عارفين نغطيه. فكان كل اللعيبه مصممه على اداء ان هم يقدروا يعوضوا بكل شيء في السرعات اللي قادمه، ولما بيجيبوا جول وبيجيبوا الثاني وبيجيبوا الثالث، بقى اعتقد ان خلاص بقى كل لعيب بياخد ثقه وبيقدر يعمل امكانياتها. كل اللعيبه اللي موجوده النهارده واتقالت اسمائها دي عندها من الملكه ان هي تعوض اي غيابات موجوده. ودول لعيبه كوره، لعيبه كوره محترفين، لعيبه كوره حريفه، لعيبه كوره عندهم تالنت، لعيبه كوره موهوبين،
فما اعتقدش ان الغيابات ممكن تاثر عليهم غير في طريقه اللعب، ازاي نغلصها دي يا كابتن فاروق بزياده السرعات جوه الملعب والميس باس يبقى قليل جدا يقدر يوصلنا للمرمى سهل جدا ونحرز اهداف سريعه. كابتن ربيع، يمكن النصر في المركز 16 عنده 13 نقطه، تشكيل النهارده للكابتن حسام البدري وجزء الراحات اللي حضرتك اتكلمت عليه، هل مركز النصر خلاه يبقى وهو بيختار تشكيل يعني الى حد ما مش عايز اقول اللي هو بيحترم كل الفرق طبعا كابتن حسام البدري ولازم انت كبطل لازم تحترم الفرق، لكن الى حد ما مركز فريق النصر ونتائجه مثلا بيخلي كابتن حسام البدري النهارده اختياره التشكيل مختلف؟ اكيد، وانت بتفكر بدقه يا محمد وبتفكر باهتمام لان انت شغلك الشاغل هو الفنيات، انت ماشي في طرق كتير، انت عندك ماتشين كبار مطلوبين مجهود فني على اعلى مستوى، حجم الزمالك وحجم المصري في السوبر زائد سفر رايح جاي والمسافه قليله جدا. صحيح، هنا انت دوري بدقه وخدها وبعنايه، وفي نفس الوقت احنا قلنا ان لازم كل الناس تشارك، وخاصه ان انت عندك ناس في فورمه كويسه، ناس قربت، ناس اديتها في الماتشات اللي فاتت، فالتشكيله حسب هو انا النسب الفنيه اللي عندي انا بحسبها على الورق طبعا، الكره مالهاش كبير بالك، احنا شفنا دجله اللي هو كان ترتيبه متاخر تعادل مع النادي الاهلي، وشفنا طنطا تدريبه متاخر تعادل مع النادي الاهلي، احنا على الورق بنتكلم ان النسب الفنيه بالنسبه للنادي الاهلي انا من وجهه نظري 85 ل 15%، ده النسب الفنيه للاهلي، يملك القدرات، يملك الخطوط، يملك التنظيم، يملك الثلث الامامي السرعه، يملك التهديف، يملك الحلول الكتيره، النادي الاهلي هو الاكثر فنيه يا محمد، هو الاكثر خبره، هو اللي ترشحه بقوه، النادي الاهلي بيحطم ارقام، بيدور على ارقام في نسب الفوز، فاللي اقصده ان الجانب الفني هنا ممكن انا بقى افكر فيها يعني عبد الله كان لازم ياخد راحه وحسام عاشور عشان يرجعوا بقوه، فالنسب الفنيه تخليني يعني انا بحضر الفيلم بتاع الاسبوع يا محمد على حاجتين، القدرات دي انا هتكسبني ازاي وهديرها ازاي؟ لان عندي بيها سير مباراه فني بدايه من التشكيل، عندي سير مباراه وعندي داخلات داخليه وتغييرات خارجيه، وفي نفس الوقت المنافس اللي قدامي، حجم المنافس في فردياته، في خطوطه، في موقعه في الجدول، في شكله الفني، بيهاجم ازاي، بيدافع ازاي، اجنابه ازاي، العمق ازاي، خطوطه ازاي، حاجات كتيره جدا المدير الفني لازم يدرسها، فبيوقعش. فالنهارده لو تلاقي حمودي بدا من الاول، ادي له فتره مش بعيد، احمد حمدي بادئ من الاول برضه كانوا بعاد جدا، هشام محمد ثلاثه مهمين جدا، واحنا قلنا يا ريت هشام يديله، وده صح، احمد حمودي لعيب كويس جدا، واحمد حمدي من الولاد صغيرين طالعين ومبشر، هو هيقوم بدور النهارده عبد الله السعيد، فالامور صح، احمد اللي هيقوم بالدور وليد يعني واخد بالك، حمودي ما ينفع يعني دايما بياخد الجنب اليمين بالتبادل، ممكن احمد ووليد الاثنين واخد بالك، تبقى في تحرر يعني، فالقصود ان طبعا الاهلي بيحترم كل الفرق، بيحترم دايما المنافسين، الكوره مالهاش كبير، واكيد كل ده الكابتن حسام شرحه في المحاضره، وهنشوف ماتش كويس ان شاء الله النهارده. مفيش شك ان احترام الفرق حتى لو كان مركزها في الجدول يا كابتن متاخر شويه، لكن اما نيجي نبص لنتائج فريق النصر في الفتره الاخيره الى حد ما جيد، اخر مباراه لفريق النصر كابتن امام انبي وتعادل ايجابي 1-1، فريق انبي من الفرق القويه يعني الفتره الاخيره اعتقد برضو ابتدى يفوق، فبالتالي اما فريق النصر يجي يتعادل مع انبي وعنده حته النشوه انه بيتعادل مع فريق كبير وقدام فريق النادي الاهلي بقى اللي هو افضل نادي في الدوري المصري، لازم الى حد ما من خلال كمان تصريحات كابتن سيد عيد بيتكلم يقول لك انا يهمني ان اعمل مباراه جيده ولا يهمني النتيجه يا كابتن. هو كمان بقى عنده اتزان دفاع هجومي يعني الاول كان بيلعبوا بعشوائيه كده في اول الدوري لما ابتدى، وكانت النتائج بتاعهم وحشه جدا لان هم كانوا فاتحين الملعب رايحين كلهم طمعانين في ان هم يثبتوا اللغه بتاعتهم ان هم احنا ما بنخافش، احنا فريق مش باكين على حاجه، احنا نقدر نعمل كل الامكانيات، عندنا السرعات، ولادنا عندنا ثقه فيهم، بيجوا قدام الفرق الكبيره ويقدموا مجهود كبير جدا، بيجوا بعد كده قدام فرق صغيره وتلاقي تاج الحرب بيكسبهم، بيخشوا مع الاسيوطي يتعادلوا 2-2، انما الحاجات الكبيره اللي عملوها كسبوا فرق زي المقصه، يعني كسبوا المقصه، الفرقه دي كسبت المقصه 4-1، يعني اتاخرت بجون وبعد كده جابوا 4 اهداف، فدي فرقه بتعرف تروح للجول، فرقه عندها احساس دايما ان هي لازم تبقى موجوده في الملعب، ما بتخافش. فاللي انا شايفه من الفتره اللي فاتت دي عندهم اتزان دفاعي هجومي كويس جدا وبيحترموا كل الفرق، هم النهارده جايين يلعبوا النادي الاهلي وعارفين هم بيلعبوا، فرق 20 نقطه غير المباراتين اللي النادي الاهلي دي احد المباريات اللي هو هيعوض فيها الفرق المباريات. تسمح لي كابتن نروح لملعب استاد القاهره ومعانا لقاء مع زميلنا محمد سعيد وكابتن عبد العاطي السيد المدرب العام لنادي النصر، اكيد لقاء ما قبل المباراه هنعرف منه طبعا استعدادهم لهذه المباراه امام النادي الاهلي، اتفضل يا محمد.
شكرا لك كابتن محمد فاروق. عوده مجددا لاستاد القاهره الدولي والحديث في هذه اللحظات عن الفريق المنافس فريق النصر صاحب الملعب المباراه وبالتاكيد اللي اختار استاد القاهره لهذه المباراه. لكن قبل ما اقول تشكيل فريق النصر معايا في هذه اللحظات الكابتن عبد العاطي سيد المدرب العام لفريق النصر. كابتن عبد العاطي برحب بك على شاشه قناه الاهلي. وبدايه المباراة أقيمت على استاد القاهرة وكان في سعي خلال الساعات الأخيرة لأن المباراة تقام على استاد بيترسبورغ، حقيقة هذا الموضوع؟ طبعا تحياتي للكابتن فاروق وكابتن ربيع ياسين وكابتن شريف عبد المنعم. طبعا احنا مباراة الأهلي فعلا كنا احنا نقلنا بالفعل مباراتنا كلها الدور الثاني كان من أول مباراة الأهلي كان في بيترسبورغ. طبعا بلغونا في اتحاد الكورة إن احنا بداية من الدور الثاني هننقل المباراة هناك. فطبعا احنا ما كانش اختيار يعني نروح لينا فهي كانت عدم تجاوب بس بيترسبورغ مع ان ننقل مباراه الاهلي هناك بس واحنا ما عندناش مشاكل يعني ماتش هنا او ماتش هناك ما فيش مشكله بالنسبه لنا. فكره ان بعض الفرق بتلعب على استاد القاهره لكن عندما تواجه الاهلي بتنقل مباراه لبيترسبورغ، هل دي جزئيه فنيه ولا ايه الهدف من الجهاز الفني للفريق المنافس اللي بيلعب الاهلي في هذه النقطه تحديدا؟ هو طبعا فيها جزئيه فنيه. طبعا الملعب استاد القاهره اكبر كمساحه. طبعا لعبت النادي الاهلي معظمها لعبت في المنتخب فمتعودين ولعبوا كتير على ملعب استاد القاهره. في عامل نفسي اصلا النادي الاهلي ما بيبقاش حابب كتير انه يلعب في بيترسبورغ اصلا يعني في دي من النقط اللي بتخلي المدربين ان هم يبتدوا يختاروا بيترسبورغ يعني من حته نفسيه يعني. طيب دايما الاهلي بيتعمد ان هو لما بينزل لملعب المباراه بيبقى عايز بيرش الملعب عشان تبقى الارضيه ناشفه، النهارده هي مباراه النصر، هل فريق النصر برضه من الفرق اللي بتعتمد على رش الملعب قبل بدايه المباراه ولا المباراه يعني الملعب هيفضل بشكل الحالي قبل بدايته؟ لا طبعا احنا مش متعودين على كده. هو النادي الاهلي متعود من ايام كابتن مانويل جوزيه كان دايما قبل التمرين احنا كنا نعرف كده ان هو كان بيرش الملعب. فطبعا وكذلك في المباريات احنا طبعا مش هنرش الملعب النهارده، احنا مش متعودين على الطريقه دي. فالماتش النهارده بتاعنا فاحنا عندنا الرغبه وعندنا الحريه ان احنا نرش الملعب او لا. تستغل كل الظروف المتاحه بالنسبه لك ان تحقق لك نتيجه ايجابيه. اي فريق بيحاول يستغل كل الظروف اللي هي يقدر تساعده في المباراه طبعا، واحنا طبعا دي نقطه مهمه واحنا هنحاول بقدر الامكان ان احنا نستغلها. بالنسبه لتشكيل فريق النصر وكابتن سيد عيد المدير الفني، هناك غيابات او حازم ممدوح اللعيب الوحيد اللي اصيب في المباراه السابقه امام انبي، لكن بشكل عام هناك غيابات في الفريق ولا التشكيله الاساسيه والثابته بالنسبه للفريق؟ لا طبعا مفيش غيابات غير حازم طبعا ربنا يشفيه، لكن بقيه الفرقه كامله. والنهارده دخلنا يعني حد مكان حازم وان شاء الله يقوم بنفس الدور وان شاء الله يبقى على قد مستوى المسؤوليه وان شاء الله نعمل ماتش كويس النهارده ضد النادي الاهلي بصرف النظر عن النتيجه. احنا يعني فرقتنا بنحترم جدا جدا النادي الاهلي، نادي كبير طبعا بلعيبته ايا كان اللي متواجد فيهم، لكن طبعا احنا برضو لينا طموح وعندنا امل ان احنا نأدي بشكل كويس ونحقق نتيجه ايجابيه ان شاء الله تساعدنا في مشوارنا في الدوري ان شاء الله. شكرا كابتن عبد العاطي وبالتوفيق باذن الله. شاكر جدا. شكرا. شاكر. اذا ده كان لقاءنا مع كابتن عبد العاطي سيد المدرب العام لفريق النصر واستعداد خاص لفريق النصر في هذه المباراه. لكن تشكيل فريق النصر: محمد مصطفى في حراسه المرمى رقم 1، خط الظهر من اليمين الشمال احمد السباعي رقم 13 ظهير ايمن، اسلام مصطفى ظهير ايسر 7، 2 مساكين محمد حجاج 4 وخالد رضا 14، 2 وسط ارتكاز حجاج عويس رقم 19 والفيز وهو لاعب افواري رقم 22، امامه ثلاثي خط وسط هجوم جون مانجا وهو لاعب مصري رقم 23، محمود القط 18 واسلام عيسى 8، وفي الهجوم محمد حسن ميدو رقم 10. على دكة البدلاء مصطفى حتيبه 26، ده حارس مرمى، محمد البعلي 5، محمد سعيد 9، وليد عادل 17، اسماعيل بانجو 25، محمود صقر 27، محمد البغدادي رقم 30. تلك هي الاجواء والاستعدادات بالنسبه للفريقين، فريق النادي الاهلي وفريق النادي النصر. عليك الكلمه كابتن محمد فاروق بعد تجهيز الاستاد واضاءه الاضواء الكاشفه استعدادا لهذه المباراه. وكما تابعنا في هذه اللقطات باقه احمد ياسر ريان وايضا باسم علي بيؤدي عمليات الاحماء في استاد القاهره خاصه انهم خرجوا من قائمه المباراه. اليك الكلمه زميلي كابتن محمد فاروق. بشكرك يا محمد. طبعا بنشكر كابتن عبد العاطي السيد المدرب العام لفريق النصر، واكيد طموحهم موجود، اكيد هم هيكافحوا عشان يبقوا متواجدين امام اكبر فريق في الدوري المصري واحسن فريق في الدوري المصري حتى الان. طبعا النادي الاهلي بغض النظر هو في المركز الثاني، لكن قدرات اللاعبين وامكانياتهم ان شاء الله بتؤهلهم ان شاء الله يبقوا في الفتره القادمه على قمه الدوري. فبالتالي النهارده مجهود كبير هيقدموه فريق النادي النصر، الكفاح موجود، لكن احنا ان شاء الله هدفنا هو الثلاث نقاط. عايز اقول لحضراتكم
تشكيل فريق نادي النصر مره اخرى، لان احنا ما دام كنا مع كابتن عبد العاطي لازم نقول تشكيل فريق النصر مره اخرى. في حراسه المرمى محمد مصطفى، من يمين الشمال اسلام مصطفى، محمد حجاج، خالد رضا، احمد السباعي، في خط الوسط حجاج عويس والفس، ده لاعب زي ما قال محمد زميلنا لاعب محترف، ايضا جون مانجا ومحمد محمود القط واسلام عيسى، وفي الامام محمد حسن ميدو هداف فريق النصر. في البدلاء بالنسبه لفريق النصر مصطفى حبيطه ومحمد البعلي ومحمد سعيد وريد عادل واسلام بانجو ومحمود صقر ومحمد البغدادي. ده تشكيل فريق نادي النصر النهارده. اعتقد كابتن شريف واحنا كنا بنكمل كلامنا على فريق النصر النهارده، تصريحات كابتن عبد العاطي يدل ان هم بيكافحوا، عايزين داخلين فريق او المباراه النهارده هيكافحوا قدام النادي الاهلي. ممكن يكونش في دماغهم حته ان انا بلاعب فريق كبير بس، لا ده انا كمان عايز اقدم عرض قوي وممكن اكسب وممكن ما اكسبش، بس المكسب بالنسبه لهم برضو حاجه تفرق كتير كده. وبصراحه الامتياز بالنسبه لهم في الحوار اللي قاله الكابتن عبد العاطي، فيه هدوء، فيه احترام للمنافس، احترام للمنافس وهدوء. اذا الفرقه دي داخله هتلعب كوره، هتقدم حاجه قدام النادي الاهلي، تستطيع انها تكون موجوده لغايه اخر وقت في المباراه. اخر وقت في المباراه يعني لازم النادي الاهلي النهارده الهدوء ده اللي هو احنا دايما بنخاف منه من اللعيبه اللي هي بتبقى واثقه نفسها، مفيش حاجه بتبكي عليها. اتمنى من النادي الاهلي انه لو احرز هدف بدري النهارده يغطي الهدف وما يبقاش فريق النصر موجوده معاه في ظل ال 90 دقيقه. هو الوقت عامه لما بيعدي بيبقى مشكله كابتن، وبيدي حته المعنويه دايما للفرق ممكن تكون صغيره. كابتن ربيع النهارده كابتن حسام بدري ابتدى بهشام محمد وخلى احمد فتحي في الباك رايت. دايما كابتن حسام بدري لما بيبقى في مشكله لحسام عاشور او في خط الوسط دايما بيدخل احمد فتحي في وسط الملعب وبيلعب محمد هاني كباك رايت، واحد من اللاعبين المميزين اللي مقتنع بيهم بشكل كبير كابتن حسام البدري. النهارده التفكير اختلف لكابتن حسام بدري، قلنا كده في نقاط مهمه جدا للمدير الفني، في نقاط مهمه جدا للعيبه، في نقاط مهمه فنيه للمباراه. ثلاث حاجات المدير الفني دايما بيقعد ويركز وينظم اموره، خاصه زي ما اتكلمنا قلنا ان البطولات الاهلي بيلعب على البطولات. الاهلي غايه الجميع هو الكيان الكبير، غايه فمحتاج دقه غير عاديه، محتاج خبرات في الجانب التنظيمي على المستوى الاداري والمستوى الفني. الطبيعي جدا ان المدرب طبعا بيبقى عنده عناوين للمباراه محمد فنيه. لو اتكلمت عن اول طريقه اللعب، اثنين المتغيرات اللي بتحصل خلال سير المباراه، ممكن يحصل متغيرات في النظام قدام الفريق المنافس، ثلاثه التحكم في مباراه الكوره، سرعه اللعب، حاجات كتيره جدا. الاستحواذ بتلعب عليه وتشتغل، خد بالك انت بتشتغل على نسبه استحواذ كبيره جدا. خطط اللعب يعني في خطط الكابتن حسام بيوجدها بشكل عام على المستوى الفردي والجماعي دفاعيا وهجوميا. من هنا انا ببتدي اختار، وبعدين انا عندي رتم معين بشتغل فيه، تحول من دفاع ومن دفاع لهجوم ومن هجوم لدفاع. ببتدي احضر الخمسه بتوع وسط الملعب محمد ليهم طريقه خاصه في الشكل عشان اقدر ادافع واقطع الكوره واهاجم واروح اسجل الهدف. فكل ده محتاج جانب تنظيمي وتفكير عميق من حسام البدري. النهارده واختار، فمن هنا ببتدي اختار التشكيل، وطبعا اكون قاري المنافس وشايف المنافس قدامي كويس قوي، خطوطه ايه؟ وسط ملعبه ايه؟ الخمسه اللي عنده بيتحكموا ازاي؟ بيدافعوا ازاي؟ بيهاجموا ازاي؟ بيدي مساحات؟ طبيعي جدا ان هيقفل النهارده ويدافع فمن هنا محمد ببتدي اختار ال 11 بتوعي. عندنا حمودي سريع طبيعه الحال ورجليه في الملعب موجود، فدي بيعمل شغل هجومي كويس جدا وعنده واجبات. وبرده احمد حمدي ولد صغير ومبشر، ولما خد سبب وجود وسجل قبل كده هدف اتغير وسجل، وخبرات وليد سليمان، وليد في فورمه كويس، سجل الماتش اللي فات، عنده سرعه، عنده خبرات في الثلث الاخيره، بيروح في اي وقت وبيسجل، وليد سليمان ماشي رائع واظهر انه بحافظ عليه. يبقى انا عملت شوف هشام محمد، طبيعي جدا ان لازم النهارده، احنا قلنا امبارح على كابتن شريف ان مش لازم اجيب احمد فتحي احطه في الديفندر، لا هشام محمد يلعب جنب السوليه، ويا ريت حسام، الحمد لله ان حسام وجهزه بما معناه كمان جهزه هشام محمد. يا كابتن محمد انا محتاج ان انا معلش يعني اتالق وابتكر واصنع ومغامرات، وخاصه انت زي ما قلنا التوفيق ده بتاع سبحانه وتعالى، لكن حجم الفريق النهارده يخليك ان انت يعني تلعب وانك توجد وانك تفكر وانك تبدع وانك تشتغل، مفيش مشكله خالص. انا من وجهه نظري صح انه هشام يبقى موجود، وصح ان حموده، وصح ان احمد حمدي، ودي اولاد يعني لعيبه كويسه. ونادي الاهلي خلي بالك كل اللعيبه اللي عنده زي ما كابتن شريف بمن حضر كل اللعيبه كويس، واي لعيب بياخد
تاكد ان هيأدي وعلى احسن ما يكون ويكسب الفرقه ان شاء الله. صحيح. واحنا بنتكلم كابتن، يمكن لجنه الكوره بقياده كابتن محمود الخطيب، كابتن عبد العزيز الشافي، كابتن علاء عبد الصادق، احمد حمدي، كلهم اجتمعوا ان لا اللاعب ده لازم الى حد ما ياخد فرصه، وكان حته الرفض ان هو يطلع اعاره حتى، ده يدل ان لا في فكر موجود في الفتره اللي جايه بالنسبه للاعبين الناشئين كمان يا كابتن، وبالاخص احمد حمدي لانه فعلا لاعب مميز جدا وبان في الفتره الاخيره في اشتراكاته. كابتن فاروق ستايم بقى خلاص يعني لازم تفكر كده يعني مش هنفضل على طول عينينا على اللعيبه اللي بره واحنا عندنا اولادنا بالرب فيهم ومن احسن الاولاد، وبعد كده بنلاقي اولادنا هم اللي بيلعبونا بعد كده وهم اللي بيعملوا معانا نتائج بعد كده. فالفكر ده طبعا موجود من زمان، من ايام ما احنا كنا بنلعب، من ايام ما انت كنت بتلعب، احنا كنا كل الناس بتلاقي في عمليه تدوير لعيبه مصر كلها هي النادي الاهلي، لعيبه مصر كلها هي نادي الاسماعيلي، ما شفناش غير كده. يمكن كانت في طفره ولا اتنين من نادي الزمالك لو من ايام رضا عبد العال والنادي اللي هي حصل فيها الاحلال والتبديل. فطبعا كابتن احمد حمدي خد عين المدرب، خد عين الاجهزه الفنيه، خلى عندهم يبصوا له ادى يقدر يكون في الملعب في وسط فرقه زي دي وتيشيرت النادي الاهلي. فطبعا الناس اقتنع بيه، اقتنع بيه كل الناس، الناس الخبرات اللي انت اتكلمت عنها، كابتن محمود، كابتن زيزو، كابتن حسام بدري، سيد عبد الحفيظ، طبعا بيراقبوا وبيعرفوا الناس، واي معلومه بتيجي على اي لعيب كويس بتبقى سباقه. وبعدين انا كابتن ربيع في النادي بيقول لك ده في فلان بيلعب ورا كويس قوي، ده اللي احنا احتاجه في حاله سعد سمير مش موجود. رحت الاسبوع ده التمرين، رحت الاسبوع ده التمرين، انا لو رحت انا معاك من في اسكندريه و... لا انت على طول على طول بصص لي حتى في الكلمتين. لا اجتهد، انت بتجتهد يا كابتن شيرين، دي حقيقه. مين انت بتجتهد ما شاء الله، يروح يصب على حسام، انت وربيع بتقطع تذاكر يا ابني. فاللعيب الكويس اللي انا عايز اقوله لك بيقود فريقه للفوز، بيقود فريقه للاداء الاحسن، بيخلي الناس كلها تبص عينيها عليه، بياخد مسؤوليه الفريق من غير ما تقول له. يعني وليد سليمان الماتش اللي فات راجل نازل متنحرش وعنده حاله عايز يثبت فيها كيانه ويثبت فيها وجوده، ويقول ان انا كل الفتره اللي فاتت اصابات وارهاق واحساس ان انا بره الملعب دي حاجه تموتني وحاجه تقلق. واكتر حاجه تقلق اللعيب وتموته انك ما تلعبوش، دي حاجه تخليه في دنيا تانية. يعني خد منه فلوس يقول لك بس لعبني، مش عايز فلوس، صحيح، بس ابقى موجود جوه في الملعب. صحيح. عماد متعب، فاكر عماد متعب لعيب الكوره، كابتن عماد متعب الكبير عايز، محتاج حاجه غير ان هو يبقى موجود وبيأدي في التيشيرت الاحمر وفي النادي الاهلي او في اي حته يبدأ يلعب ويبدع ويدي الكوره اللي عنده. ما هي دي كانت المشكله الصغيره النفسيه اللي بين عماد متعب وبين الجهاز مثلا، ان هو عايز يبقى موجود. صحيح. مش عايز حاجه ثانيه عماد متعب غير انه يبقى موجود في وسطينا واحنا بنحبه وهو بيحبنا في الكيان اللي صنعه وهو صنع منه كل حاجه. صحيح. فاحمد حمدي زي ما انت بتتكلم او غير احمد حمدي او حمودي وهو راجع في الاداء النهارده او الخبرات اللي موجوده زي احمد فتحي كده، دي لازم تاخد مسؤوليه اللعيبه. يعني تاخد مسؤوليه اللعيب ازاي يخشوا في اي تعويضات لعبد الله السعيد وحسام عاشور. ربيع بيعشق حسام عاشور، يقول لك رمانة ميزان في الملعب، وبيدينا احساس ايه ان في لعيبه ربيع في الملعب امتى بيستلم وامتى بيوزع وامتى وراح حسام ضايف له يطلع يا فاروق على وشك. اي مدرب جه كان حسام عاشور بيبقى دايما فين في منتخب مصر، انا هموت عليه في منتخب ان شاء الله هو متواجد ان شاء الله. ده لازم يبقى معانا انت المنتخب مصر. خلينا نروح على كابتن، انا خايف انت تمشيني. خلينا نروح سريعا للتقرير للساده الصحفيين ونرجع نكمل كلامنا عن مباراه اليوم. اهميتها تاتي في انها مباراه تسبق مباراه القمه. انت عارف طبعا المباراه اللي بتبقى قبل مباراه الاهلي والزمالك بتبقى انطباعاتها مؤثره جدا على مباراه الاهلي والزمالك نفسها. الاهلي لسه بيبتدي يستفيق شويه من حاله فقدان النقاط اللي مر بيها الفتره اللي فاتت، وكان اخرها المباراه اللي فاتت قدر يفوز وقدر يرجع، بس لسه محتاج الاستمراريه خصوصا قبل مباراه الزمالك اللي هيبقى
وبعديها مباراه السوبر قدام المصري، واهميتها اهميه مباراه النصر هي ان الاهلي يستكمل الصحوه اللي بداها قدام بتروجيت وتصحيح المسار، وفي نفس الوقت فريق النصر مش فريق سهل، يعني فريق عامل نتائج كويسه، حتى المباريات اللي بيخسرها ما بتبقاش مباريات سهله على فريق النصر نفسه. شايف الموجودين على قدر المسؤوليه، البدائل الموجوده، البدائل المطروحه قدام الكابتن حسام البدري لكي يستطيع حصد ثلاث نقاط. المباراه زي ما قلت لحضرتك ما فيش مباراه سهله في الدوري بما فيها الفرق الصاعده من الدرجه الثانيه او انديه الوسط او انديه القمه، كله بيتساوى. مباراه هي مباراه، والمباراه بثلاث نقط زي ما كل عارف، فما فيش استهتار، ما فيش تهاون بالنسبه للكابتن حسام البدري. الاهلي طبعا يهمه ان هو يفوز في المباراه دي عشان يدخل مباراه القمه وهو يعني متقدم الى حد ما، ويستعيد ذاكره الانتصارات بعد من بدايه من بتروجيت، المباراه الكبيره اللي النادي الاهلي عملها في الشوط الثاني ومباراه النصر. فطبعا الاهلي بيهتم بهذه المباراه لانها مباراه مهمه جدا في طريق احتفاظه بدرع الدوري. ماتش مهم جدا، خاصه ان الثلاث نقط اللي فيه ما فيش حد يلحقك فيهم وراهم، لو خدتهم هيبقوا بيحسنوا من مستواك، هيحسنوا من وضعك في جدول الدوري. انت محتاج بس، انت فارق بينك وما بين الاسماعيلي اربع نقط بس، يعني الماتش ده وماتش تاني خليك تحتل الصداره. ماتش مهم جدا بعد الصحوه اللي شفناها في ماتش بتروجيت، اي نعم برده الاداء ما كانش عاجب الناس ماتش بتروجيت، لكن المباراه دي مباراه اعتقد انها سهله، هتخلي اللعيبه يرجع لها الروح تاني والثقه في نفسها، خاصه ان الدروبات اللي كانت الاخيره دي، الاربع ماتشات الاخيره دول ما كانوش كويسين بالنسبه للمستوى او بالنسبه للنتائج. لكن انا اعتقد ان هو الخيار ان يجي النصر ورا بتروجيت من احسن الخيارات اللي المفروض تيجي للفرقه الفتره اللي جايه. انا زي ما قلنا هي فتره، هي الفرقه برده فرقه النصر بتعدي بدروب برده وتغيير جهاز فني، وجهاز فني موجود جديد، فالمفروض النادي الاهلي يستغل فعلا المباراه دي ان يواصل عوده الانتصارات تاني للفرقه على المستوى المحلي، وخاصه ان هي قبل ماتشين مهمين جدا، سواء ماتش الزمالك او ماتش السوبر اللي هيكون بعديها بايام قليله جدا خارج مصر في دوله الامارات ان شاء الله. يعني هو تدرج صحيح جدا، وفي مستوى الفرقه ان هو يتعمل لها اقوى استعداد للفتره اللي جايه، سواء على مباراه القمه او على مباراه السوبر. اعتقد انها تكون سهله نسبيا على النادي الاهلي شويه، خصوصا النادي الاهلي يعني بعد كان في تراجع شويه في المستوى في اخر اربع ماتشات، خسر سبع نقاط من 12 بونت، بس ماتش بتروجيت اللي فات يعني النادي ظهر بشكل، الاهلي ظهر بشكل كويس وقدر ان هو يكسب 3-0، قدم كوره كويسه الشوط الثاني لما كثف هجماته وظهر بشكل افضل. اعتقد النادي الاهلي يعني هيقدر يعدي مباراه النصر، خصوصا اللاعبين عندهم دفعه معنويه بعد فوز على بتروجيت 3-0 والاداء اللي قدموه بشكل كويس جدا قدام اتلتيكو مدريد. يمكن ده كان اراء اساس الصحفيين في هذه المباراه، مباراه النصر والاهلي في المباراه المؤجله من الاسبوع الثامن. كابتن ربيع خليني اقول لك، يمكن احنا باصين برضو، خلي بالك احنا بنبص للمباراه القادمه مباراه القمه. كابتن النهارده عندنا ايمن اشرف عنده انذارين، فبالتالي الخوف من ان انت تاخد انذار ثالث وغياب ايمن اشرف في ظل بعض المشاكل الموجوده والاصابات الموجوده في خط الدفاع، اعتقد ان برضو النهارده في تعليمات لايمن اشرف من كابتن حسام في التعامل بشكل ممكن يكون حذر شويه بالنسبه لايمن النهارده في ان شاء الله. والماتش باذن الله تعالى لعيبه النادي الاهلي مطالب انهم يسهلوا الامور على نفسهم. تسهيل محمد من اول دقيقه لما ان شاء الرحمن اداك يبقى راقي جدا، اداك ملتزم فيه، كل واحد له وظيفته اللي بيحددها، الشكل العام في حاله الهجوم، الشكل العام في حاله الدفاع، انتشار الترابط، كل ده اعتقد ان مطلوب منهم النهارده يسهلوا الامور على نفسهم. ان شاء الله باذن الله تعالى ايمن اشرف يلتزم كويس قوي وتبقى الامور سهله باذن الله تعالى. وفي نفس الوقت عشان الماتشات هو ايمن ماشي كويس، فورمه كويسه جدا، عنده انسجام، عنده فهم، ماشي كويس جدا ساعه ما لعب، هو بيأدي كويس وثبت وجوده ومتالق مع كان مع اللي قبل رامي، كان نجيب يا كابتن، كان نجيب اشتغل شويه مع ايمن، ماشي كويس جدا جدا، واكيد ان هو مكسب هذا الموسم بشكل كبير. طب وانت بتتكلم كابتن، رايك في المباراه اللي بعد
عوده رامي ووجوده بجانب ايمن اشرف، هل خط الظهر الى حد ما كان في بعض المشاكل الامور ظبطت شويه؟ اكيد اكيد الاخطاء احنا قلنا الاخطاء طول ما قليله طول ما اللعيب انت عندك حاجتين مهمتين، انك تسجل بامر الله تعالى وان اخطائك تبقى قليله، فمن هنا باذن الله تعالى التنشنه والعصبيه مع تاخير الاهداف مع تاخير الاداء ممكن تخلي لنا مشاكل فيه، لكن ايمن لعيب قديم ولعيب خبره ولعيب لازم يعرف مهم جدا. عوده رامي مكسب مفيش كلام، محمد رامي قوه كبيره جدا في منتخب مصر مش النادي الاهلي، في خط ظهر منتخب مصر، وانت عارف رامي لما بيجهز وبيرجع الكور بيرجع بيبعته على طول، رامي ده انا مربيه وعارف قوته، لعيب جوكر ولعيب مهم جدا وعنده نسب فنيه تخلي اي مدرب يقدر يطور بيه سير المباراه في اي وقت في تغيير مكان، وبيطلع في السواوت وبيسجل بالهواتف ورجليه جامده جدا على جول، وفي نفس الوقت يلعب في اكتر مركز وبيدافع كويس قوي. انت عارف محمد ان الاخطاء في الكور العاليه الفتره الاخيره كانت برضه عامله لنا مشاكل بعد خروج حجازي وبعد اصابه سعد وبعد اصابه رامي عملت لنا مشاكل كثيره جدا، فعوده رامي اكيد مع ايمن النهارده ان شاء الله هتدي قوه كبيره جدا لخط الظهر، وباذن الله الماتش يسهل من اول دقيقه، السهوله دي باذن الله هتبعدنا عن اي عصبيه واي حاجه، حتى الجهد نفسه الفني محمد الجهد الفني باذن الله تعالى بيفرق جامد جدا، لان المجريات بتمشي حسب النتيجه، طول ما النتيجه سهله طول ما الامور بتروح كويس قوي طول ما الدنيا ماشيه كويس ويبقى الاداء مقنع وكويس ومكسب بسالي. وهي من اول دقيقه زي ما قلت كابتن ربيع وكابتن شريف اتكلم عليها ان انت بتجيب جول ان شاء الله من البدايه وانك تعززه بتنهي تماما على يعني بعض المخاوف اللي ممكن تبقى موجوده ان ممكن الفريق يخش معاك في الجيم. خليني يا كابتن اكلمك على بعض الادوار اللي ممكن يكون بيقوم بيها مثلا هشام محمد وعمرو السوليه مختلفه، هل هشام محمد بعده الفتره الطويله دي بيخلي مثلا عمرو السوليه ما يسيبوش لفتره او مثلا يروح يزود حته الهجوم مع اللاعبين قدامه سواء بقى وليد سليمان او احمد حمدي او حمودي، دايما يعني بيخلي باله الجزئيه دي ان اللياقه البدنيه مش بشكل كبير موجوده عند هشام محمد، فبالتالي يبقى عامل حسابه في الجزئيه دي. بص هقول لك على حاجه، هو هشام محمد عنده هدوء نسبي في ادائه، يعني بياخد الكوره وبيفكر وبيطلع الناس من الاجناب وده اللي بيفكر فيه، عنده فكر ما بشوفوش ان هو بيدور على زي عبد الله لقدام، بيحاول يفكر اول حاجه في الاطراف، وخصوصا لما يبقى عندك واحد زي علي معلول او احمد فتحي، فدايما هما اللي بياخدوا فكر نص الملعب اللي هو الديفندر اللي جاي من تحت، اول حاجه بيبص عليها بيشوفوا الاجناب، انطلقت الاجناب طالبه الكوره ولا مش طالبين الكوره. تاني حاجه انت رجعتني لماتش اتلتيكو مدريد، انت رحت بفريق وكان منتخب عرب والناس شرفونا وكل حاجه، بس لما ترجمه الملعب للعيبه النادي الاهلي ما اعرفش ايه كان ليك السبق واحرزت اهداف، وبعدين ربنا ادالك جول تاني من الضربه حره وعرضيه ودخل وحصل التكمله وبقى معاك 2-0. بعد اللي حصل ايه؟ هي دي الخطوره هنا اللي في الماتش ده بتاع النصر النهارده. اللي بيحصل النهارده انك انت متفوق 2-0، كل اللعيبه بتبقى عايزه يبقى لها سبق في احراز الاهداف، يبقى لها، وبينسوا اللي بيحصل ايه؟ وبينسوا المرتدات وبينسوا الحاجات، مش هتقول لي ان انا بلعب النصر غير اتلتيكو مدريد، اتلتيكو مدريد اسرع ناس بتلعب كوره مرتده في العالم كله، انما النصر برضه هو مغلوب هتلاقيه اسرع واحد في الدنيا ان هو عايز يخربشك، عايز ياخد منك اي حاجه، عايز يبقى له وجود في الملعب، يعني هيحس ان هو لعب بطريقه غلط، عنده نقص في الخطوط، هتلاقي اللعيبه هي اللي بتعوض وهي اللي عايزه تاخد مسؤوليه المباراه انها تعود قدام النادي الاهلي ويبقى لهم اسم ويبقى لهم وجود. في الحته اللي انت بتتكلم عنها دي هشام محمد والسوليه، في واحد عنده حته ان هو بينطلق وبيروح وبيبقى عايز يسدد وكده، والتاني عنده هدوء نسبي بيحافظ على القاعده وبيحافظ على مكانه فين وبيحافظ على ادائه فين، في الناحيه اليمين وفي الناحيه الشمال، ما بيطلعش ما بيتجرأش الا لما بيكون في بقى ناس. احنا شفنا هشام كابتن في ماتش من الا لما يكون في ناس متواجد شايله الحكايه بقى معاه، الا لما يكون في طمع وفي سبيس اتفتح له، مش هيقدر يعمل فيه غير كده. ما انت بتشوف ايمن اشرف بيعمل نفس القصه، هيعدي على هشام محمد وبيعدي على الناس كلها وبيروح لغايه قدام جوه بيلعب عرضيات وبيعمل 1-2 وعايز يبقى له اثبات وجودي في شكل هجومي. شفنا احمد فتحي قبل كده في الوينج ليفت ولا ما شفناهوش؟ شفناه في الوينج ليفت وبيلعب كور عرضيه عنده حريه حركه ومسؤوليه ان هو يكسب فرقته، وطول ما اللياقه البدنيه موجوده وطول ما السرعات موجوده انت تقدر تعمل اي حاجه في الملعب. فهشام محمد في مكانه النهارده كل التوفيق ليه انه يطلع سليم اولا، ويبقى تدعيم ليك كل اللعيبه تطلع سليمه النهارده من غير انذارات ومن غير اي حاجه، تدعيم ليك لماتش مباراه الزمالك عشان تبقى قاعده عريضه قدام الجهاز الفني اللي يقدر يختار منها الانسب، وعوده اللعيبه المصابه برضه هتفرق معاك كتير قوي. واحنا بنتكلم على فريق النصر كابتن، يعني برضه هو عنده خط هجوم قوي، عشان كده واحنا بنتكلم على هشام محمد وعمرو السوليه بجانب طبعا حضرتك تفضلت واتكلمت على رامي ربيعه وايمن اشرف، انك بتلاعب فريق
بالرغم ان هو في مركز 16 لكن عنده 18 هدف. يعني لما نيجي نبص حتى لفريق سموعه اللي هو في المركز السادس جايب اقل منه، يعني 16 17 هدف بالنسبه لفريق سموعه. بالتالي عنده قوه هجوميه كبيره، عنده لاعب اسمه محمد حسن ميدو هو من هداف فريق النادي النصر، وعنده يمكن من اللاعبين القلائل في الدوري الممتاز جايب هاتريك هذا الموسم. بالتالي لازم برضو انت تعمل حساب هذا الفريق في الجزء الهجومي. كابتن ربيع، بص، هو كان عنده برضو اللاعب اسمه حازم ممدوح، ده كان من الاساسيين من العمود الفقري بتاع الفريق ده، اتصاب تقريبا جاله كسر او حاجه زي كده. بص يا محمد، هو فريق النصر النهارده، طب اصح المعلومه كابتن، ميدو جايب 6 مش 5. معلش مش مشكله. فريق النصر، بص يا محمد، لازم احسبها كويس قوي. خلي انا بتكلم ال 90 دقيقه بتاع الملعب بالنسبه لاثنين مدربين واللعيبه، لان انا مباراه كره قدم مطلوب فيها حاجات كثيره جدا. فالنصر انا بقول لك هيفكر ازاي ان هو طبعا السيد عيد هيبقى في توازن ما بين الدفاع والهجوم، ادي واحد. لان يعني خلي بالك الكره وسط ملعب 90 دقيقه وسط الملعب، الطبيعي جدا ان هو يضيق مساحات، الطبيعي جدا ان هو هيقفل، لان الاهلي ما ينفعش يسيب له مساحات النهارده وصول يا جول، طبيعي جدا. وهيلعب على الجانب التنظيمي، عنده جانب تنظيمي في هجمه، عنده جانب مضاد في هجمه، اعتقد ان ده طموح سيد عيد لان بيلاعب النادي الاهلي. وبرده في نفس الوقت اكيد يبقى في رقابه عنده على ازارو مثلا، واخد بالك، على وليد سليمان، على حمودي، على احمد حمدي، مفيش كلام ان هو ده الجزء اللي بيفكر فيه سيد عيد. اللي انا قلته لك كل المشكله وسط الملعب، هل هيقدر سيد عيد بامر الله تعالى على وسط ملعب النادي الاهلي الخماسي اللي هو هشام محمد وسولية وحمودي واحمد حمدي ووليد سليمان؟ فهو لو قدر النهارده طبيعي جدا ان انت لازم تعمل له كل الشغل. بص، فرد او اثنين او ثلاثه، المقابل بتاع النادي الاهلي يا محمد زي ما بتكلم على النصر، بنقول النادي الاهلي ان درجه الالتزام بتاع ال 11 لعيب بتوع النادي الاهلي هو ده سر تفوق النادي الاهلي وحظه كل البطولات. صحيح. يعني انا جبت لك، واخد بالك، 11 ضد 11، فهنا بقى القصه، مين اللي هيقدر يتريف وسط الملعب؟ مين اللي هيعمل جناحين النهارده؟ مين اللي هيقدر يقطع في التلت الامامي؟ هل هو سيد عيد هيروح بست لعيبه او سبع لعيبه عشان نخاف؟ انت فاهم قصدي؟ بس انا كانت ملاحظتي حتى، يعني انا متابع ليهم والله، ماشي، هم فريق محترم مع الفرق كتير، وسيد عيد محترم، يعني بستغرب جدا، واداره محترمه، بلاقيهم ست سبع لعيبه فعلا في الجزء الهجومي. ما تمام يا حبيبي. بص انت بتلعب قدام الاهلي، يعني انا بتكلم طبعا وسيد عيد ان حقه يلعب ويدور على المكسب لكن انا بتكلم على الايه، انت بتلعب حجم الاهلي، بتلعب التنويع، بتلعب الحلول، بتلعب سبع لعيبه، فمن هنا الجزء الدفاعي عندك هيبقى نسبته كام والجزء الهجومي نسبته كام؟ هو الاكثر طبعا الجزء الهجومي، انت فاهم قصدي؟ فانا بحسبها فنيا. انما النهارده ممكن تلاقي النصر متفوق، هل هيقدر يفتح؟ ممكن، عشان كده بقول لك الهدف البدري هيفتح الدنيا، هيسهل الامور، هيهدي الامور، هيحول الملعب النادي الاهلي لشغل هجوم كاسع بامر الله تعالى. فهي خمسه وسط ملعب ضد خمسه في وسط الملعب. من هنا يا محمد انا اقول النسب الدفاعيه بالنسبه لفريق النصر، طبعا كل التقدير واحترام لفريق النصر، وكل التقدير لسيد عيد، وكل التقدير لمجلس الاداره وحقهم مشروع، وكلام ملهاش كبير، ملهاش كبير خالص، لكن انا بتكلم على الورق ان النسب الفنيه بالنسبه لنادي النصر بيفكر في الباكين، بيفكر في الثلاثي وسط ملعب، بيفكر في راس حربه، بيفكر في الديفندر اللي بيزيد، واخد بالك، بيفكر هو الملعب عنده بقى، هل ال 11 لعيب اللي عندهم محمد عندهم درجه التزام فني على اعلى مستوى وعنده قدرات يقدر يتحول من دفاع لهجوم ومن هجوم لدفاع ويقدر يروح من خمسه لسته عشان اسجل واعمل خطوره؟ الخطوره في العدد. صحيح. واخد بالك؟ انما هل العدد عنده هيروح؟ طيب لما يتحول، خلي بالك ده في نقطه كمان، هو راح بست لعيبه بس. هو ساعات خطوره من غير عدد يا كابتن؟ لا ما ينفعش، يعني اثنين في وسط ست. احنا بنشوف اهداف بتيجي مثلا اثنين وسط اربعه وخمسه لا ده في 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 مش في كل مره يعني. لا ممكن انت في الكلام ده حجم القدرات الانديه الكبيره، يعني ميسي في وسط في وسط ثلاثه يجيب جول، حجم القدرات يا محمد. تمام. في انتقالك في الحلول والتصرف. اللي اقصده انت خلي بالك عنده مشكله، انا يعني انا بقول مشكله، بتكلم في الجانب الفني. طيب هو راح بست لعيبه، انت النادي الاهلي بيكسح الفرقه اللي قدامه بايه؟ ان يقطع الكوره واحد اثنين ثلاثه هو جول. يا سلام يا بيبو لو تجيب لنا الجول الثاني بتاع بتروجيت واحنا بنتكلم كده، كابتن ربيع بيتكلم عليه، بتكلم بشكل فني. وبص هتلاقي يجيب اللي انا بقوله بالظبط، لان احسن فريق في مصر واخد بالك بيتحول من دفاع لهجوم ويخلص ويروح يسجل في اقل عدد من الثواني. فدي ليها حسابات، انا لما اكون مدرب نادي النصر اعمل لها حساب كويس قوي يا محمد، لان مش كله روح، فاهم ازاي؟ فقصدي الحسابات
لها دور هيفتح. ده اللي انت بتتكلم عليه يا كابتن. واحد هجوم كان كبير جدا من فريق ثلاثة، بص المحارب عملها هدف. فهو ده خلي بالك النادي الاهلي. هل هفتح الجيم وهروح انا بتكلم بفنيات وبعين وبرؤيه و لازم المنطق والعقل يقول لي انا بلاعب اكبر حجم فني موجود في افريقيا مش مصر، واخد بالك؟ فده اللي اقصده. فالحسابات الفنيه من وجهه نظري هتفرق جامد قوي 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 مع النادي. صحيح. هفضل على اللقطه دي كابتن شريف وكابتن ربيع طبعا حللها بشكل كبير. انت لما تيجي تلاعب النادي الاهلي بقدراته الكبيره وتيجي تهاجم بالكم من العدد ده، طبعا فريق بتروجيت كان بيحاول في الوقت ده ان هو يحرز هدف او يعني يقرب النتيجه، كان 1-0 بالنسبه للنادي الاهلي في التوقيت ده. فبالتالي لا، انت تاخد بالك جدا حتى لو انت مش بقى يعني مش خايف من المباراه، او انت عامل حسابك انك هتتغلب وانت عايز تحرج النادي الاهلي بشكل كبير يا كابتن شريف. هو في اهتمامات يا كابتن فاروق في الاول، ايقاف لعيب النادي الاهلي وايقاف الخطوره اللي هي بتتمثل في احراز اهداف هي وبتخلص لي الموضوع كله. وانا بعد كده بشوف الهجوم اللي بالست عليا، بشوف الهجوم عليا بالسبعه. ودي الغلطه اللي بقول لك النادي الاهلي وقعها مع اتلتيكو مدريد، مش بديك مثل بالنصر ولا بديك. على فكره في جول دخل فينا في اتلتيكو مدريد بالشبيه ده، الشكل. انت هنا اللي محطوط الدنيا فيه عندك اربع سرعات من الكره من قبل نص الملعب بتتلعب باص سليم ما بتتقطعش، والناس شايفه بعض والناس بتعوض بعض بالسرعات. هو ده الهدف اللي شكله جميل جدا في الحكايه. واللي رايحين له كلهم عندهم، الاربعه اللي رايحين حاطين نفسهم في موقف ان الكره لو جات لي هتصرف فيها ازاي، الكره لو جات لي هقدر اجيب منها هدف ولا لا. ف ده الشكل بتاع المباراه اللي موجود. اهتمام بقى لعيب النادي الاهلي بلعيب نادي النصر ونشوف اللعيبه الكويسه اللي فين وندرس مين اللي كويس وما اعرفش ايه، مفيش غير انك بتضغط على فريق النصر ده من الاول خالص وبتخلص المباراه بدري بدري. لان انت مش هينفع تجي لك هجمات وتزورك زيارات جوه ال 18 عندك ومش هيحصل لك اهتزاز. مش هينفع تدي فرص للعيبه تيجي من عندك قادمين بتاعه النصر وعندها طول ما انت متاخر في الاهداف اي زي كده بتروجيت كانت طمعانه فيك. فانت دايما بتتاخر في الافتتاحيه الاولاني انك انت تخلص المباراه، ودي مش حال النادي الاهلي ولا دي لغه النادي الاهلي في المباريات اللي هي ابتدى من اول الدوري. اللغه اللي هي عدم اعتماد على نص الملعب والفراوده بس، لا، اللغه اللي هي الاعتماد على التدعيم، التدعيم اللي بيجي من الخلف، التدعيم اللي بيجي الدفاعي، على الاتزان اللي موجود، الهدوء اللي احنا بنتكلم عنه على هشام محمد اللي هيضيفه النهارده في الملعب. ففي كل حاجه موجوده النهارده تؤهل النادي الاهلي بعد مباراه بتروجيت خدوا الخريطه. انا دايما بستحضر من المباراه الاولى. المباراه الاولى بتحصل ايه؟ ان انا بشوف النادي الاهلي كسب ازاي؟ النادي الاهلي ايه اللي يميزه في المباراه اللي فاتت؟ فانا عايز ابتدي من اللي انتهيت فيه. اللي انا انتهيت فيه مع بتروجيت الماتش اللي فات هو اللي انا لازم ابتدي بيه مع النصر عشان اعوض الهاف تايم اللي راح مني في بتروجيت. هو ده، مش اللي احنا بنقول بس الهدف الفوز السريع لا، الاداء كمان لازم تهز الفرقه اللي قدامك، تعرف ان هي ما عندهاش ميكنه ان هي تبقى موجوده معاك في الملعب باي شكل من الاشكال. لا تقدر تخاطر وتفتح خطوط عندها الا بعد ما بيخش فيها جون واثنين وثلاثه، وانت لما بتدخل جون واثنين وثلاثه خلاص. النهارده الاحتكاك ده والاصطدام ده ده الهدف الثالث جاميرو كابتن، الهاتريك بتاعه في هذه المباراه بيتعمل فيه بنفس الطريقه ونفس الشكل ومن العمق المره دي كمان مش من الاطراف. الناس شايفه والناس لا، انت عملت نفس الهدف في بتروجيت وبتروجيت دللتها يعني مش بعدها ولا بعد المباراه دي. الطمع اللي حصل والاعتماد على لعيبه النص واللي حصل من لعيبه النادي اللي هو انا زعلان يوم ماتش اتلتيكو مدريد لعلمك ان احنا ما خرجناش بنتيجه جيده، يعني احنا كنا ممكن نخرج بنتيجه كويسه بس اللعيبه كلها حست ان عايزه بقى لها سبق في هذا اليوم ان لقوا اتلتيكو مدريد مش عاجباه الارض مش عاجبه الحال. 2-0 و2-0 و2-0 فانا يلا بقى نزورهم دول ايه. وحمودي خد الواد 2-3 على الناحيه الثابته وقعده ومشي من الناحيه الثانيه كان ممكن يجيب جول كله بقى عايز طبعا كله عايز وكله عايز يبقى موجود في المباراه دي. وبقى لهم كتير اللعيبه ما بتلعبش بيني وبينك يعني برضو عايزين يبقى لهم قدام الجماهير ومباراه فيها جماهير ومباراه فيها اذاعه على الوطن العربي كله في العالم كله بص عليها. فكل واحد شاف الحته دي ونسي الحته بتاعته. بس انا بطمنك ان النهارده عندك سوليه وعندك هشام محمد في المنطقه اللي هي بيبقى عندك الكونتر اتاك يقدروا يعوضوا. وانا شفت علي معلول واحمد فتحي الحقيقه انهم من السرعات الحقيقه اللي هي تطمنك في اي ارتدادات اي حاجه بتحصل علينا يقدروا يعوضوها مع ربيع زي ما قال كابتن ربيع. ربيع لما بيبقى موجود ويكمل له سعد سمير معاه في المنطقة دي في سرعات سريعة جدا يعودوا سريعا في سرعات سريعة جدا وما بتحصلش فينا اللي هو الضرب واحد في ثلاثة ده أو واحد اثنين اللي حصل فينا يوم ماتش المقص. طيب بنحاول النهاردة نثبت إن مباراة بتروجيت ما كانتش بالصدفة وما كانتش عودة لعيبة بس وخلاص، لا
ده الاداء اللي هيحصل ان شاء الله في يوم الاثنين قدام ماتش نادي الزمالك ان شاء الله. كابتن امامنا عشيش طبعا احماء لاعبي نادي الاهلي قبل المباراه. كابتن خليني اقول تشكيل فريق نادي الاهلي بالبدلاء بقى عشان الناس تعرف مين موجود النهارده على دكه البدلاء. ايضا محمد شناوي في حراس المرمى، من الشمال احمد فتحي، رامي ربيعه، ايمن اشرف، علي معلول، في خط الوسط هشام محمد، عمرو السوليه، وليد سليمان، احمد حمدي، احمد حمودي، ووليد ازارو. اما بدلاء النادي الاهلي احمد عادل عبد المنعم، اسلام محارب، ومؤمن زكريا، مروان محسن بعد عوده طبعا حميده ان شاء الله ربنا يوفقه ان شاء الله النهارده لو اشترك حتى يبقى يطلع سليم بهذه المباراه المهمه جدا. في المباريات الرسميه بتختلف تماما عن اي مباراه وديه او تدريبه في الملعب. ايضا مع في دكه البدلاء ميدو جابر ومحمد هاني واحمد الشيخ، ده بدلاء فريق النادي الاهلي. هروح لجزئيه البدلاء كابتن، وتعتقد يعني من جزء مين ممكن يبقى متواجد في هذه الجزئيه، ولكن خليني اقول لك اللي ممكن تكون انت شفته في ماتش بتروجيتا كابتن ربيع، يعني عايز تشوفه النهارده، ممكن ما تكونش شفته في مباراه بتروجيت، ومفروض تشوفه النهارده قبل اللقاء مهم جدا هو لقاء الاهلي والزمالك ولقاء القمه كابتن. بص خليني ناول بس اديني عليه، انا لما كنت بتكلم على السرعه هو بيبو ما شاء الله جاب على يعني جاب الكلام بالظبط. التحول فعلا في وسط بتروجيت كانوا بيهاجموا في سبعه ضربوا واخد بالك، فده عشان برضه النقطه بتاعت اتلتيكو مدريد والهدف ده من العمق واخد بالك، هو ان احنا كنا زياده بس الوقفه محمد والتغطيه، في حاجه اسمها تغطيه، التغييرات الكتيره هلهلت الجانب الفني وخاصه في الجوانب الدفاعيه. لا هو بصراحه في اليوم ده يعني جزئيه الجوانب الفنيه كانت صعبه جدا، انت غيرت كتير قوي كابتن. طبعا انت عندك اسلام محارب طبعا ماشي كويس جدا، ما كانش بيسجل بيصنع، وصلنا هدف راح لهدف لعبد الله السيد راح في مصر جد، فده ممكن ان شاء الله اكيد. لا انا لسه ما بتكلمش كابتن على البدلاء، لسه انا كان انا جزئيه السؤال بتاعي اللي انت كنت في ماتش بتروجيت ما شفتوش محتاج تشوفه النهارده في مباراه قبل لقاء القمه كابتن، وتجهيز لهذه المباراه ايضا. ما هو انت عندك اللي كلنا شفناه، هو الوحيد مروان محسن ما شفناهوش. لا مش بتكلم على البدلاء كابتن، بتكلم الشكل نفسه الجزء الفني ما نفذوش مثلا النادي الاهلي، ومحتاج انك تشوفه النهارده بشكل قوي. هل الروح، هل في جزء من الروح كانت مثلا، احنا اتكلمنا على الشكل الفني، ما انا كنت يعني انت بتتكلم على مش لعيبه، بتتكلم على بتكلم على لعيبه، انا بتكلم على جزء ممكن يكون فني موجود داخل الملعب محتاجه النهارده انه يزيد شويه عشان استعدادا لمباراه القمه ايضا يا كابتن. بص يا محمد، لو ما فيش التزام من لاعبي النادي الاهلي في مجموعه الوظائف اللي بيكلفها بيهم حسام محدش يلعب. النادي الاهلي انت صاد البطولات، انت بتدور على الثلاث نقاط النهارده عشان ان شاء الرحمن تضيق الفرق، اللي عندك ماتشين تاني ماتش تاني. فقصدي ان كل لعيبه محمد له وظيفه. انت النادي الاهلي بص اهو يعني 1-2-4 خد بالك، وهم كان فين ده محتاج تكرره النهارده يا كابتن، هتكرره محتاج. ما هو انت ده السيستم حسام شغال بيه. بص انت بتستعمل، انا قلت لك القصه كلها في نص الملعب، 5-5، انت تتحول من دفاع لهجوم بس لمسه واحده، لمسه اثنين، في عوامل كتيره جدا مهاريه حسام بيعتمد عليها، يعني التحرك واخد بالك، التمرير، النهارده لو ما عندكش نسب تمرير حاسمه ودقيقه ومتقنه مش هتقدر تروح اتجاه سجل هدف، فيبقى ما عندكش تحرك من الثلاثي النهارده اللي هو حمودي واخد بالك ووليد واحمد حمدي مع ازارو مش هتقدر تروح. استغلال الفرص، لو النهارده تجيلك فرصه واثنين وثلاثه خلص، عشان كل ما بتخلص وبتسجل بترتاح شغلك بيظبط. الجناب النهارده لازم يبقى فيه زيادات، معلول النهارده واحمد فتحي الكورسات تشتغل كتير جدا، كل ده النادي الاهلي، النادي الاهلي بيعتمد على نسبه استحواذ وايقاع مباراه وريتم مباراه سريع محمد بيقدر يخلص بيه النادي الاهلي، هو القدرات العاليه جدا، فاللعيبه حافظه وعارفه ايه اللي مطلوب منهم، فده سيستم حسام شغال بيه واخد بالك، حتى اللي بيعمل اضافات الاضافات دي لازم تمشي مع الريتم. هي عارفه بتعمل ايه طبعا طبعا، ده ما انا قلت لك في التزام معين بشغله معين، حسام بيبتدي 4-2-3-1 خد بالك، بتبقى دفاعين 4-1-1 4-1-4-1 الرباعي وسط الملعب مع راس حربة السريع، كلها امور واضحه محمد وعارفينها وحافظينها اللعيبه، وده سيستم شغال بيه حسام بيكسب بيه خلي بالك، بيحتمي طبعا المساحات وانك تلاقي مساحه وتروح، الفرديات العاليه جدا، حلول النادي الاهلي بسبع لعيبه زي ما عارفين، وفي نفس الوقت اللعيبه حققت بيه دوري وكاس وطلع مع الارقام قياسيه في نسب الاهداف اللي بتروح وتسجل بيها. في عايز اتكلم يا كابتن على البدلاء بالنسبه للنادي الاهلي النهارده، يعني نتكلم عليها، وجود اسلام محارب يعني لاعب من اللعيبه المميزه وكابتن ربيع كان هيتكلم عليه دلوقتي، بيأدي دور كويس جدا لما في الفتره اللي فاتت، ايضا مؤمن
يعني في مباراه اتلتيكو ايضا كان مميز جدا. مروان محسن وعوده بعد غياب طويل، ميدو جابر، محمد هاني، احمد الشيخ الاقرب يا كابتن. فرقه انت بتتكلم على فرقه كلها قاعده بره، يعني لو تشوفهم كده هتلاقيهم فرقه كره تانية لوحدها. يعني اي حد يبقى له وجود واي حد يبقى له اشتراك هيبقى مؤثر جدا. من مؤمن لاحمد الشيخ دول كانوا موجودين واساسيين وبيلعبوا قدامنا، يعني دول مش بدلاء بس كلهم ما شاء الله كابتن، كله هجوم. قاعد ابص عليهم اقول خد بالك كده كابتن ربيع هيستعين بمين فيهم؟ كل هجوم خلي بالك. يعني انا شايف محمد هاني بيلعب بس انه جوكر يعني. لا ان شاء الله ما يبقاش حاجه في في الناس اللي ورا يعني. انما الحمودي طبعا هيبقى ليميتيشن النهارده في حته ثانيه، هياخد له هاف تايم مثلا او حاجه زي كده. طب يا كابتن بدون قطع كلامك، دكه البدلاء اللي احنا شايفينها امامنا هالاند دلوقتي دي بيدل على ان انت كابتن حسام هو عامل حسابه للمباراه ازاي؟ لان انت بتتكلم في ممكن خمس او ست مهاجمين ومفيش غير مدافع واحد. بس هو عايز يستثمر اداء شافه اللاعبين المعينه في المباراه اللي فاتت، يعني عايز يشوف الشويه اللي عمله محمودي ده في اتلتيكو مدريد هيقدر يخلصه النهارده ويعملهم له في مباراه النصر ويخلص عرفيه النصر من الناحيه اليمين، وشايف ان هو ابتدى يرجع وابتدى يبقى موجود فعايز يديله عشان ما يهربش منه تاني، يعني عايز يبقى موجود. لان عندك مباراه نادي الزمالك ده لعيب تقيل وممكن يخلص ويعمل فارق في اي وقت. عندك مؤمن زكريا احنا مش عارفين قصه ان هو قاعد ولا ماشي، دي يعني احنا دي لسه مفيش يعني قرار رسمي. غير كده لازم يبقى اساسي غير كده لازم يبقى موجود في الملعب. ده لعيب مهم جدا، وهو وليد سليمان بيعملوا طاقه كبيره جدا للحاله الهجوميه مع اجاي مع ازارو، كانوا بيبقوا موجودين بيطمنوك مع عبد الله السعيد. دول فرقه زي ما احنا قلنا لوحدها، لما بيندمجوا مع بعض ويبقى علاقاتهم موجوده اعتقد ان مفيش حد يقدر عليهم يعني او يوقفهم. عندك احمد الشيخ وجوده في المباراه اللي فاتت وبيعدي وبياخد فنتات وبيعمل سرعات وابتدى يرجع تاني للفورمه، ده لازم ياخد برده عشان ما يهربش منك وانت عندك مباراه نادي الزمالك. فالفكر واللياقه اللي موجوده والوجود بتاع اللعيبه كلها اللي هي احنا بنتكلم على الناس اللي قدام. انت بتتكلم النهارده على احمد حمدي هيبقى ان شاء الله ليه ثبات وفاعليه ووجود كده في الملعب، ما يضطرش ان هو بدل ما يغيره يقدر. احمد حمدي ده احمد حمدي عنده مستين، يقدر يلعب هاف متقدم وهاف متاخر، يعني يقدر يعطي برده مع السوليه في حته صغير بيلعب عنده من السرعات وسنه يسمح له ان هو يبقى موجود في الحتتين. فالبدلاء انا ما مروان محسن اتمنى طبعا ان هو ياخد، يبقى عشان كده عايزين النتيجه تبقى كويسه عشان مروان محسن ياخد ويبقى موجود ويقدر يعمل اي حاجه ويقدر ياخد الاحساس والسرعات ترجع له. وهو راجل بيصوب من بره وعنده فكر ان هو يقدر يشوط من اي حته في الملعب، فاعتقد هو ممكن لو نزله واعتمد على حاجه كده. ولما انت بتحرز هدف باكا مثلا الجول اللي بتلغى له، باكا لما يتلغي له جول بيأثر على عودته بيأثر على نفسيته بيأثر على حاجه، وهو جون كان 100% سليم ما كانش فيها اي حاجه. فالناس اللي هي بعيده وبترجع احنا بنتمنى لها كل التوفيق عشان يبقوا موجودين ومعضمين معاك مع بقيه الفرقه اللي احنا اتكلمنا عنها. بس كابتن ملاحظتك على دكه البدلاء كابتن ربيع. هو انا بقول لك هو النهارده اهميه الماتش ووجهه نظر كابتن حسام موجوده على دكه البدلاء. ما هو محمد هاني ده جوكر بيلعب بالساك ويلعب بكراي. يعني ما احنا بنتكلم انت بتقول مدافع واحد مدافع واحد بس وعندك احمد فتحي جوكر يلعب مساك ويلعب بكرايات وباك ليفت، يبقى الاثنين مدافعين موجودين. خد بالك هو عامل الحساب دي كويس. اثنين احمد فتحي برضو جوكر يعني ممكن يعرفه. فمن هنا هو قال ممكن نزود. خلينا واقعيين، اسلام محارب كل دول انه ماشي كويس فش يقعد اسلام محارب هيتغير في اي وقت حسب سير المباراه طبعا حسب ظروف المباراه ان شاء الله تمشي الاحسن والافضل وان شاء الله زي ما احنا عايزين. اسلام محارب له دور كبير جدا، اعتقد ان مؤمن زكريا بدل موجود ممكن يبقى له دور. الماتش بقى لو تسهل وبقت الامور كويسه اكيد مروان، لان انت محتاج راس حربه تاني بديل لازارو، واحنا مروان وجوده مهم جدا فلازم ادخله. هو دخله في ماتش اتلتيكو مدريد واداله فرصه، اداله في وقت قليل جدا. النهارده بدل قاعد يبقى سليم 100% ان شاء الله تعالى. الامور لو اتسهلت انا من وجهه نظري يعني مروان لازم يكون له دور النهارده حتى لو في صعوبه في المباراه في شكلها الفني، لان يعني مروان هداف وكويس وبدل قاعد يبقى سليم 100% خلاص اديله، مش اديله واجهزه قدام النصر، هديله امتى؟ يعني الحجم الفني بتاع الفريق النهارده ترتيبه متاخر، فاجرأ واديله وان شاء الله الامور تمشي. بالتالي دول اقرب ثلاثه للتغيير يعني. الا بقى لو كابتن ميدو جابر كابتن لان احنا ما هو ميدو موجود بس مؤمن بقى عشان برضه يمكن يكون اخر مباراه ليه تقريبا عشان هو خارج ومؤمن في فورمه رائعه. الا بقى لو الماتش اتسهل
والدنيا مشيت كويس قوي يبقى انا مؤمن. لا خليك يا مؤمن لان كده كده ممكن استفيد بميدو جابر او اول حته. هي اوراق كابتن حسام البدري اكيد بيبقى حاطط حساباته في ان ممكن يحصل ان كيس يعني حصل حاجه بالنسبه للمباراه عنده قوه مهمه جدا وخبرات تبقى موجوده على دكه البدلاء. ما ينفعش ما نتكلمش على محمد الشناوي كابتن شريف ووجوده كحارس مرمى النادي الاهلي بالشكل المميز في الفتره بعد عودته طبعا من الاصابه ايضا. لا يا محمد الشناوي ده مرشح ان هو بقى حارس مرمى بتاعنا في كاس العالم. احنا بس كل اللي عايزينه ان الوزن بتاعه ما يزيدش والاصابات اللي بتحصل له دي وتمريناته تخليه موجود في فورم عاليه وزي ما عودنا بيمتلك منطقه الجزاء كلها عينه كويسه قوي على العرضيات اللي بتتم بيطلع باخد خطوتين قبل ما اي حد ياخدها وبيريح الديفنس بتاعه بيتكلم مع الديفنس بتاعه كويس قوي شايف الملعب من ورا تماما بقى عنده خبرات دلوقتي ان هو مدي ثقه للديفنس بتاعه حتى لما بتتشط عليه ما بيطلع له انفرادات بيطلع له اي حاجه والراجل هو واخد العين ومترجم كل حاجه عشان كده بنزعل لما دلوقتي محمد شناوي بيصاب او بيبقى بعيد او اي حاجه مش تقصير في كل الحراس اللي موجودين انما يا اهلا باي حد بيثبت ان هو قادر على حمايه وعارين مرمى النادي الاهلي الحقيقي. يعني نتمنى طبعا عوده شريف اكرامي برضه كابتن من الاصابه دي أنا بتكلم تبقى حاجه مميزه جدا. كابتن دائما انت بتتكلم على الجزء الامامي كابتن ربيع وهو القوه الضربه للنادي الاهلي ويعني الفرق كلها بترتعب منه بشكل كبير لانه فعلا لما بتيجي تبص لو عبد الله سعيد مش موجود وليد موجود وليد سليمان لو وليد سليمان مش موجود في مؤمن في الشيخ في اسلام محارب. النهارده الاضواء او الاسامي اختلفت الى حد ما عن الفتره اللي فاتت وليد سليمان واحمد حمدي وحمودي النهارده الادوار يا كابتن بالنسبه لهم هل هتبقى مختلفه ولا هو هو نفس الادوار بالنسبه والتعليمات لنفس مجموعه اللعيبه؟ لا هو انت عندك كل لعيب وله مستو لكن في النهايه انت بتختار قدرات اشتغل بيها صح. القدرات دي لازم تتحرك في الاطار اللي رسمه الكابتن حسام البدري باسلوبه هو كمدرب. الاهلي دايما يميل لجماعيه ما ينفعش النهارده يبقى كل واحد لا في وحده في حلول معينه في اوقات معينه في تصرف سرعه تصرف. ممكن حمودي ده في الثلث الامامي يا محمد يكون عنده سرعه تصرف هو مهاري عالي جدا وعنده الاختراق والتوغل بواحد ضد واحد ده سريع جدا خلاص دي ميزه فيه اضافيه. انما النهارده في عندي شغل فني جماعي من غير الكوره ان مجموعات اللعب ال 11 لعيب واقفين ازاي بالنسبه للطول والعرض يا محمد. النهارده انا بلعب ضغط امامي خلاص بيضغط ازارو على اثنين مساكين حمودي بياخد جنب وليد بياخد جنب احمد حمدي من تحت كلها امور فنيه من غير الكوره. كل الفرقه بتضغط من غير الكوره بتدافع. انت عندك بقى التلت الامامي انت عندك ميزه كويسه جدا اولا البناء اللي بيتم والتطوير اللي بيتم من تلتين الملعب ده النادي الاهلي بيعتمد على تمرير حريه تحرك بس امامي انسجام ترابط الاربعه بيروحوا مع بعض فده ميزه النادي الاهلي مش كل واحد لوحده. انت شفت الهدف اللي احنا وصفناه بص الاربعه رايحين مع بعض يا محمد من واحد اثنين ثلاثه اربعه جول ما ينفعش كان ممكن اسلام محارب يفكر لوحده صح. بس تفكير واحده ده ليه وقت. وتلاحظ يا كابتن يعني الحاجه المميزه في الهدف ده ان المساحات ما بين اللعيبه كلها وهي بتجري ما شاء الله متساويه وواخده الملعب كله ودي كانت حاجه انا بكلمك فنيات صحيح. هو ده اللي انت بتقصده فنيات انا بتكلم بواقع عملي ان احنا الحمد لله الماتش اللي فات رحنا وسجلنا من هنا محمد ما ينفعش نفس بكل واحد وموهبته كل واحد مهارته انت عندك ميزه في تيم النادي الاهلي بفضل الله تعالى انك بتختار قدرات خاصه اقدر النهارده اعمل توافق عند حسام ميزه كويسه جدا ان بيعمل توافق ما بين ال 11 لعيب عشان يخدموا اسلوبي، يخدموا خطتي، يخدموا تشكيلي، يخدموا تغييراتي، بتكلم على كتله، خد بالك يا محمد في الثلث الامامي، الحلول بتبقى على المستوى الفردي موجوده في اي وقت وفي وقت معين ومستوى الجماعي موجوده بفضل الله طول الوقت، لان الجماعيه هي اللي بتوجد لك خد بالك المكسب الجماعيه اللعب، احنا نميل لجماعيه اللعب دايما في الحلول الفرديه عندك طبعا قدرات عاليه جدا وخاصه انت ممكن تحسم لك في اي وقت في 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 دقيقه في ثانيه في ثلث فالثلث الامامي بصراحه مهم جدا وانا شايف ان الثلث الامامي هو الـ 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 الاخطر والاقوى والافضل مش في قدام النصر خلال مشوار الدوري. حقيقة كابتن يمكن الفتره اللي فاتت احنا دايما بنطالب فريق نادي الاهلي ان هو يبقى فيه عمليه تسديد بشكل كبير وتبقى افضل واقوى
انت عندك لعيبه مميزه، عندك عمرو سوليه بيعرف يشوط كويس، عندك هشام محمد اهو وجوده ايضا بيعرف يسدد بشكل جيد، وليد سليمان، الجزئيه دي ناقصه شويه في النادي الاهلي، لو زادت بشكل كبير اعتقد انها ممكن تحل لك امور كثيره، بجانب طبعا الضربات الثابته اللي ممكن تبقى من حوالي 18 او حتى ثوابت صحيح، والكورنر وكل حاجه دي برده في النادي الاهلي كان معود ان عنده تريكات دلوقتي بيلعب بيها. اللي انا عايز اقوله لك طبعا الحلول في الفكر في التصويب، وهو هم بيخلصوا التسخين بتصويب على المرمى، فالفكر ده لو موجود عند اللعيبه كلها بس تبقى عندهم فرصه، يعني وليد سليمان ترجم التصويبه في ثانيه بس بتبقى عنده الكوره جايه له متاحه ليه، ما يبقاش في بتروجيت ماتش بيقفل عليه اثنين ثلاثه فبيضطر يبررها، هو اللعيب اللي جنبه لو حس انه هيمرر له يجرب يشوط، وكلهم بيعرفوا يشوطوا وكلهم شويطه وكلهم يعني، حتى اغلب التمرين اللي بيحصل دلوقتي ضغط على المنافس في الملعب لما تروح تتفرج على تمرين النادي الاهلي، والتصويبات من بره الثوابت والكورنر ولا، فهو ده الشغل دلوقتي اللي ما تقدرش كل 3 4 ايام ماتش تقدر هتعمله لياقه بدنيه وهتعمله فيزيكال وهتعمله، لا خلاص اللعيب ده محتاج كل الروتيشن اللي بتحصل، ان انا بنشط الذاكره عنده، بقول له النهارده احنا عايزين الفكر في التريك في الثوابت في الحاجات دي، عشان السيتويشن اللي بتحصل منه في المباراه اللي قبلها نقدر نترجم نقول له احنا هنا انت كان عندك فرصتين ثلاثه الماتش اللي فات انك تصوت، فكر يمرنوا عليهم فيخش، وما فيش حاجه بتحصل في المباراه الا بالتمرين. لما بيفكر ان هو يشوط اكيد في التمرين شاط له بتاع 10 15 كوره، هتجيله السيتويشن ده او الموقف ده في الملعب وهو بيلعب هيترجمها ويشوط على الجول ويبقى متوفق، وكلهم بيعرفوا يشوطوا. انا اول ما رجع مروان محسن اتفرجت على التمرين عنده، كان بيشوط على المرمى ناحيتنا كده، جاب 3 من 3 وتلاتة ايه يعني صعبين جدا وفي حته صعبه جدا وتركيز جامد جدا، اذا هو التالت رجليه تشيله وربيع قال لك هو ادام اتحط في التالت في الفرقه اعترف بلسانه اهو، اعترف بلسانه وقال سعيد عليه بيروح اهو، هو اللي اجتهد زي هو خد بالك اجتهد ما تروحش تلعب فرقه الشمس مغمض وباصص في الارض، بص على الملعب شوف بيعمل ايه، احنا النهارده كاتم فرقه الشمس بتلعب المفروض يعني احنا لازم نطمن على نتيجه على ايه؟ هو انت تتفرج، انت بتتكلم هتقعد تتفرج على التمرين والفرجه اللي هتخليك تتكلم في الفنيات ولا لا؟ شوف ولادك مش ولادك ولا ما احنا رايحين نتفرج، شوف عليهم بيتفرجوا على التلفزيون مش بيتكلموا، واحنا صغيرين يا كابتن واحنا صغيرين كان نجوم كبار بيمرنوني يعني طبعا كابتن محمد عامر وكابتن احمد عبائي وكابتن يعقوب صمد، بيقول لي اول ما تشوف خرم يعني اول ما تشوف كده خرم ابره من خرم وخرم ابره شوت، لو شفت المرمى خلاص شوت، جات لك الفرصه سنحت لك الفرصه هترجم ايه ده انت شويت، ده انت راجل كنت بتاع هيدرز وبتطلع لو جات لقيتها طايره في ال 18 لازم تطير وتروح لعبها من جوه الجون، دي الملكه اللي بتبقى موجوده كل التالنت اللي موجود، وقلت لك ان اللاعب الجيد هو اللي بيقود فريقه بالامكانيات اللي عنده ما بيبتكرش حاجه ثانيه، يعني انا عبد الله السعيد على طول بيعمل العربيه السنه دي 1 2 1 3 بيوصل الناس للجون يجيبوا جوال سهله، وهو بيشوط وبيفكر، ومن احلى الاجوان اللي جابها السنه دي في الاسيوطي صحيح، انت قعدت تقول ده رقص ثلاثه في ترقيصه واحده وبعت الكوره بليسنج احسن بليمك في الوسط وجاي رد عليه الماتش اللي بعده 1 2 مع عبد الله وراح حاططها بنفس الشكل، فعندهم الامكانيات دي وعندهم كل ده الموجود، انت بس تبقى لياقتك البدنيه وتركيزك في الملعب، ما تاخدش بقى سهوله طنطا سهوله دي لعيبه بقى مش جهاز فني، انا بشوف ان عمليه التسديد يا كابتن باستمرار بتضغط بشكل كبير على مصر زي الزمالك زي كله ربيع على المستوى الفني يا كابتن شريف، معانينا في ماتش مباراه طنطا ده انا كنت قاعد مكسوف بصراحه. بالنسبه لسلبيات الفرقه مع حسام، اولا اثنين حاجتين مهمين جدا، التصويب ده قليل جدا، المعدل التصويبي خلال ال 90 دقيقة خد بالك في مباراة كابتن شريف قليل، واكيد الملاحظة دي عندك وعند كابتن فاروق. اثنين الثوابت، تقول له ما ينفعش الثوابت دي حل من الحلول، التصويب والثوابت النهارده الهجوم الضاغط والكثافة الهجومية بتخلق لك يا كابتن بتوجد لك 12 13 15 17 كورنر خد بالك، والفاولات الجانبية يا محمد فاولات كتير جدا، لازم دي كانت تبقى كانت موجودة رامي، كانت موجوده سعد السمير، لابد من تيم النادي الاهلي واليوم اللي فيه المباراه يستفيد منه، مش كله جيم سير مباراه جاري في تحركات في تمرير، ممكن الجيم يبقى مقفول يا كابتن شريف في حال محمد كتير جدا، لكن احنا كنا بنطلع من كره نجيب جول، من تصويب نجيب جول، كلنا بناخد بالك هو ده النادي الاهلي، فالحاجتين دول مهمين جدا واكيد الكابتن حسام بيطورهم وبيشتغل عليهم باذن الله تعالى، وهتلاقيهم ان شاء الله في الماتشات الجايه منه. والله يا كابتن هي لازم طبعا عمليه الضغط على الفريق الثاني ده باستمرار، لقيت عبد الله وصالح جمعه وباقه
رايحين ناحيه الكورنر ده بيلعبوا تريك في الكورنر شكله معين. انت عندك حق، حطوا ثوابت قدام ال... انت عندك حق. لا انت عندك حق كابتن الشريف، هو كابتن الشريف يروح الساعه 7 الصبح على الساعه 8 الصبح. انت اللي بتقول، انت اللي بتقول، احنا ما بنقولش ولا حاجه. مش فاضي. لا 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 بنتفرج على نجم الحته دي دلوقتي. يعني ربنا يركز فيها، راجل اصيل وانسان محترم. لا هو فعلا كابتن حته المدرب، ان انت مدرب وبتعود اللعيبه على حاجه غصب عنه، لو ما عملهاش هتقوم مصفر. تعالى يا عم، احنا مش لسه متكلمين وقايلين احنا لازم نعمل 1 2 3 4؟ احنا اتغلبنا جون من فرقه بكورنر احمد عادل بص لقاها جوه. مش لازم نقف صح عند العرضه الاولانيه، مش لازم دي ما تحصلش. روح تروح براحتك يعني، مش مشاكل. مالكش دعوه يا ربيع بالمروح، انا بروح صدف. انت عايز كلامك كابتن، انت كل خسر عملت ولا رحت وشوف. انا قلت حاجه عم. لا لا كابتن، وحمل حقك انت كمان برضه تروح. لا انا ما بروحش كابتن ربيع. عايز كلامك على وليد ازارو، يعني لحد ما انا شايف ان هو ايه مختفي شويه في الفتره اللي فاتت عن التهديف. جايب بنت الماتش اللي فات يعني، لحد ما احنا عايزينه الجزء اللي هو اخذه حته الثقه بالنفس في حته التهديف تزيد شويه، وده مهم جدا ان هو دايما لازم يبقى طماع شويه. هو احواله احسن، احواله الفنيه احسن من الماضي. وليد دلوقتي بدا يعني ينضج شويه بعد ياخد خبرات في الثلث الامامي، بدا يعمل انسجام وتفاهم مع الثلاثي الهجوم اللي تحتيه، بدأ يروح على الجول زي ما قلت يا كابتن محمد. دي إن شاء الله حاجة اسمها تخصص، لازم الكابتن حسام بمشيئة الله تعالى، وأكيد حسام طبعا بيعمل تخصص مع رؤوس حربة كتير جدا أكيد، والفراودة لها وظيفة في التلت الأمامي وفي حتته، إنه بيجري إزاي بالعرض، يجري إزاي بالطول، يجري إزاي تمركزه. فأكيد الحاجات دي مع الوقت ومع إن شاء الله الثقة بترجع لوليد. وليد ثقته في نفسه دلوقتي أحسن من الأول. الأول خلي بالك كان بيروح، وبعدين هو ثابت على طول، دلوقتي بيعتمد عليه بشكل أساسي بشكل دي حقيقة. فبرضه بص يعني هو بيروح صح وبيجري كتير وعنده ما شاء الله سرعات كويسة جدا، لكن مع الوقت لأنه سنه صغير وحجم النادي الأهلي مش عارف هو في إيه، وحجم الرقابة خلي بالك برضه، وحجم صلابة الدفاع اللي بيلعب، لأنه أول واحد بأمان معاه خلال المباراة هو راس حربة الصريح وليد أزارو. فوليد بيحاول وماشي كويس، وان شاء الله القادم بالنسبه له بافضل. دايما هو ثقه للفريق يا كابتن في حاله استغلال الاهداف يا كابتن. جه له مروان كمان يعني، ومروان طبعا هيبقى حافزه اكتر يعني، هيخليه في السرعات. بس هو الحقيقه الامتياز اللي هو فيه وليد دلوقتي سرعته بتهز اي دفاعات موجوده، وخاصه بقى ان النهارده فرقه النصر عندها 2 ورا ممكن يسلموا لك الجيم في اي وقت، محمد حجاج وخالد رضا. يعني دول عندهم برضو بطء شويه في الاداء، مع وليد ازارو هيقابلوا مشاكل كبيره قوي. لا هو واضح من يعني وجود فريق النصر عنده مشكله في خط الدفاع زي ما انت بتتكلم يا كابتن، لازم انت تستغلها من اول ماتش. عشان كده كابتن ربيع توقعك من بدايه اللقاء ضغط بشكل مستمر من النادي الاهلي. ضغط ان شاء الله باذن الله مبكر جدا جدا باذن الله، وسير المباراه في التزام، وان شاء الله تسجيل هدف بمشيئه الله تعالى على الاقل في الشوط الاول. قول لي بقى النتيجه يا كابتن، نفسي بقى النتيجه ان شاء الله. نتمنى من ربنا التوفيق باذن الله تعالى، واكيد ان شاء الله النتيجه النهارده هتبقى في صالح النادي الاهلي بسكور كويس بمشيئه الله تعالى. كابتن الشريف سكور كويس ان شاء الله. مفيش 3-1 المره دي. كل مره كابتن الشريف اختار لفظ 3-1. الحمد لله الماتش اللي مش عارف يصور ده، ما كانش فيه رامي ربيعه، ما اقدرش انت ورامي ربيعه موجود دلوقتي اقول 1 و2 و3. احنا حتى لما قال مره 4 قال لك 4-1. انت قلت لي كابتن صالح سليم قال لك ايه؟ الحال اللي ماشي كل ماتش بيخش فينا جول، هنعمل ايه؟ مش بتغير الجول بتاعك وبتغير الديفنس بتاعك وبتغير والروتيشن واللعيبه عندك مرهقه؟ لو انت جيت ما دخلتش عندك عندها ايقافات، ما انت لازم تتعرض للزيارات. انت قلت بتوجيت 3-1 على فكره، بس ما دخلش الحمد لله. صح كابتن ربيع، هو اخر 3-1 وكسبنا 3-0. بص يا ربيع لو هتبص لي في كل طيب خليني اقول لك كابتن، ان شاء الله النهارده يبقى استعداد قوي لمباراه القمه بامر الله، وده مهم جدا. في نفس الوقت احنا يعني بنحترم فريق النصر بشكل كبير، هو فريق مميز، فريق من خلال تصريحات كابتن سيد عيد المدير الفني ان هو يعني ما بيبصش نتيجه، وبيبص لاداء فني جيد بالنسبه لفريقه. واعتقد ان انت تحت يعني بما ان احنا بنسمع حاجه زي كده لازم نحترم هذا الفريق، ووارد جدا ان انت تلاقي فريق بيكافح بشكل كبير قدام فريق النادي الاهلي اللي هو افضل الانديه المصريه في التوقيت الحالي. تتكلم ان هو هيعمل عايز يعمل مباراه كويسه، لكن ان شاء الله احنا من خلال فرقتنا ومن خلال الشكل الفني ان شاء الله العالي اللي هنشوفه النهارده بامر الله، ونتمناه طبعا نكسب الثلاث نقاط ونكسب هذه المباراه ونستعد بشكل جيد لمباراه القمه ان شاء الله، اخر مباراه في الدور الاول. طبعا احنا ذكر حضراتكم لسه فاضل لنا مباراه مؤجله امام المقاولون العرب من هذا الدور الاول في موسم 2017-2018. كامل التوفيق لفريقنا ان شاء الله، هنكون موجودين معاكم من خلال استاد الاهلي بعد المباراه وتحليل فني لهذه المباراه.
مبروك لكل الاهلاويه، فوز مهم النهارده في طريق ان شاء الله الحصول على بطوله الدوري، ويرتفع رصيد النادي الاهلي لنقطه 36 بفارق نقطه واحده ما بينه وما بين فريق الاسماعيلي متصدر الدوري حتى الان. الهدف الاول جه عن طريق ايمن اشرف بعد خطا من حارس مرمى النصر محمد مصطفى، ثم الهدف الثاني عن طريق وليد سليمان من ضربه جزاء صحيحه، ايضا الهدف الثالث كان عن طريق وليد ازارو من ايضا ضربه جزاء صحيحه، والهدف الرابع والاخير كان من عن طريق اللاعب اسلام محارب البديل. واسلام محارب طبعا متالق هذه الايام مع النادي الاهلي ويحرز الهدف الرابع. اسلام محارب مبروك للنادي الاهلي، مبروك لكل الاهلاويه، ثلاث نقاط مهمين. يتبقى مباراه مؤجله امام المقاولون العرب، وايضا مباراه الزمالك القادمه ان شاء الله يوم 8 يناير. كل التوفيق لفريقنا ان شاء الله، دائما في تالق مستمر. ان كان الشوط الثاني كان مختلف عن الشوط الاول، الشوط الثاني كان في اثاره من النادي الاهلي، كان في اداء مختلف. الشوط الثاني الى حد ما الاداء هبط شويه، ولكن طبعا النادي الاهلي احرز اربع اهداف وتالق بشكل كبير مجموعه من اللاعبين. برحب مره اخرى بكباتن مصر وكباتن النادي الاهلي كابتن شريف عبد المنعم. كابتن شريف برحب بحضرتك. كابتن شريف مبروك كابتن. الله يبارك فيك. ايضا كابتن ربيع ياسين. كابتن ربيع برحب بيك مره. اهلا بيك يا محمد. الف مبروك. مبروك كابتن. يعني كابتن كنا بنشوف او احنا بنتفرج على المباراه، مبروك طبعا واربع اهداف، نتيجه كبيره، نتيجه كويسه، اعتقد انها مرضيه للجهاز الفني واللاعبين والجمهورنا طبعا اللي دائما بيتطلع دائما للفوز لفريقه. لكن الشوط الاولاني مختلف تماما عن الشوط الثاني كابتن شريف. ده كلام مظبوط يا كابتن فاروق. احنا بنستفيد من المباريات اللي فاتت والمباراه دي، بعض التحركات، بعض اللاعبين بيخشوا جوه في الفورمه، بنشوف استمرارية اللعب اللي احنا كنا شايفينه السريع اللي بعد ماتش بتروجيت في الشوط الثاني. الحالة اتقلب هنا، الحالة اتقلب ان احنا عندنا الشوط الاول هو البطل، الشوط الاول هو اللي فيه طمأنينة، فيه احراز اهداف، فيه حرية اللاعبين جداد في الملعب زي احمد حمدي عايز يلعب ويخش جوه الماتش، فكان متوفق وجاب ضربة جزاء. انما اللعيبة خدت اللي هي عايزاه من المباراة وما ادوناش احنا اللي احنا نفسنا كنا نشوفه، او تكمله لمباراه بتروجيت من الشوط الثاني. اللعيبه خدت الثلاث نقاط وكان حظ معاهم، حتى ان كان ممكن فرقه النصر تعود وتروح وتهدد وراحوا جونين، حتى وان كان كفحه كابتن في الشوط الثاني. لعبوا كوره وانت اللي بتخلي المنافس اللي قدامك، يا اما هو اللي بيخلي يعني قلنا بنخليه تحت ضغط وهو دايما مش ملاحق وبنعمل له ارهاق نفسي وعصبي داخل الخطوط وداخل المناطق عشان ما يقدرش يعمل عليك اللي هو بيحصل. انك انت الشوط الثاني تشوف ادي الشغل بتاع الشوط الاولاني، رؤيه كويسه قوي، ثرو باس معمول كويس، تحضير، تنفيذ مش على اعلى مستوى انما 70 80% برضه كويس، فكل حاجه كانت موجوده في الشوط الاولاني اللي يؤهل النادي الاهلي انه يعمل نتيجه كبيره زي الاربعه دي. انما كانت المفاجاه بالنسبه لنا ان في استسلام للملعب، استسلام للكوره، ما فيش السعي والكر والفر اللي انا ببقى عايز فيه يبقى الصوت وليا والغيره. يعني انا شايف وليد ازار المفروض يبقى عنده غيره، ان الديفندر هو اللي بيجيب الجون، نص ملعب هو اللي بيجيب الجون، هو صانع السرعات والاختلافات اللي موجوده في الخطوط كلها، ليه ما بيضمنش لنفسه ان هو يحرز هدف بدل ما هو ضربه جزاء كده؟ الناس بتحب دايما اللعيب اللي هو المبتكر، اللعيب اللي زي مؤمن زكريا وعبد الله السعيد والناس دي. ف هنطلع من المباراه النهارده بسؤال برضو، محمد الشناوي التغيير ده كان شكله ايه يا كابتن فاروق؟ الناس كلها بتسال وانا بسال، هل ده اصابه او شد او اي حاجه؟ وهل هذا الشكل اللي انت كنت بتعده، يعني طبعا ده هدف شكرا بتاع محمد مصطفى سميناه الهدف الاولاني شكرا، وكانت هتخش لوحدها حد، انما احنا عايزين نعرف هل ده المستوى اللي احنا كنا متاهلين ليه عشان نوصل لمباراه الزمالك اللي جاي، وهل هو ده المطلوب؟ المطلوب الثلاث نقاط، خدنا الثلاث نقاط، انما علينا العوده اللي هو قدامك ست ايام دلوقتي، هتريح تبتدي تعمل بقى تفتكر نادي الزمالك، هتشوف فرقتك، هتشوف اللعيبه اللي انت كنت مريحها، هتشوف الاصابات. مطلوب سرعات اكتر، مطلوب عدم التراخي وعدم اللعب على فترات. طيب خلينا نروح كابتن ربيع، بس قبل ما اروح لحضرتك اروح سريعا لكابتن سيد معوض ولقاء طبعا ما بعد المباراه ورايه في اداء الفريق وهذه النتيجه. لكن تعليقك على النتيجه وشكل المباراه.
الحمد لله، يعني الحمد لله مكسب كويس بأداء معظم فترات المباراة جيد جدا. النهاردة عندنا مكاسب كتيرة جدا الحمد لله. عدد من اللعيبة اللي كانوا بعيدين بقالهم فترة ما بيشاركوش، النهاردة شاركوا أدوا أداء كويس جدا. يعني أنت برضو عندك مباريات مهمة الأيام الجاية، مباراة نادي الزمالك وبعد كده مباراة السوبر المصري، فالنهاردة استعداد قوي جدا ومكسب مهم، وخاصة ما تكسب بنتيجة كبيرة زي النهاردة 4 برضو، دي بتدي لك حافز كبير جدا، بتخلي الأجواء حتى بالنسبة للعيبة والجهاز بتبقى أجواء كويسة والأمور رايحة للأحسن الحمد لله. بعد المباراة اللي فاتت مباراة بتروجيت الشوط الثاني كنا كويسين جدا، النهاردة تكملة المباراة اللي فاتت عندنا فترة مهمة، إنما هم المباراتين الجايين مباراة نادي الزمالك ومباراة نادي المصري دول مهمين جدا، وأظن النهاردة استعداد قوي جدا للمباراتين دول إن شاء الله. فكرة الدفع النهاردة بأحمد حمدي وهشام محمد وإنك تبدأ كمان بأحمد حمودي بعد فترة، الجهاز الفني كان بيفكر في الحاجات دي عشان يكون عنده بدايل، وإنك تريح عبد الله سعيد وأجاي للمباريات القادمة، ده كان كل ده فكر من الجهاز الفني، وإنت عندك ضغط مباريات كمان. انت ما بيجي لك فرصه كويسه ان انت تقدر تدخل حد بتدخله، بس اهم حاجه تدخله في الوقت المناسب عشان ما ياثرش على الفرقه وعلى النتائج وعلى حتى الاداء. الحمد لله النهارده اللعيبه اللي دخلت كلها لا كان في ريتم اداء موجود. الشوط الاولاني كنا ماشيين بشكل كويس، الشوط الثاني يمكن بدايتنا كانت بطيئه شويه، انما في اخر 10 دقائق او ربع ساعه لا الامور كانت مختلفه تماما. التغييرات اللي نزلت النهارده كانت كويسه جدا، فلا معظم اللعيبه احمد حمدي بالنسبه لي انا شخصيا من اهم اللعيبه خلال الفتره الاخيره في النادي الاهلي، وان شاء الله هيبقى ليه دور مهم جدا، والنهارده من المكاسب الكبيره. وكل مباراه بيلعبها حمدي بصراحه بيأدي اداء كويس، حتى اما نزل في مباراه بتروجيت كتغيير فرق معانا بشكل ايجابي جدا، ادانا استحواذ جيد جدا. حمدي من اللعيبه الكويسه، عنده بيعرف ينشب الكوره، شايف عنده رؤيه معظم الوقت، فمن المكاسب النهارده. واللعيبه الثانيه كلها يعني ادوا اداء جيد، بس انا بتكلم عن حمدي عشان هو بعيد بقى له فتره، وممكن دخل اخر مباراتين مباراه بتروجيت دخل والنتيجه كانت 0-0 كان له تأثير إيجابي، والنهارده برضه كبداية كويسة جدا بالنسبة له. فوجئنا بنشاطي المباراة تهير حارس المرمى، خرج الشناوي ونزل أحمد عادل، إصابة طبيعتها وإمكانية إن ممكن الشناوي يلحق ماتش الزمالك. لا إن شاء الله هيلحق، ما فيش حاجة. الشناوي اشتكى بس في كورة شاطها شد بسيط في الضمة، فإحنا مش عايزين نجازف بأي حد، والحمد لله كانت النتيجة حتى الشوط الأولاني 2-0، وعندك برضه اطمئنان لعادل لما نزل، فالأمور عادية، فأنت بتحافظ عليه عشان عندك زي ما قلت لك في الأول ماتشين مهمين جدا، فلازم إن شاء الله كاملين بكل قوتنا. طيب مباراة الزمالك بقى ده السؤال اللي بيهم كل جماهير الاهلي في التوقيت الحالي وعلى مدار السبع ايام القادمة، كيف يستعد لها الاهلي، وهل هناك فكرة كمان لدخول معسكر مغلق، ولا تستعد المباراة دي ازاي، وشايفها ازاي كمان كمباراة في سباق المقدمة ومباراة قمة لا تخضع لاي توقعات او مقاييس؟ لا يعني ممكن الاستعداد يمكن خلال بكره او بعده، او ممكن يبقى يوم الخميس ان شاء الله عندنا مباراه وديه لمعظم اللعيبه اللي ما شاركتش عشان يبقوا جاهزين برضو قريبين من الفرقه، والتمرين هيبقى بشكل طبيعي يعني بشكل يومي زي ما بنتمرن، اكيد في تركيز اكبر. دي مباراه مهمه جدا، مباراه قمه الناس كلها بتتابعها، واكيد احنا عندنا حافز ان احنا نكسب، لان انت برضو مباريات الدوري كلها بتقربك، وخاصه المباريات الكبيره زي دي، وبعديها باربع ايام عندك مباراه المصري، فهيبقى دافع المكسب هيبقى دافع كبير جدا للفتره الجايه، فلا في تركيز ان شاء الله، مباراه مهمه، انما احنا ان شاء الله زي ما قلت لك اهم نقطه نوصل ليوم المباراه بكل قوتنا، لعيبتنا كلها تكون كامله ان شاء الله، وما عندناش اصابات ان شاء الله. ربنا يخليك يا حمد. مبروك لكابتن سيد معوض طبعا والجهاز الفني بالكامل وللاعبين، اكيد طبعا سعاده بالثلاث نقاط بالنسبه لنا وبالنسبه لجمهور النادي الاهلي، لكن الاستعداد الاقوى ان شاء الله للمباراه القادمه، مباراه القمه، مباراه الاهلي والزمالك في اخر مباريات الدور الاول. كابتن ربيع، بالنسبه للمباراه وتقييمك لاداء النادي الاهلي بالنسبه لشوطي المباراه؟ ما احنا لو لقينا الفوارق الكبيره جدا هي اللي حسمت النادي الاهلي لعب الشوط الاول بريحيه كتيره جدا بمساحات، وقلنا ان ما فيش يعني الاهلي كان بيلعب هجوم ضد دفاع فعلا، مفيش فريق النصر دخل المباراه في الدقيقه 27 بكوره عنده اسلام عيسى، ولد لعيب كويس، عمل فنت وخداع بينه وبين رامي راح جنب القائم، بس انما ملوش الاهلي هو اللي عمل انتشار، الاهلي هو اللي جاله اكتر من كورن، اكتر من فاول، اكتر من هدف ضايع، الاهلي هو اللي قدر يوصل الشوط الاول كتير جدا جدا. الشوط الاول الاهلي بصراحه عمله رائع وقدر ان هو يسجل هدفين.
ادي النادي الاهلي الفوارق الكبيره جدا في الفنيات، الفوارق الكبيره جدا في الجانب البدني، الفوارق الكتيره في الجانب المهاري، الفوارق الكبيره جدا في الجانب الخططي، خطط اللعب النهارده وشغل كبير جدا خلال 45 دقيقه قدر النادي الاهلي يخلص المباراه، ياخد اللي هو عاوزه. الشوط الثاني محمد مختلف تماما لما بتكلم بالتفاصيل على الدقائق بتاع الشوط الاول والثاني هتلاقي ان مختلف تماما. الشوط الثاني الاهلي جه في الدقيقه 86 بهدف ثالث عن طريق ازارو بنالتي، وهدف الرابع حسين محارب. فريق النصر مع انه فريق طبعا يعني نقدر نقول يعني الخبره والقدرات هي اللي حسمت الشوط الثاني، بس انما مفيش لعب، مفيش خطط لعب، مفيش تطوير جانب مهاري، مفيش وسط ملعب، مفيش تمرير، مفيش تحرك على الواقف. الاهلي بيلعب الشوط الثاني على الواقف، سجل هدفين في اخر من 86 لحد ما الحكم صف. انما الفريق بتاع وبعدين في النهارده سلبيه، انا يا ريت عم ايد هنا، في سلبيه في الثوابت خطيره على النادي الاهلي. الثوابت فاولات محمد بتروح محدش بيمسك، ما ينفعش. انا مسجل حالتين النهارده ان شاء الله اجيبهم باذن الله تعالى نتكلم عليهم يا كابتن. خلينا نروح بس سريعا للكابتن احمد ايوب ولقاء مع زميلنا محمد سعيد ولقاءات ما بعد المباراه. اتفضل محمد. شكرا لك كابتن محمد فاروق. ضيفك الكريمين كابتن ربيع ياسين كابتن شريف عبد المنعم بانتصار هام ومعنوي على فريق النصر باربعه اهداف مقابل لا شيء وفي توقيت غايه في الاهميه قبل مباراه الزمالك. معي في هذه اللحظات الكابتن احمد ايوب المدرب العام لفريق النادي الاهلي. كابتن ايوب بقول لك مبروك المكسب، انتصارات متتاليه لبتروجيت بثلاثيه النهارده، النصر بربعيه، لكن جهاز الفني كيف يرى هذه المرحله؟ طبعا هي بقول الحمد لله طبعا في البدايه، وبرحب بكابتن ربيع وكابتن شريف ومحمد. هي مرحله مهمه بالنسبه لنا، خلاص داخل على نهايه الدور الاول، فاضل مباراتين ان شاء الله ربنا يكرمنا ونكسبهم تتصدر، وده الهدف اللي احنا شغالين عليه من 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 فتره، ولكن يمكن الفتره الاخيره تعطلنا بعض الشيء، ولكن الحمد لله رجعنا بسرعه ومكسبنا ان شاء الله الفتره الجايه نتصدر الدوري وان شاء الله نحافظ عليه ونكسب البطوله السنه دي. يمكن النهارده مباراه مهمه، يمكن فريق النصر انا بقول نتائجه ما بتعكسش اداء الفرقه دي الفتره الاخيره، وعامله نتائج ايجابيه. كان في تركيز النهارده كبير ودخلنا في المباراه من البدايه، ربنا وفقنا احرزنا هدفين الشوط الاولاني وهدفين الشوط الثاني، يعني رجحوا كفتنا وخدنا ثلاث نقاط، وده المهم في المباراه وفي الفتره دي. بعد كده عندنا طبعا مباراه صعبه مع فريق الزمالك، وبعد كده الجيش، فكان يهمنا النهارده المكسب يعني الحمد لله. طيب اتوقف عند انك ريحت عبد الله السعيد في التوقيت الحالي واديت اجازه لجونيور اجاي، وكانت في اصابات جت مفاجاه زي اصابه حسام عاشور، فبالتالي كنت محضر لشكل معين في التوقيت الحالي، ده لسهوله مباراه النصر، ولا كمان انت شايف المرحله القادمه تحتاج ان انت تريح مجموعه الاساسيه عشان فيها ضغط مباريات ومباراتين مهمين، مباراه الزمالك ومباراه السوبر؟ لا مفيش حاجه اسمها لسهوله مباراه النصر، المباراه كلها صعبه، المباراه كلها زي بعض وكلها ثلاث نقاط، ولكن انا بقول لك يمكن النادي الاهلي حظه الوحش انه الفتره الاخيره يعني يكمل في موسمين ورا بعض، كمان الموسم ده مضغوط اكتر من الموسم اللي فات لانك عاوز تخلصه في وقت معين عشان كاس العالم. طبيعي جدا ومهم جدا بالنسبه لنا انك تريح لعيبه، انت بتريحها علشان تحافظ عليها، بتريحها علشان تعمل ريكفري شويه وترجع لمستواها بعد كده، بتريحها لانها محتاجه الراحه، ولكن مهم جدا وانت بتريح اللعيبه وانت بتدور لعيبه تختار التوقيت المناسب واللي كمان ما يضرش الفرقه. ده مش معنى كده انك بتبص للمنافس اللي هتلعبه ابدا، ولكن انت بتبص لحاله اللعيب والتوقيت اللي هو المفروض يريح فيه. يمكن اجاي لعب مباريات كتيره، ويمكن الفتره الاخيره كان الكيرف بتاعه نازل شويه، فطبيعي لازم يريح يعني. عبد الله السعيد كل المباريات كان بيشارك وبيقدم مستويات مميزه وراجل مجهد، وكان لازم ياخد حقنه في توقيت معين، فانت برضه بتختار التوقيت المناسب للعيب اللي تريحه، وكمان تدخل لعيب بتجهزه للفتره الجايه. هي معادله طبعا صعبه، ولكن كل الحاجات دي في دماغ الجهاز الفني وكابتن حسام، ولازم يفكر فيها وتدرس بعنايه عشان لما تاخد قرار يعني ما تضرش الفرقه ويفيد الفرقه اكتر يعني. بخلاف التغيير الاضطراري الشناوي، تغيير حمودي كان نتيجه اصابه، وفي نفس الوقت برضو هل كانت هناك فرصه للدفع بمروان لولا ظروف الاصابات اللي حصلت في المباراه؟ يعني وارد انت مروان النهارده كان موجود معانا وشارك المباراه
الجولة الأخيرة. كان وارد التغييرات يكون فيها اختلاف، ولكن أنت في المباراة بتتعامل مع سيناريو ممكن يتغير في لحظة نتيجة أي شيء يحصل في المباراة أو نتيجة إصابات. يعني شوف كان التغيير الشناوي النهاردة يعني يمكن عطل لنا تغيير لاعب تاني عاوزين نحافظ عليه، لأن الشناوي ما فيهوش حاجة لكن هو اشتكى، إحنا حبينا نحافظ عليه. بعد كده يمكن وليد كان بقاله فترة ما بيشاركش بصفة منتظمة، لعب المباراة اللي فاتت كلها، النهاردة بيشارك، محتاج يريح بعد فترة غياب طويلة. حمود اشتكى في الآخر، اشتكى اللي عنده تقل، يعني برضه حس بالرجلين الاثنين الخلفية فيهم تقل، لأنه برضه حمود الفترة الأخيرة ما كانش بيشارك، وده طبيعي جدا. أنا بقول لك عشان كده مهم جدا بالنسبة لنا إنك هتريح اللعيب إمتى وهتدخل اللعيب إمتى، طبعا مهم جدا كل الحاجات دي. طيب اختم مع حضرتك واسالك عن مباراه القمه امام الزمالك، الجهاز الفني بينتظر في هذه المباراه بيستعد لها ازاي؟ امامك مساحه وقت يمكن اخيرا، يعني في مساحه وقت بين مباراه ومباراه تحديدا خلال الفتره الاخيره يعني، وبرضه في فكره معسكر مغلق من بدري، ولا الجهاز بيرى المرحله دي ازاي؟ يمكن احنا الفتره الاخيره يعني كان كل تفكيرنا في كل مباراه على حده، لان هي في النهايه المباراه كلها متساويه بثلاث نقاط. مباراه الزمالك هي مباراه كبيره، مباراه قمه اكيد بين الناديين وبين الجماهير، ولكن النهايه في مسابقه وبثلاث نقاط زيها زي اي مباراه. ان شاء الله احنا يعني من بكره هنستعد لمباراه الزمالك، خلاص هنبدا نتفرج على الفرقه ونشوفها بشكل مكثف زي ما بنعمل مع كل الفرق. ربنا يكرمنا. يعني انا بقول لك هدفنا طبعا الفتره الاخيره دي من الدور الاول ان احنا نكسب عشان تتصدر، ان شاء الله نتصدر ونكمل ان شاء الله. وانا بقول لك يعني اكيد الجماهير مستنيه المباراه، واحنا واللعيبه، لان هي مباراه الناس كلها بتستناها. وان شاء الله ربنا يكرمنا ونقدم يعني اداء كويس ونكسب ونحافظ على الصداره ان شاء الله، نوصل لها ونحافظ عليها ان شاء الله. معسكر مبكر ولا تدريبات بشكل يوم عادي وحتى في مباراه وديه يوم الخميس؟ والله طبعا المعسكرات انا حاسس ان انا عايش في معسكر الفتره الاخيره، يعني كل يوم نروح ويوم نرجع المعسكر عشان في مباراه. طبعا لسه اكيد هيبقى في ترتيبات اكيد خاصه للمباراه، ولكن يعني هيبقى في اكيد جلسه مع كابتن حسام وهنعرف بالظبط ايه اللي هيتم خلال الفتره الجايه ان شاء الله. مبروك ايضا لكابتن احمد ايوب، وان كان ثلاث نقاط مهمين طبعا زي ما قال زميلنا محمد سعيد مع كابتن ايوب، وكابتن ايوب اوضح ان كل مباراه احنا بنهتم بيها لان كلها بالثلاث نقاط، كل مباراه ليها ثلاث نقاط بتوعها، فبالتالي سواء بقى الفريق اسمه ايه احنا بنركز بشكل كبير. نتمنى طبعا ان احنا حمودي والشناوي نطمن عليهم واصابتهم ان شاء الله، لو بكره في كشف طبي بشكل قوي نقدر نعرف ان شاء الله هيكونوا موجودين في مباراه القمه بامر الله ولا هيكون ده في مشكله بالنسبه لاصابتهم. يوم الخميس ان شاء الله استعدادا لمباراه القمه في مباراه وديه امام البلاستيك ان شاء الله كامل التوفيق، واكيد النادي الاهلي بيستعد من خلال هذه المباراه، لان انت بتتكلم في ست ايام دول كفيله ان انت ممكن تريح وفي نفس الوقت تعمل مباراه وديه تشوف بعض اللاعبين اللي ممكن بيستعدوا ان شاء الله لهذه المباراه، مباراه القمه. كابتن شريف واحنا بنتكلم نص ساعه الاولانيه هدفين للنادي الاهلي لحد ما طمنوك على نتيجه المباراه، فبالتالي الامور بقى في ثقه للاعبين، بقى في تفكير بقى في مباراه الزمالك القادمه من وجهه نظر كابتن الامور بقت اهدى، امور بقت هشام محمد عايز سرعات قدامه زي ما قلت لك، بيحب يشوف الملعب، عمل رتم للفريق على اساس انه يسلم ويستلم، انما كان في حاله من اللاعبين خلاص رجعنا تاني للاعتماد على بعض. الشوط الثاني بقينا بنعتمد على بعض، بنعتمد على السرعات. اللي انقذ الشوط الثاني التوفيق ان مفيش كور دخلت فيه جول او اي حاجه، والكوره دي طبعا ضربه ثابته لو انت فاكرها، والراجل شاطها كويس جدا وكانت ممكن تبقى هدف يعني. فلازم النادي الاهلي يعرف واللعيبه لازم تعرف ان هم ممكن يخش فيهم جول في اي وقت، في اي هجمه، في اي عرضيه بتتعمل عليهم، زي ما هم بيجيبوا جوان، زي ما خلاص الحكايه بقت كله مشروع، مفيش حاجه اسمها مفاجآت. اي حاجه فرق بتروح تجيب ثلاث اجوان في ماتشات وبتعرف وبتكسب المقصه وبتكسب الناس اللي هي كسبتك، فهي موجوده في الملعب، وده احنا اطمنا عليه زي ما انت قلت ان احنا جبنا هدفين ورا بعض. هدفين دول اللي خلوا لنا ان احنا نخش نص الملعب الثاني على اساس ان احنا نمتلك، ولكن كان في صحوه من فرقه النصر هي احرجتنا كلنا وخلت شكل الملعب ان الاستحواذ بقى اصبح لفريق النصر فجاه، والرغبه لفريق النصر فجاه، وتحركات اللعيبه كلها. اسلام عيسى ده عمل جيم افضل اللاعبين النهارده، عمل جيم 10 على 10 من اول الماتش الحقيقه الراجل. فالثبات اللي كان عندك انت واستقبال الكوره والثقه اللي عندك في النفس والخبرات اللي قال عليها ربيع، هي دي اللي خلتك موجود في المباراه. لما انا عايز ادي حسام بدر برده حقه،
انه عمل تغيير ومفاجأة بالنسبة لنا اللي هو مؤمن زكريا. يعني مؤمن زكريا الحقيقة عمل ريتم وعدى من واحد واثنين وثلاثة وليه. هل كنت تفضل كابتن ربيع وكابتن شريف ان مروان هو اللي كان ياخد مش مؤمن؟ ربيع كان بيفضل مروان طبعا. احنا بنعرفش بقى الحاجات اللي جوه في الملعب. هل هيستفيد من مروان في المرحلة اللي انت مهجوم عليك فيها في الوقت ده كله؟ هتاخد مروان عشان تلعب بمهاجم ولا انت محتاج انك انت تعدى من نص الملعب؟ فراح منزل مروان مؤمن على اساس انه يمسك كرة، وفعلا كان لينا من التغيير ده نتيجة إيجابية بالهدف الرابع. طيب كابتن مروان كابتن كنت بتفضله حاجة؟ احنا كده كده كل الناس جاهزة. اذا كان اسلام ماشي خلاص، مؤمن ماشي خلاص بس ومؤمن في فورمة وكويس وخلاص، يعني انا اجهز مروان لان دخل راس حربة تاني، انا بدور على راس حربة صريح تاني مع ازارهم انت ما عندكش. فمروان رجوعه وقعد احتياط النهارده يستفيد كويس قوي، كنت برضه في ماتش سهل، لان خلي بالك انت داخل على ماتشين جامدين جدا، داخل على الزمالك وداخل على السوبر المصري. صحيح. فكنت جايزه حتى لما تعادوا يبقى تحس ان انت ممكن تستفيد بيه، خاطر رجليك خدت واخد بالك على جو الماتشات الرسمي. هو ده وجهه نظري انا. لكن هو حسام ادرى في نفس الوقت عمل التغيير. اسلام احنا زي ما قلنا اسلام كان لازم يبقى موجود. يمكن موضوع الشناوي اللي زنق الدنيا شويه. صحيح. مفاجئ تغيير. تغيير مفاجئ يا كابتن، ممكن يكون فعلا في ترتيبات دايما للجهاز الفني والمدير الفني. ولكن طبعا الاصابات بتبقى برضو. حمودي اعتقد ان برضو تغيير ممكن يكون اضطراري، ممكن ما يكونش ده التفكير عند كابتن حسام. وكمان حمودي الاصابه يعني اصاباته كتيره جدا. حمودي بيرجع ويتصاب يرجع ويتصاب. حمودي برضو يعني موضوع اصاباته ده كتير جدا، لازم يبقى في حل لاصاباته باذن الله تعالى، مهم جدا. لان حمودي من اللعيبه الكويسه والركائز اللي ممكن يستفيد منها خط هجوم النادي الاهلي. كويس قوي، ولاعيب متحرك ولاعيب مهاري ولاعيب بيروح على الجول ولاعيب بيصنع اهداف. فان شاء الله تكون اصابته الاخيره باذن الله تعالى ان شاء الله. طيب بيبو بعد اذنك، لو الدقيقه 40 30 شوط اول تجيبها واحنا بنتكلم كده، ودائما اللاعبين في لاعبين اللي هم بينفذوا التكتيك بتاع المدرب يا كابتن شريف. في الدقيقة 40 30 دي انا شفت وليد سليمان راجع عند سن ال 18 بيتعامل، حتى بغض النظر عن وضع النصر كنادي وكفريق واحنا كسبانين 2-0، ونلاقي ان وليد سليمان في الجزئية دي اعتقد ان هو ده سبب من الاسباب ان مثلا اللعيبه تلعب كاساسيين يا كابتن. كاساسيين لا، ما هو انا اختيار اللعيب معين اللي هو بينفذ لي حاجات معينه. كابتن حسام البدري لو بيلعب بطريقه معينه 4-2-3-1 دايما، سواء بقى جاي او وليد سليمان، بتلاقيهم في الحاله الدفاعيه بينزلوا عند سن ال 18. النهارده انا لاحظتها مع وليد سليمان في هذه الجزئيه، لو بيبو يجيبها لنا، دايما الاختيارات لكابتن حسام هتكون للاعب المميز في الجزئيه دي. ده اللي انا كمان طلبته من احمد الشيخ، عشان احمد الشيخ يبقى موجود لازم يبقى فيه الحته دي، الحته الدفاعيه اللي هو السقوط لتحت. عشان كده دايما كابتن فاروق تلاقي فيه لعيبه موجوده بالشكل الاساسي والاعتماد عليها بالشكل الاساسي، وفي لعيبه انا بعتمد عليها في 30 35 دقيقه 20 دقيقه 12 دقيقه. فكل واحد بيبقى عارف امكانياته ازاي. اللاعب هو اللي بيوصل نفسه للمدير الفني. اللاعب هو اللي بادائه. يعني وليد سليمان زي ما انت بتقول نازل عند الحته دي عشان يتوج الماتش اللي فات، عشان يدور حركه، عشان يقول لك لا غنى عن وليد سليمان خلاص في الفرقه. بص يا كابتن هي دي تقريبا. بص وليد سليمان فين يا كابتن؟ اهو في الحاله الدفاعيه، عشان الراجل المارك بتاعه هو اللي رايح الناحيه الثانيه. يعني ما الراجل بيلعب بيلتزم. ده وليد سليمان يا كابتن. وانت عندك محمد صلاح في المنتخب ما هو بيعملها. صحيح. بينزل لغايه تحت. فشكل محمد صلاح احرج لعيبه مصر كلها ان هم يبقى عندهم شكل دفاعي وشكل هجومي، ويبقى عندهم نفس السرعات اللي موجوده، انه يقدر يعوض الكونتر اتاك بتاعه لما بيستلم الكوره يقدر يبني هجمه. وده اللي عملوه برده في ماتش بتروجيت، ما كانت كل الناس كانت مضغوطه واستلموا الكوره وعندهم العين والخبرات والسرعات ان هم يعملوا من الباص باص 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 لغايه لما وصلوا جون. هتشوف الكلام ده كله في الجول الرابع النهارده. لا انا اللي عاجبني كابتن ربيع ان وليد بالرغم ان انت كسبان 2-0 يعني خلاص الامور الى حد ما، ولكن التزامه بالتعليمات المدرب هي اللي بتخليه يبقى موجود بشكل كبير. ما هو طبعا مش انا قلت لك في حاجه اسمها التزام؟ ما ينفعش انت الراجل الناس دي لعيبه، جايب لعيبه كبيره في نادي كبير، بتخاف على النتائج، بتخاف على ترتيب، بتخاف على بطولات. في مجموعة وظائف المدير الفني بيحفظها للعيبة، في جانب دفاعي وجانب هجومي. الكرة الحديثة النهاردة زي ما بتدافع زي ما بتهاجم يا محمد، تحول دفاع لهجوم وهجوم لدفاع، لازم تقطع الكرة عشان تبتدي بعد قطع الكرة تبتدي تفكر أنت هتجيب الجول إزاي. بتقطع الكرة بتشوف الملعب كله وتشوف الرصة بتاعتك ومين اللي بيروح على الجول ومين اللي بيزود، واخد بالك، ومين اللي حاجات كتيرة جدا عند اللعيب. لازم اللعيب يكون شايف ال 22
المدرب بيفكر هجوميا وبيفكر دفاعيا. الفرق اللي ما بتدافعش كويس يا محمد بتخسر. الاهلي لو ما عندوش خط ضاري كويس، لو ما عندوش وسط ملعب كويس، لو ما عندوش خط هجوم كويس، عندوش 11 لعيب واقفين صح بيضغطوا بيقطعوا الكوره بيروحوا بيتحولوا، ما كانش ده وصل فيه. الجانب الاول في مجموعه وظائف منها زي ما قلت لك كان دايما يحفظونا، عندنا 14 مهمه 16 مهمه، في لعيبه عندها مهمتين وفي لعيبه عندها مهمه واحده، خد بالك. فده كله ده لازم موجود في الملعب. انا في حالتين يا محمد، دي 44 ودي 76، ضربتين اثنين ثوابت على النادي الاهلي. الشوط الاول يا كابتن، الشوط الاول في دي 44 44 الشوط الثاني في الدقيقه 76. دي من السلبيات اللي موجوده. الاربع اهداف خلاص، الاربع اهداف احنا عرفنا النادي الاهلي انه في اخر 10 دقائق قدر يسجل هدفين على الواقع، لان الفرقه استسلمت وحاولوا الشوط الثاني بامكانياتهم وقدراتهم، والفوارق الكبيره جدا في القدرات والفوارق الكبيره جدا في الخبرات هي اللي حسمت الثالث والرابع والاول والثاني. انما ما فيش كوره، ما فيش تمرير، ما فيش تحرك، كلها على الهدوء. يمكن هو دي الحاله، الفريق النصر يحسب له انه حاول، انه اجتهد، كان عنده ثوابت خطيره اكتر من تسديده، كان ممكن يسجل. يعني نادي النصر وصل، هو الضربات الثابته عنده فعلا كانت مميزه جدا. فريق بقول لك في عامل حالتين يعني خطر منهم وكذا، وفي كره رامي ربيعه طلعها لسه اقول لك عليها، برافو عليك. واكتر من تصوير يعني حاولوا شكلهم الشوط الثاني عشان الاهلي وقف، عشان الاهلي اطمن، زي الاهلي خلاص خدت اللي انا عاوزه. لا راحوا وراحوا وكانوا ممكن يسجلوا، وصلوا كان شكلهم كويس وفنشوا المباراه بشكل كويس جدا، انما الفوارق الكبيره هي اللي حسمت الاربع صفر. دائما المباريات زي كده وانت تجيب هدفين يا كابتن مع فرق بتستسلم سريعا لازم كنت تدوس شويه كمان طبعا. يعني حته ان انت تعمل سكور وتخوف كمان، يعني هتلاعب الزمالك فريق كبير، ولكن انت بتدي انذار للماتش اللي بعده، وبتدي كمان حاله نفسيه مختلفه بالنسبه لفريقك انك بتعمل سكور في مباراه قبل مباراه قمه. كابتن شريف بص، احنا دايما احنا لما بيبقى لنا سابق وبنجيب هدف واثنين بتحس ان اللعيبه خلاص اطمنت، فبيبتدوا يقلوا في المجهود على اساس انهم يخرجوا من المباراه باي كره فيها باص سليم، ويقدروا في الاطراف بتتحرك تقدر اللعيبه بيجي لها احساس ان العرضيات اللي بتيجي واحمد فتحي بينطلق وفي امان في الدفاع وفي امان من حارس المرمى، فخلاص بيقل مجهوده على اساس انه يطلع باقل مجهود كسبان الماتش وباقل الفرص ان هو يقدر يخطف كل شويه هجمه، يجيب جول ثالث، يجيب جول رابع، بيعمل لنفسه سيناريو في الملعب. السيناريو ده لا يتحقق الا بالعمل ووليد سليمان بالجري بالسبرنتات دي، انت مش هيكون ليك سطوه ولا هيكون ليك تفوق على فريق قدامك جريح وعايز يخربش فيك، اهو تاني تايم عمل فيك الحكايه دي وامسك منك الكوره وانت اللي سمحت له. انت اللي عايز باقل الاداء بهدوء بسيط بتمتصه بتوديه معاك في سكتك، هو لا هو جاي، هو جاي عايز يروح للجول، هو خلاص مفيش حاجه يبكي عليها. عشان كده ده دايما كل ما بتجيب جول واثنين وثلاثه بترهق الفريق اللي قدامك. طيب. نفسيا حتى. استاذنك كابتن، نروح سريعا للكابتن سيد عبد الحفيظ ولقاء مع زميلنا محمد سعيد ولقاء ما بعد المباراه. اتفضل يا محمد. شكرا لك كابتن محمد فاروق، معي في هذه اللحظات الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكره. كابتن سيد بقول لك مبروك المكسب والانتصار والثلاث نقاط والرباعيه، لكن تعليقك على الشكل اللي ظهر بيه الفريق في مباراه النهارده، وده جاي بعد مباراه بتروجيت وفي مرحله مهمه بالنسبه للفريق. يعني الحمد لله طبعا مباراه مهمه ان المكسب فيها، مباراه مهمه برضو ان انت تطلع الحمد لله من غير لا قدر الله اصابات ولا حاجه. مجموعه شاركت بشكل كويس جدا 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 النهارده، بحييهم طبعا. يعني مرحله مهمه تسبق مباراه الزمالك، تسبق مباراه السوبر في ختام دور اول، فكان مهم المكسب النهارده. فكره انك تشارك بعناصر جديده بقى لها فتره كانت بعيده عن المشاركه، الجهاز الفني اتعامل معاها ازاي؟ واكيد كان لكم كلام كتير تحديدا مع هشام محمد ومع احمد حمدي. الحمد لله يعني عندنا ثقه في كل المجموعه، احنا قلنا كده من زمان يعني مش من دلوقتي، عندنا ثقه في كل المجموعه، الناس كلها على مسافه قريبه من بعض يعني، فالحمد لله طبعا يبقى توفيق ربنا سبحانه وتعالى. اعتقد ان احنا برضو يعني ضيعنا عده فرص النهارده، والنصر كمان يعني راح، وده وضع طبيعي في الكوره، انت ما بتلعبش لوحدك يعني، لكن مهم قوي 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 ان انت كنت تكسب النهارده، وده اللي اتحقق الحمد لله رب العالمين. من بكره هنبدا نستعد لمباراه الزمالك باذن الله. ماتش الزمالك هتحضر له ازاي؟ وسمعنا ان في مباراه وديه، واكيد الجهاز الفني بيفكر المرحله القادمه بشكل مختلف، حتى ان هو رايح لعيبه واستعد لعيبه وهيعمل مباراه وديه لتجهيز عناصر اخرى. من بكره هنشتغل، وعندنا مباراه وديه زي ما ذكرت ان شاء الله الرحمن بعد بكره، وبعدها هنشوف مع كابتن حسام بدري ممكن نخش معسكر قبلها ب 48 ساعه ولا ايه، على حسب الاحتياجات الفنيه يعني.
فكره مباراه القمه هتكون استاد القاهره يا كابتن سيد، وبقى لها كتير ما جاتش استاد القاهره اكتر من حوالي 4-5 سنين. يعني مش استاد القاهره طبعا حاجه ممتازه وحاجه رائعه يعني، لكن كل اللي يشغلني دلوقتي مش الملعب، كل اللي يشغلني التحضير للمباراه، الدوافع اللي هنخش بيها ان شاء الله. طيب محتاجين نسالك عن موقف مؤمن زكريا، موقف احمد الشيخ، خاصه انهم تلقوا عروض رسميه. عماد متعب خلاص النادي اعلن رسميا ان هو انتقل الى فريق التعاون السعودي. بص عماد متعب واحد من الناس اللي عملت تاريخ في العصر الحديث ده بشكل كويس جدا مع النادي ومع منتخب مصر، الكره المصريه بشكل عام، فبتمنى له التوفيق وبتمنى له كل نجاح ان شاء الرحمن في الخطوه بتاعته باذن الله. فيما يخص باقي العروض عشان ما نسميش حد بعينه يعني، في عروض مقدمه لينا بكره ان شاء الله الرحمن هنقعد مع كابتن حسام البدري ولجنه الكوره ويتم الحسم بيها، لكن مهم جدا الناس كلها تبقى فاهمه وعارفه ان الاحتياج الفني في الفتره دي تحديدا، يعني مهما كان العرض حتى لو العرض يعني مقبول او معقول، لكن في احتياج فني بالتاكيد هيبقى الاولويه للاحتياج الفني يعني. توقف الموافقه على رحيل مؤمن زكريا واحمد الشيخ على استخدام لعيبه اخرى خلال شهر يناير الجاري. لو ما كملناش بلعيبه ثانيه يعني، اولا افصل بس الموضوع بتاع العروض المقدمه، لان بكره ان شاء الله الرحمن هيتم الحسم زي ما قلت لك كده على حسب الاحتياجات الفنيه والعروض المقدمه لينا يعني، تمام؟ لكن فيما يخص الاستخدام بيت او يعني لعيبه في يناير، وارد جدا يبقى فيه، وارد جدا ما يبقاش فيه، في اسماء احنا محددينها وبنتفاوض مع اداره ناديها. والله يعني التفاوض بيروح وبيجي او بيقرب وبيبعد، وده امر طبيعي جدا جدا في المقبول والمعقول والمنطقي، ده شيء كويس، لكن لو الامر مبالغ فيه جدا واسعار لا تتناسب مع السوق المصري اعتقد الامر هيبقى صعب يعني. من حق كل اداره نادي انها تحقق تطلب الرقم اللي هي عايزاه، ده وضع طبيعي، لكن في المقبول جدا يبقى كلام نتفاوض فيه، لكن لو الامر مبالغ فيه قوي ولا يتناسب مع الكره المصريه او مع الدوري المصري او مع السوق المصري اعتقد ان الامر هيبقى صعب يعني. عشان الجمهور الاهلي اللي بيسمعنا، غدا في اجتماع لجنه الكوره هيتحدد موقف اللعيبه اللي جات لها عروض، سواء عروض محليه او عروض خليجيه. في الاول هيبقى في كلام مع كابتن حسام البدري على كل العروض اللي جايه، مدى الاحتياج ليها يعني، وبعد كده هنتم رفع الامر للجنه الكوره باذن الله وناخد قرارنا. ماتش الزمالك كابتن سيد اسالك عليه بشكل شخصي، شايفها ازاي في التوقيت الحالي مباراه الزمالك والاهلي؟ مباراه كره قدم، فرقتين بالتاكيد كبار جدا، هم اكبر فرقتين في الشرق الاوسط مش في الكره المصريه بس وفي افريقيا، فاتمنى مباراه كوره تطلع مباراه كوره، زي ما تخش مباراه كوره تطلع مباراه كوره، اتمنى التوفيق يكون حليفنا باذن الله تعالى وتتعامل مع اللقاء بشكل ايجابي ان شاء الله. عبد الله ما فيهوش مشكله، عبد الله من بكره هيكون موجود معانا ان شاء الله الرحمن، جوني اجاي هيكون موجود او كان موجود في التدريبات معانا خلاص يعني، المشاركه الفنيه دي بقى ارجع لكابتن حسام يعني. بالتوفيق يا كابتن. شكرا. شكرا جزيلا. كابتن فاروق ده كان لقاءنا مع الكابتن صلاح الحفيظ ومدير الكوره، وسالناه عن امور كثيره جدا تتعلق بالاستعداد لمباراه القمه من الزمالك، وايضا امور اخرى تتعلق بالاستعداد لمساله العروض المقدمه لعدد من اللاعبين. احمد الشيخ تلقى عرض من احد الانديه السعوديه، ايضا مؤمن زكريا من احد الانديه الاماراتيه، هناك عروض اعاره لعدد من اللاعبين في الانديه المصريه خلال شهر يناير الجاي، لكن غدا في لجنه الكوره سيتم حسم كل هذه الامور بالاتفاق مع الجهاز الفني. اليك الكلمه كابتن محمد فاروق، وانتظار ان شاء الله يعني متابعه للفريق خلال المرحله القادمه، خاصه مباراه القمه الكل ينتظرها بشكل كبير جدا، وهي مباراه هامه الاهلي يسعى للفوز بها قبل مباراه السوبر، لان انتصارات معنويه واستعداد معنوي بشكل جيد للمرحله القادمه. اليك الكلمه كابتن محمد فاروق هنا من استاد القاهره بعد الفوز على النصر ب4 اهداف مقابل لا شيء. اشكرك يا محمد. طبعا ده لقائنا مع كابتن سيد عبد الحفيظ اللي وضح فيه بعض الامور، طبعا اتكلم كابتن سيد عبد الحفيظ على مباراه اليوم واستعداد لمباراه الزمالك ان شاء الله القادمه في ان شاء الله 8 يناير، وهيكون يتخلل هذا الاستعداد لقاء مع البلاستيك يوم الخميس ان شاء الله، واتكلم على عماد متعب ان هو يعني خلاص الانتقال بتاعه خلاص حسم بشكل كبير، وموافق على الانتقال لفريق التعاون لمده 6 شهور على سبيل الاعاره. اما احمد الشيخ ومؤمن فلسه ان شاء الله بكره هيتم البت في هذا الموضوع ورفعه من خلال طبعا الجهاز الفني اولا، ثم رفع هذا الموضوع للجنه الكوره والموافقه او عدم الموافقه يعني، على حسب طبعا العرض المتاح بالنسبه للاثنين لعيبه دول. اما بالنسبه للاعبين اللي ممكن النادي الاهلي يستخدمهم ده برضو لسه في كلام عليه من خلال طبعا لجنه الكوره والجهاز الفني. كابتن ربيع، يمكن كابتن سيد كان بيتكلم على اتاحه بعض الفرص للاعبين، تقييمك النهارده مثلا وجود هشام محمد وعودته من جديد، ايضا احمد حمدي ووجوده بشكل اساسي النهارده مع الفريق؟ هشام كويس، لعيب كويس ومهم جدا، وكان عنده النهارده تصرف، كان عنده النهارده قياده في وسط الملعب. اكيد ان هشام لعيب مفيد ولعيب ايجابي وعارف دوره كويس قوي،
هو كان قاد النهارده مع السوليه عاملين ترابط كويس جدا. طب استاذنا الكابتن نتكلم على السوليه ونتكلم ايضا على هشام محمد، ولكن خلينا نروح سريعا لكابتن طارق سليمان مع زميلنا محمد سعيد. اتفضل يا محمد. شكرا لك كابتن محمد فاروق. يمكن امام غرف خلع ملابس فريق النادي الاهلي معايا في هذه اللحظات الكابتن طارق سليمان مدرب حراس المرمى. كابتن طارق بقول لك مبروك المكسب في التوقيت الحالي، لكن محتاجين في الفتره الحاليه نطمن على حاله محمد الشناوي وايضا حاله اكرامي، في ظل ان انت عندك مباراه مهمه جدا او مباراتين مهمين خلال 10 ايام، مباراه السوبر وقبلها مباراه الزمالك. والله الحمد لله محمد، النهارده بقول الحمد لله على الاداء والحمد لله على النتيجه. مباراة مهمة مع فرقة برضه وعملت نتائج إيجابية جدا مع الفرق الكبيرة زي المقاصة وزي المصري، لحد آخر مباراة كانت كسبانة 2-1 وخسر 3-2، متعادلة مع إنبي 1-1. ففرقة بتلعب كورة وبتلعب كورة هجومية، وشفنا الفرقة يعني مش ما بتخافش، بالعكس بتلعب كورة هجومية وبتهاجم بشكل كبير، وضيعت فرص شوط ثاني والنتيجة 2-0. فهو الحمد لله على المكسب النهارده، وان شاء الله اللي جاي بأفضل. يعني عندنا زي ما أنت قلت كده، عندنا الزمالك إن شاء الله المباراة اللي جاية، وبعدها مسافرين عشان مباراة السوبر. فمرحلة صعبة ومرحلة مهمة جدا، محتاجين كل اللعيبة. بالنسبة طبعا للشناوي والشريف، شريف من أول تمرين اتمرن النهاردة بعد فترة كبيرة، طبعا كان خد حقنة وكان رايح أربع أيام، كان عنده كعب رجله كده كان بيشتكي منه، فعنده التهابات يعني. بالنسبة للشريف يعني، فيمكن أول تمرين النهاردة اتمرن معايا، وإن شاء الله يبقى موجود معانا الفترة اللي جاية. الشناوي طبعا احنا اتفضلنا إنه يريح لأنه حاسس بإجهاد كده في شوطة كده في آخر الشوط الأول، هو بيشوط ضربة المرمى فاشتكى كده من الضمة، الاصابه القديمه يعني. نفس الاصابه القديمه اللي هي كان اخر مره تعرض ليها. اصابه يعني، احنا فضلنا انه ما يكملش عشان برضه يبقى موجود معانا، ان شاء الله هيعمل بكره ريكفري. الدكتور طمنا ان ما فيش حاجه خالص يعني، بس احنا فضلنا انه هو يريح افضل يعني. بالنسبه لاحمد عادل بيشارك دايما في ظروف صعبه، ودايما بيبقى بعيد عن المباريات وبيرجع بشكل كويس جدا. احمد عادل يعني ولد نفسيه محترمه جدا، مؤدب، بيتمرن بشكل كويس قوي، ودايما لما بتحتاجه بتلاقيه يعني. جمهور الاهلي ممكن من هنا لغايه مباراه الزمالك هيكون قلقان ما بين اصابه اكرامي القديمه اللي بقاله كان فتره بعيد جدا، بتتكلم في حوالي اكتر من اسبوعين ثلاثه، شناوي اصابته كمان هتبقى لسه مش واضحه المعالم خلال مباراه الزمالك. ممكن تصعد حارس رابع يكون معاك خلال مباراه الزمالك، ولا عندك ثقه ان الاثنين كمان هيلحقوا ان شاء الله شريف اكرامي والشناوي مباراه الزمالك؟ اوريدي يا محمد احنا معانا حارس مرمى بيتمرن معانا، رمضان مصطفى بيتمرن معانا بقاله اكتر من شهر، الفتره اللي شريف اكرامي بعيد فيها دي كلها رمضان معانا، وان شاء الله غالبا هيبقى في مباراه يوم الخميس هيشارك فيها الناس اللي ما بتلعبش، وان شاء الله ممكن رمضان ياخد منه جزء في المباراه دي يعني، عشان برضه يبقى له وجود يعني. عندنا وقت، انما الشناوي سليم الحمد لله ما فيش حاجه خالص يعني. الدكتور طمنا ان هو اجهاد بس في العضله الضامه، وفضلنا انه يريح يعني عشان برضه ايه ما يحصل الاجهاد ده ما يبقاش يوصل لشد ويوصل بعد كده، ففضلنا ان الشناوي يريح. انما الحمد لله بقول لك شريف نزل النهارده، من بكره ان شاء الله شريف معانا في التمرين، وان شاء الله الشناوي معانا في التمرين من يوم الخميس. طبعا كل الناس اللي لعبت النهارده غالبا هتريح بكره يعني. سؤال اخير وهو متعلق بمباراه القمه من الزمالك والاهلي، سبق ليه وحضرتكم في الاستجهاز الفني اخر خمس ست سنوات كانت مباريات كبيره، شايف مباراه الزمالك ازاي كابتن طارق والاستعداد ليها كمان في المرحله القادمه؟ بص مباراه الزمالك طبعا مباراه مهمه ومباراه كبيره زي ما انت قلت كده، وديربي الوطن العربي، ودايما الناس يعني بيبقى في لها نسبه مشاهده ونسبه اهتمام كبيره جدا جدا. فطبعا وحكم ان احنا كمان بننافس على الدوري، الاسماعيلي بينافس على الدوري، الزمالك ايضا بينافس على الدوري، فمباراه مش سهله يعني. ولكن زي ما بقول لك كده بالاستعداد طبعا بيبقى تركيز عالي جدا جدا الفتره اللي جايه، اللعبه كلها ان شاء الله تبقى متواجده في المباراه اللي جايه ديت. وزي ما بقول لك هي بثلاثه بونت يعني، مباراه بثلاثه بونت، ولكن طبعا الاهتمام الاعلامي والجماهيري بياخد شكل اكبر شويه. طبعا المباراه زي ما قلت لك مباراه مهمه يعني، ولكن ان شاء الله باذن الله المباراه دي ان شاء الله تخلينا اول الدوري باذن الله ان شاء الله. حاجه انت ممكن تعمل لما كده اجتماعيه للحراس معاك على عزومه غدا او عشاء خلال الفتره الجايه؟ انا عارف كابتن طارق تبقى حريص قوي على الجزء النفسي ده قبل المباراه الكبيره زي مباراه الزمالك، في الكواليس ممكن ده يحصل ولا هيبقى في منزل مين طيب؟ والله بص احنا الحاجات دي طبعا انا اخ اكبر ليهم يعني، دايما الحراس بيتعامل معاهم ان انا اخ اكبر ليهم، والحمد لله العلاقه بيننا محترمه جدا يعني، الحمد لله ما بيحصلش مشاكل خالص يعني، بقى الحمد لله ست سنين مع الحراس، الحمد لله ما فيش مشاكل الحمد لله يعني. حتى في موضوع اللعب وعدم اللعب ده بيبقى الناس بتتقبل بشكل كويس يعني، ما فيش اي مشاكل خالص الحمد لله. واحنا بنقعد مع بعض كتير يعني، سواء بقى باكل او من غير اكل او كده، بنقعد مع بعض وبنتكلم، ودايما كان اخرها الفتره اللي فاتت ديت بقعد مع الشريف دايما، مطمن على الشريف دايما، شريف كان بعيد الفتره اللي فاتت ديت. عايز اقول ان الشريف ده يعني عمل كبير كتير للنادي الاهلي، وكان له تواجد بشكل كبير جدا في بطولات كتير للنادي الاهلي، فمش معنى ان شريف في سوء توفيق للفريق بشكل عام مش لشريف لوحده، ان لا بالعكس شريف جول كبير وجول بقى له اساسي اكتر من ست سنين في النادي الاهلي، عمل تاريخ كبير وان شاء الله يرجع تاني، ومنافسه بينهم الثلاثه يعني دي بالعكس دي حاجه تبسطنا ما تزعلناش يعني. كابتن طارق في القادم واللي جاي احسن ان شاء الله. شكرا.
اذا انتقل لقائنا مع الكابتن طارق سليمان مدرب حراس المرمى، وقدر الامكان حاولنا نطمنكم على مركز حراسه المرمى وشريف اكرامي والشناوي خلال المرحله القادمه استعدادا لمباراه القمه امام الزمالك. اليك الكلمه كابتن محمد فاروق وضيوفك. بشكرك يا محمد، بشكر كابتن طارق سليمان طبعا وببارك له النهارده على الفوز، وان كان طمنا على محمد شناوي ان كان حد فيه جزء كده شد في العضله الضمة اشتكى منها الشناوي في الشوط الاول وفضلوا ان هم يريحوه استعدادا طبعا لمباراه القمه. كابتن ربيع كنا بنتكلم على عمرو سليه وهشام محمد وايضا احمد حمدي. تمام، فهشام نجح ونجح لعيب كويس ومهم جدا وجوده. هشام بياخد، هشام بيروح على الجول، وهشام هداف، وهشام صانع العاب وبيدافع كمان، لعيب محوري مهم جدا جدا. كنت تتوقع كابتن بدون قطع كلام حضرتك ان شفت هشام هو اللي بيروح على طول اكتر من عمرو السليه؟ ايوه بالتبادل يعني. هو انت لما يكون حسام عاشور موجود حسام هو اللي بيقف وبيدي مساحه بقى لاي حد جنبه، ان حسام دوره دفاعي دفاعي، دوره الترابط، دوره الوقفه، ان هو القائد بتاع الملعب كله عشان ينظم الملعب حتى في المرتدات. طب هستسمحك كابتن معلش انا بقطع لحضرتك المره الثانيه، لكن مؤتمر الخاص بالكابتن حسام البدري بعد المباراه، اتفضل. اتفضل يا عم. بسم الله الرحمن الرحيم. في البدايه طبعا الحمد لله على الفوز النهارده، واكيد ثلاث نقاط مهمين جدا زي ما احنا عارفين، يعني متبقي مباراه الدور الاولاني بالاضافه للمباراه المؤجله مع المولين، ف كانت مباراة النهارده طبعا في غايه الاهميه لعده اعتبارات، وزي ما احنا عارفين يعني كل المباريات بتبقى مهمه، لكن دائما يعني بيصل الى اللاعبين ان كل مباراه برضه ليها ظروفها بالرغم من اهميه كل المباريات والثلاث نقاط، لكن مباراه النهارده كانت مهمه. شفنا فرقه النصر برضه نتائجها مع الفرق في الفتره الاخيره كانت ايجابيه، فكان فوز مهم والحمد لله على الفوز النهارده وثلاث نقاط. اتفضلوا. جاهز. الله يبارك فيك يا احمد، الله يخليك. إيه انت ايه اصابه ايه دي؟ كسر ده ولا ايه؟ لا سلامتك. سلامتك سلامتك. هيوصل عليك احمد حمدي من الناس اللي عبد الله سعيد. السؤال الثاني، حضرتك اتعاملت ازاي بنجاح مع اصابتين النهارده محمد الشناوي واحمد حمدي؟ لا هو بالنسبة لحتة أحمد حمدي لاعب جيد طبعا، لاعب واعد طبعا، لسه قدامه كتير جدا، لكن لاعب واعد، ويمكن في أكثر من مناسبة قبل كده اتفتح موضوع أحمد حمدي ده واتكلمنا وقلنا، وأنا رفضت قبل كده كذا مرة، حتى العرض اللي كان موجود في بداية السنة الإعارة الخارجية اللي كانت موجودة يعني رفضت إن هو يروح إعارة، وفي نفس الوقت الطلب أكثر من مرة في النادي. فأحمد حمدي لاعب واعد، أنا بثق في قدراته وإمكانياته، لكن كلمة بديل كل لاعب له مواصفاته وله أداء وشخصيته، لكن هو لاعب طبعا بيجيد اللعب في المركز اللي بيلعب فيه عبد الله ومراكز ثانية، لكن هو لاعب واعد، وأنا طبعا ببقى سعيد أما بيبقى عندي ثقة في لاعب وبنديله فرصة بيقدر بيقول إن أنا عندي رغبة وإن أنا امكانياتي يعني واعده طبعا اكيد، فربنا يسهل، لكن لسه هو لسه ما عملش حاجه لسه، يعني صعب تقارنه بعبد الله السعيد كده على طول، لكن هو لاعب مميز طبعا وان شاء الله عنده مستقبل كويس يعني. لا هو الشناوي ما فيش اصابه، لكن الشناوي ملاحظتنا ان هو طبعا في كرة يمكن رجليه مع الارض شويه مع ارض الملعب، وفي نفس الوقت لان ان هو الكره اللي بعديه ما حدش يشوط الكره الثابته، فعلى طول ما فيش مخاطره في الوقت ده، وبالذات ان يعني عندنا مباراه مهمه ونتيجه المباراه ما كانتش طبعا اتحسمت برضه، لكن في اوقات بيبقى ما فيش مخاطره في حاجه، فقررت هو كان رافض ان هو يطلع، لكن طبعا قرار انا يعني، لكن بياكد ان هو سليم 100% وكده، لكن ما حبيناش نخاطر يعني. بالنسبه لل يعني بتاعت حمودي برضو، لا ما اعتقدش ان هي اصابه لسه طبعا هتشخص بكره، لكن هي هما الاصابتين دول برضو غيروا من تغييري شويه، بالرغم ان انا برضو اتعاملت مع المباراه وتغييراتها، لكن كنت اعمل برضو كنت عاوز ادي ميدو، وكنت لكن هي طبعا الاصابات طبعا يعني اجبرتني في التغييرات. جاهز
بالنسبه لك انت عارف موضوع الثلاث نقط بس هل يعني فاضل اسبوع على مباراه الزمالك، هل بعد الاسبوع ده هنقدر نقول ان يعني العناصر الاساسيه في الفرقه المصابين هيقدروا يبقوا جاهزين مع حضرتك، او في اي مشاكل في الغيابات الموجوده قبل ماتش القمه؟ العناصر الأساسية ما احنا اتكلمنا أكثر من مرة قلنا إن كل اللي موجودين يعني أنت بتتكلم عناصر أساسية، ما أنت شايف بيحصل تغيير يعني عبد الله بيرتاح النهاردة طبعا عنصر مهم وعنصر أساسي لكن كل لعيبة مهمة، وزي ما أنت شايف كل مباراة بنتعامل معاها وتركيزنا بيبقى في المباراة نفسها. يعني النهاردة مباراة النصر بالرغم الروتيشن اللي حصل لكن حالة حمودي في الفترة الأخيرة وثقتي في حالته هي اللي خليتني اديله النهارده، مش مجرد ان انا بديله عشان اريح حد بس، لا ده بريح وفي نفس الوقت حاله حمودي في الفتره الاخيره مميزه جدا، وشوفنا اداء النهارده برده خطوره يمكن بس احساسه بالبعد عن المباراه لكن خلق فرص وخلق نفسه في اكتر من فرصه والاخرين، فهي مش عمليه اساسيين او كده لكن التعامل مع المباراه، وفي نفس الوقت يعني الحمد لله ان بيبقى مجموعه او كم كبير جاهز ان شاء الله للفتره الجايه ان شاء الله. اتفضل. الله يبارك فيك. انا بقول لك يعني كان نفسي النهارده زي ما بقول التغييرات اللي تمت كان كل تفكيري برضه في مروان، تفكيري في ميدو، لكن الحمد لله مباراه اتلتيكو برضه طمنتنا بشكل كبير عن مروان وحالته وثقته، يعني حتى يعني كان مبالغ هو شويه في حته الالتحامات والشراسه شويه، فده شيء كويس طبعا بيديله ثقه وبيدينا احنا كمان ثقه، وكان نفسي استخدمه النهارده لكن عندنا مباراه يعني وديه ان شاء الله بعد بكره، فبرضه هتبقى فرصه للناس تشارك ان شاء الله. المباراه ده كابتن قبل ماتش الزمالك ولا ده احتمال يبقى ماتش الزمالك اتاجل كده وهو يلعب ماتش المباراه وديه وبعدين 48 ساعه يلعب ماتش؟ لا مش 48 ساعه، المباراه بعد بكره. لسه يعني مش يعني في الناس اللي بقى لها فتره ما لعبتش، لان اول مره زي ما انتم تلاحظوا كده ان يبقى في فتره زمنيه ما بين المباراتين، احنا على طول بنلعب ثلاث ايام ومباراه، ثلاث ايام ومباراه، فكانش في فرصه خالص، لكن المره دي في فرصه وفي نفس الوقت عاوزين ان شاء الله يبقى اكبر كم جاهز، عندنا مباراتين في مرحله مهمين جدا، مباراه الزمالك ومباراه السوبر ان شاء الله، فعاوزين نجهز كل الناس ان شاء الله يبقوا جاهزين باذن الله. ماشي، شكرا لكم. ده كان المؤتمر الصحفي الخاص بكابتن حسام البدري بعد لقاء الاهلي والنصر اللي فاز فيها النادي الاهلي 4-0. كابتن ربيع، يعني استمرار لكلام حضرتك على اللاعبين، الاول مره كابتن حسام البدري اتكلم على احمد حمدي واتكلم على بعض اللاعبين اللي اشركهم للمره الاولى. احمد حمدي قال لعيب واعد فعلا والنهارده بدا بيه، واحمد حمدي كان جاله اكتر من عرض مباراه طبعا، ولعيب مهاري جدا ولعيب ان شاء الله باذن الله مع الوقت ومع الخبرات ومع الشغل باذن الله ومع المواقف مشيت له مع الثقه بقى قوة كبيرة جدا في خط هجوم النادي الاهلي باذن الله، وماشي بخطى كويسة جدا ولعب واعي زي ما قال، وجاب بيننت النهارده ولعب كويس وسجل هدف بس اتحسب اوف سايد، فاللعيب اضافة، هيبقى اضافة ان شاء الله، ومع الوقت باذن الله تعالى هيبقى قوة كبيرة جدا. السولية ما لعيب خلاص ثبت مكانه ونجع بامتياز ولعيب كويس جدا السولية ومكسب ونجح الفترة الأخيرة مع جنب هشام محمد عميد ثنائي رائع طبعا في مكانهم يعني، ومين تاني حمودي ولا هو ايه اللي جاب علي معلول في الكوره دي يا كابتن هنا؟ ده احمد حمدي اهو باخد وعمل تمريره طبعا علي لازم تقول لحمودي دي يا ربيع، دي لو اداها لحمودي جون معرفش ايه دي اختار هنا الرؤيه، هو شاف معلول ما شافش حمودي، فلعيب ناجح يعني، والحمد لله ان النهارده زي ما قلنا الماتش سهوله الماتش يا محمد يعني سهلت الامور كثير جدا، ماتش سهل وفرقه سهله واخد بالك، والفوارق الكبيره هي اللي حسمت وماتش كويس، وان شاء الله باذن الله تعالى هنشوف العوده في الاداء والفنيات في ماتش الزمالك باذن الله تعالى ان شاء الله. ان شاء الله. بيبو بيسالني هو معلول جه هنا طبعا بتذكر ماتش كان الترجي تقريبا ومعلول رفع كرة من ناحيه اليمين الاجاييه هو معلول كده تلاقيه بيتحرر ويبتدي يباصي وياخد الكرة يعني بيمشي مع الهجمه، واعتقد ان هي في الكرة دي لو كانت جت بشكل مظبوط كان ممكن تبقى هدف، لكن دي اجمل شوطه في المباراه. هو وليد طبعا كان يعني
لازم يركز فيه اكتر من كده كابتن. ايه رايك النهارده في وليد ازارو كابتن شريف؟ هي السرعات اهو بيرد علينا ابلغ رد النهارده السريع على طول. هو الحاجات دي بقى اللي وليد ممكن يستخدمها في العرضيات اللي انا بتكلم عنه، انه الحاجات اللي بيلعبها بالعرض بيروح شايطها، والحاجات اللي بيشوطها المفروض هي تبقى اللي بدل ما يلعبها بالعرض يبقى هو ياخدها لنفسه. والكره اللي جابها بينالتي ما هي نفس الشكل، هو نفس الانفرادات نفس السرعات صحيح. نفس الحاجات اللي هي بيعملها. هو مفيد جدا طبعا، انما عايز عارف بالظبط الدجلشه يعني عايز حد دايما يفضل وراي يقول له اتفرج على نفسك كتير وحسن انت من مواقفك اللي انت بتقابلها في الماتشات اللي فاتت على اساس انك ما تقابل الحاجات دي كلها. هقول يبقى عندك ثقه في نفسك وثقه القرار وانك انت تبقى عارف انك بتوصل في المرحله دي. النهارده شفته انا في اول ماتش رقص اثنين على ناحيه اليمين، ابتدى ياخد ثقه، ابتدى يعمل مهارات، ابتدى يعدي من واحد يعدي، ما كانتش موجوده خالص قبل كده. انا قبل ما اختم مع حضراتكم كابتن يعني عايز اعرف بالنسبه لحضرتك رجل المباراه ممكن اقول ازارو عشان جاب التيم بينالتي النهارده، بينالتي وسجله وليد وبينالتي وسجله ممكن. كابتن شريف والله انا شايف علي معلول النهارده واحمد فتحي دول اتنين بيدوني طمانينه دايما كده بالمستوى اللي هم وصلوا له. طيب خليني قبل ما اختم يعني طبعا اسلام محارب نزل واحرز هدف الرابع، ولكن اسلام ما شاء الله عليه بقى له فتره ماشي بشكل كويس، كل ما بينزل بيأدي مهامه بشكل جيد بيحرز اهداف. اعتقد ان هو من اللاعبين اللي هيعتمد عليهم كابتن حسام البدر في الفتره القادمه من حيث الاداء ومن حيث طبعا تواجده في المكان، واعتقد ان وجوده في مكان زي تحت رصاصات الحربة اللي يعني عندنا كمية من اللاعبين المميزة في هذه الجزئية، وليد سليمان وأحمد حمدي أهو وحمودي وأحمد شيخ وميدو جابر، مجموعة كبيرة جدا، وهو بيجي وبيتعامل بالشكل ده أعتقد إن هو عايز يبقى متواجد داخل فريق النادي الأهلي. يعني ده كان تحليلنا لهذه المباراة ما قبل وبعد المباراة، يعني أعتقد إن احنا وصلنا لنقطة 36 دي حاجة مميزة. إن شاء الله الفترة القادمة عندنا مباراة الزمالك، ثم فاضل لنا مباراة مؤجلة من الدور الأول أمام المقاولون، إن شاء الله في حالة مكسبها إن شاء الله ثلاث نقاط سواء بقى للزمالك في مباراة الزمالك أو مباراة المقاولين، إن شاء الله نتقدم على فريق الإسماعيلي اللي هو بيحتل المركز الأول بفارق نقطتين. كل ده إن شاء الله في حالة إن شاء الله فوزنا في هاتين المباراتين بأمر الله، وده اللي إحنا نتمناه من فريقنا. هسيبكم من خلال طبعا المؤتمر الصحفي الخاص بكابتن سيد عيد المدير الفني لفريق النصر ويكون معاكم هذا المؤتمر. السلام عليكم ورحمة الله. طبعا كابتن سيد هو تعبان اصلا بقاله ثلاث ايام اصلا مش يعني مش متواجد، كان تعبان جدا وما كانش يحضر الماتش طبعا، لكن يعني اصر انه يكون موجود معانا، اللعيبه متعوده انه يكون موجود، لكن هو كان تعبان جدا ومش قادر، هو يعني اصلا بعد الماتش ما قدرش اصلا يستحمل يعني ان كان تعبان جدا يعني حاسس بحد دوخه جامده جدا. بالنسبه للمباراه طبعا انت بتلعب فريق كبير زي النادي الاهلي، الفترة الأخرانية آخر مباراة كسبان في حد انتعاش، طبعا احنا بنحاول نجتهد على قد الإمكانيات المتاحة. الشوط الأولاني كان في رهبة شوية من لعبتنا من خطأين، يعني يمكن الخطأ الأولاني حارس المرمى كرة كانت سهلة جدا كانت ممكن تتعامل معاها دخلت جول، والكرة الثانية كانت ضربة جزاء. فهو عموما الشوط الاول كان في حاله ارتباك شويه وحاله رهبه وحاله قلق من اللعيبه وحرص زياده ان هي ما تتغلبش، فما كانش في تحرر يعني من اللعيبه. لكن الشوط الثاني يعني ابتدينا نتعامل مع بين الشوطين مع اللعيبه، ابتدينا نهديهم نديلهم ثقه في نفسهم. نزل الشوط الثاني عملوا شوط كويس، يمكن جات لنا كذا فرصه في الشوط الثاني ان نقدر نسجل. طبعا ما حلفناش التوفيق برضو، قله القله العدديه في الهجوم عندنا كانت ما ادتناش فرص للتسجيل، لكن عملنا شوط كويس الشوط الثاني. طبعا ابتدى يبقى في مساحات في ظهرنا، ابتدى يلعبوا الهجمات المرتده قدروا منها يحرزوا هدفين الشوط الثاني. طبعا احنا يعني خلاص نسينا ماتش النادي الاهلي، واحنا عندنا ماتش مهم مع نادي الاسماعيلي، فان شاء الله من اول بكره هنبتدي نستعد له. ده الوصف بالنسبه لي للمباراه يعني. ممكن حضرتك شايف ان الفريق محتاج صفقات في الشهر الجاي في الفتره الحاليه صفقات كتيره على الفريق، ولا شايف ان الفريق يعني ممكن يكتفي بصفقه او صفقتين في الشهر الجاي ان شاء الله؟ هو طبعا الفريق محتاج صفقات، لكن احنا في امكانيات محدوده بنتعامل من خلالها.
واحنا بالفعل ابتدينا يعني على اتصال بكذا لعيب بس في الحدود المتاحه وظروف نادي النصر يعني. فاحنا يعني ان شاء الله في 3 4 لعيبه بنحاول ان احنا نضمهم الفتره الانتقالات الشتويه وان شاء الله يبقوا اضافه للفريق. بس احنا طبعا يعني في حدود متاحه لينا احنا بنشتغل. والله عندنا احنا محتاجين في 4 اماكن في قلب الدفاع محتاجين لعيب في نص الملعب، محتاجين باك ليفت، محتاجين فيرود. دول الاماكن يعني اللي احنا محتاجينها. شكرا كابتن عبد العاطي. شكرا.